ماشي يا جماعه، مراجعه سريعه على المره اللي فاتت. ان احنا اتكلمنا على الالاستيك لود بالانسنج، واتكلمنا على الفيتشرز بتاعت الابلكيشن والكلاسيك، وقلنا الكلاسيكال هو ده اللي ما بنبصش عليه دلوقتي، اللي دبليو اس بيقولوا ابعدوا عنه، هو فيتشرز اقل واغلى. والابلكيشن لود بالانسر اتكلمنا عليه، اتكلمنا على فيتشرز كتيره، اتكلمنا على الكروس زون لود بالانسنج، اتكلمنا على ان اللود بالانسرز عموما في اي دبليو اس بيكون من نوعين، يا اما انترنت فيسنج يبقى انا جاي لي ترافيك من الانترنت، او قال لي في السؤال ويب ابلكيشن يبقى لازم دماغي تروح على طول انه ده انترنت فيسنج، او ممكن يبقى انترنال جوه السيجمنتس، يعني عندك ابلكيشنز وداتابيز وكل ده كلها برايفت جوه الاي دبليو اس ما بيتكلموش مع الانترنت، وعاوز تعمل لود بالانسنج تقدر تعمل بانترنال لود بالانسنج او لود بالانسر مش باكسترنال. قلنا ان الابلكيشن لود بالانسر بيشتغل على لاير 7 فيقدر يعمل HTTP و HTTPS، وانا بتحكم اذا هشتغل HTTP ولا HTTPS، لان انا اللي بكونفيجر الليسنر. الليسنر بيبقى ناحيه الكلاينت، فممكن اقول له انت هنا ليسننج على بورت 80 يبقى HTTP، او 443 يبقى انا بتكلم على كده على HTTPS. عشان نعمل HTTPS مع لود بالانسر قلنا لازم يكون عندنا سيرتيفيكت، يبقى لازم احمل ديجيتال سيرتيفيكت. ايه لازمه الديجيتال سيرتيفيكت؟ انت جاي لي انا بقول لك انا موظف البنك، انت بتقول لي طب انا اعرف انك انت موظف البنك، بقول لك اتفضل ادي الاي دي بتاعي اهو، انا شغال في موظف في البنك، ادي اللوجو وادي الوظيفه بتاعتي والكلام ده كله. الابلكيشن ما بتقدرش يعمل الكلام ده، يبقى بيعملوا ايه؟ لما انت تيجي تكونكت معايا وتقول انا عايز اكونكت سكيور كونكشن، اقول لك اتفضل الديجيتال سيرتيفيكت بتاعتي ايه عشان تبقى مطمن انك انت بتكونكت على البنك بتاعك. يبقى البراوزر بتاعك هيبص يشوف السيرتيفيكت، البراوزر لوحده يا اما بيكون متخزن عنده السيرتيفيكت اللي هي السي اي سيرتيفيكت السيرتيفيكت اوثوريتي، يا اما بيروح يشيك مع السيرتيفيكت اوثوريتي. ليه؟ لان السيرتيفيكت بيبقى مكتوب فيها دي طلعت من جودادي، او دي طلعت من فيري ساين، او دي طلعت من المكان الفلاني، تمام؟ بيروح يشيك يعرف ان السيرتيفيكت دي سليمه، يبقى كده مطمن. نبدا نعمل السيشن اللي هي السكيور اللي بينا. قلنا كمان ان السيرتيفيكتس ممكن تبقى سنجل سيرتيفيكت لدومين واحد، او ممكن اللود بالانسر اللي هو الاي ال بي والنتورك لود بالانسر يكون عليه اكتر من سيرتيفيكت. طب لما يكون عندي اكتر من سيرتيفيكت معناها انا بخدم اكتر من ابلكيشن ورايا او ويب سايت بيحتاجوا انكريبشن للسيشنز. لما يجي الكلاينت يكونكت، لو الكلاينت بسبورت حاجه اسمها اس ان اي او سيرفر نيم انديكيشن او هوست نيم انديكيشن، الاس ان اي ده بيقول انا عايز اوصل على bankofamerica.com، يبقى اللود بالانسر يبص على الهيدر ده يقول اه طب انا خلينا ابص كده في جيبي، اه فعلا انا عندي السيرتيفيكت بتاع بنك اوف امريكا، اتفضل يا سيدي. حد تاني عاوز يوصل على سيتي بانك يبعت له السيرتيفيكت بتاع سيتي بانك. الكلام ده مش سبورتد على الكلاسيكال، بس على الاي ال بي وعلى الان ال بي، تمام؟ فيبقى كده احنا عملنا كلام. اسمه ايه بقى ان انا بترمينيت الانكريبشن على اللود بالانسر؟ اسمه اوف لودنج، تمام؟ اوف لودنج معناها ان انا بريح اللي ورايا، بشيل عنه العبء بتاع الانكريبشن والديكريبشن، بس لازم احمل السيرتيفيكت على اللود بالانسر. الحاجه الاخيره في المراجعه قبل ما نبدا في النتورك لود بالانسر، ان احنا الحاجتين بقى الموضوع بتاع في حاجه اسمها تي سي بي باس ثرو بتيجي في الامتحانات. ايه بقى التي سي بي باس ثرو؟ ان يخلي الكلاينت يعدي على اللود بالانسر ويعمل النيجوشيشن بتاعه السكيورتي دي مع الباك اند، مع الابلكيشن، مع الايس تو انستنس. ده بنسميه تي سي بي باس ثرو. معناها ايه؟ معناها بقول لللود بالانسر سواء هو كان ده النتورك لود بالانسنج من اكتر هنتكلم عليها، ان هو بقول له عدي كل الترافيك اللي جاي لك على ان هو تي سي بي، مالكش دعوه، هو بقى باعت لك على بورت 443، تروح مغمي عينيك وتقول ده انا مش ال 443 دي برضو تي سي بي بس سكيور، انا ماليش دعوه بالسكيور، اروح معديها لان انا لا عندي سيرتيفيكت ولا هعرف اعمل بروسيسنج ليها، يبقى اروح معديها عن طريقي توصل للباك اند وهم يتصرفوا مع بعض بقى. يبقى الباك اند هيبعت السيرتيفيكت عن طريق اللود بالانسر للكلاينت، الكلاينت هيتاكد منها ويستابليش السيشن مع الباك اند. يبقى بالظبط اللود بالانسر كده شغال لي بريدج من ناحيه السكيورتي، اللي جاي معدي يقول لي عم اتفضل ادي السكيورتي بتاعتك، انت مش عايز اوف لودنج ايه ولعبه، تمام؟ فدي هي يعني هي دي الاسئله اللي هتجيلك في الامتحان. الحاجه الاخيره بجد بقى الاخيره، مش هقول لكم اللي قبل الاخيره، الاخيره ان الابلكيشن لود بالانسر عنده امكانيه انه يعمل كونتنت راوتنج. ايه بقى الكونتنت راوتنج؟ اقول له www.dolphin8.com/images/كذا، يبقى يروح بعتها لي على تارجت جروب خاصه بالايمجز. يجي لي حاجه ثانيه سلاش فيديو على نفس اليو ار ال www.dolphin8.com/video/ اسم الفايل، يروح بعته لي على تارجت جروب مختلف. يبقى بيقدر يعمل لك كده. ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه باث راوتنج. يعني هو نفس الدومين
بس في سب فولدرز او في بيجز مختلفه او حاجات مختلفه اقدر اعمل راوتنج لابلكيشنز مختلفه باللود بالانس في الباث راوتنج. لكن كمان ممكن اعمل حاجه اسمها هوست بيزد راوتنج اللي هي ان انا اقول sales.dolphin8.com يروح لمجموعه من السيرفر لابلكيشن معينه، لو قلت marketing.dolphin8.com يروح مختلفه، يبقى انا بقدر اعمل راوتنج عن طريق السب دومين ده اسمه اللي هو الهوست بيزد راوتنج، او بقدر اعمل عن طريق الباث اللي جوه نفس الدومين او السب دومين. تمام. نتورك لود بالانس بقى نتكلم على شويه تفاصيل عليه. النتورك لود بالانسر هو اسرع واحد من الثلاثه، يعني هو اكتر واحد بيديني هايست كونكشن ريتس، هو النتورك لود بالانسر من يعني اسرع من الاي ال بي واسرع من السي ال بي فور شور. يعني في ميزه تانية او حاجه مميزه للنتورك لود بالانسر انه مش بس يعمل لي لود بالانسنج للتي سي بي سيشنز، لا يو دي بي كمان. طب يو دي بي بتستخدم في ايه؟ لو انا بشتغل على اوديو وفيديو كوميونيكيشن بين الكلاينتس وبين الباك اند، ده بيشتغل يو دي بي، غالبا ما بيشتغلش تي سي بي. اليو دي بي ميزته ان هو اسرع من التي سي بي، بسبب ان التي سي بي في بقى ابعت له هو يتاكد انت مين، وبعدين يقول طب يلا استبلش السيشن، وبعدين نعمل ايرور كوركشن وريترانسميشنز. تي سي بي ابطا ولكن ادق في التوصيل المعلومه. اليو دي بي لو انا بعمل مكالمه وهيبعتها لي على سيرفر يعمل لي بروس، الو احمد، احمد ما سمعنيش، اقول عيد ما سمعتش انت قلت ايه، فاحنا بنعيد ونعمل الريترانسميشنز والكلام ده مع بعض، مش محتاجينه. لكن بيبقى كتير، وما كل لو استخدمنا تي سي بي في الفويس وفي في الفيديو هيبقى الموضوع ابطا، هيبقى الفيديو ابطا والفويس ابطا، لان بيحصل كوركشنز وترانسميشنز والكلام ده. تمام. يبقى اللود بالانسر الوحيد لو جالك في السؤال لقيت كلمه يو دي بي وعايز تعمل لود بالانسنج يو دي بي ترافيك وانت مغمض، نتورك لود بالانس. تمام. النتورك لود بالانسر في ميزه ثانيه عن عن الابلكيشن لود بالانسر وعن البالانسر، ان انا مش انا بعمل انيبل للود بالانسر في سب نت في افيلابيلتي زون كده، يبقى انا خليت اللود بالانسر يشتغل في كل الافيلابيلتي. النتورك لود بالانسر بقى انت مش بس تعمل كده، انت ممكن تحط له الاستيك اي بي ادرس، يعني ممكن تعرف له مش بس تخليه بقى الابلكيشن لود بالانسر والكلاسيك بياخدوا راندوم بابليك اي بي ادريسز من اي دبليو اس، انا ما اعرفهاش، لا انا عايز اعرف الاي بي وعايز اثبته كمان، ما ينفعكش الا نتورك لود بالانسر. يبقى النتورك لود بالانسر فيه الميزه انك انت ممكن تعرف له فيكست اي بي الاستيك اي بي جوه كل افيلابيلتي زون، يعني هو طبعا اي بي ادرس واحد جوه كل افيلابيلتي زون. الميزه بتاعت الكلام ده ايه؟ لو انا عايز اجيب الترافيك من بره، الترافيك هيعدي من الداتا سنتر، بس الداتا سنتر عندهم فاير وولز والسكيورتي بقى ناس حمائيه جدا، يعني قال لك بص انا ما عنديش حد يطلع كده وراح في اي حته، طالما انت رايح على اي دبليو اس ورايح على الابلكيشنز اللي هناك تثبت لي اي بي ادرس على الابلكيشنز اللي هناك، مش هخليك تبعت كده والنهارده رايح ل 10 دوت وبكره رايح ل 25 دوت ومش عارف ايه، لا مفيش الكلام دوت. طالما انت رايح للموقع بتاعنا دوت بتاع اي دبليو اس اقفل اقفل الفاير وول على 2 بابليك اي بي بس وتثبتهم، ما تجيش كل يوم تقعد تقرفني وتقول لي الاي بي ادرس اتغير، غير لي الرول، غير لي، مش هعمل الكلام ده. ففي الحاله ديت انا لو الابلكيشن دي محتاجه لود بالانسنج اروح حاطط على طول نتورك لود بالانسر، حاطط عليه الاستيك اي بي ادرس في افيلابيلتي زون الاولانيه وفي الثانيه، واقول له بتاع الفاير وول اتفضل يا سيدي ادي 2 اي بي ادرس واوعدك ان هو مش هيتغير. يبقى لو عايز اعمل وايت ليستنج في الترافيك اللي جاي لي على اي دبليو اس، وايت ليستنج يعني ايه؟ الفاير وول اللي هناك هيبعت بس للاثنين اي بي ادرس دول. لو اي كلاينت او يوزر موجود اون بريمسز عاوز يوصل على الابلكيشن وحاول عليه اي سكه ثانيه، الفاير وول مش هيعديه. تمام. يبقى لو عايز اعمل وايت ليستنج للترافيك اللي جاي لي على AWS بستخدم نتورك لود بالانسر، يبقى انا ثبتت الاي بي ادريسز واقول لبقيه البشر اللي بيتكلموا معايا كلهم يا جماعه اللي هيوصل عندي يوصل على الاي بي ادريس الاولاني او الثاني او الاثنين، مش اكتر من كده. وفي الجيت واي احنا كنا بنقول ايه العكس، في النت جيت واي كنت بقول انا عندي سيرفرز موجود على برايفت سب نت عايزه تطلع عشان تروح على ثيرد بارتي، شركه بتديني فاينانشال سيرفيسز او بتتكلم او بتقول لي اي حاجه من المعلومات دي. الشركه بقى الثانيه بتقول لا انت مش اي حد بقى يجي يخش من الانترنت، انا لازم اكون عارف اللي جاي السورس مين. السورس مين معناها ايه؟ معناها على النت جيت واي الاستيك اي بيز، واقول للشركه دي اتفضلي ادي الاثنين اي بي اللي هيجي من عندي انا، ده اللي هيبقى السورس بتاعي وانا بتكلم معاك. المثال اللي احنا بنقول عليه بالانسر العكس، ان الديستنيشن يبقى فيكست عشان الفاير وول مش هيسمعك تروح على الاي بي ادرس الاولاني. تمام يا جماعه، انا بقول لكم الكلام ده لان في حد لسه يعني مش عارف الهند ولا منين كان بعت لي سؤال متلخبط في الحته ديت، اتلخبط بين الوايت ليستنج لما انا كنت طالع رايح على ديستنيشن
وانا كسورس لازم يبقى الاي بي ادرس بتاعي ثابت عشان في فايرول هناك مش هيعديني غير لو كان الاي بي ادرس بتاعي اللي جاي السورس اللي في الباكت ثابت. هنا العكس، هنا الديستنيشن لازم تبقى فيكست عشان الفايرول هيعدي هيطلع الكلاينتس من عنده يروحوا على الفيكست اي بيز دولت بس. تمام؟ فلو لو الموضوع لسه ملخبط احسن حاجه ان كنتوا ترسموا الاثنين سيناريو. انا ده نصحت له في الاخر، ارسم الاثنين سيناريو، الاول البرايفت سبنت عايزه تطلع تروح على فاير وول في مكان تاني، الفاير وول ده بيقول السورس لازم يبقى ثابت، يبقى انت عايز النت جيت واي اللي عليه الاي بي ادريسز. الوضع الثاني مختلف، الديستنيشن لازم تبقى ثابته والترافيك جاي لي في اي دبليو اس، يبقى النتورك لود بالانسر يقدر يساعدني. انا يعني اتكيت عليها شويه لان دي تركه امتحان. الاكسس لوجز والكروس زون لود بالانسنج والديليت بروتكشن ار ديسيبلد باي ديفولت. كل الفيتشرز زياده، كروس زون لود بالانسنج disabled by default، في الابلكيشن لود بالانسر enabled by default، الاكسس لوجز في الاثنين disabled by default. ليه؟ لان الاكسس لوجز هتبعت لك ترافيك هيتخزن في اس 3 بفلوس، يبقى انت لازم تسمح بيه، ما ينفعش احطه لك هم كده ويقول لك لا اخ انت احنا ما قلنا لكش انت عليك $100 ولا عليك $1000. النتورك لود بالانسر supports client connections over VPC peering، يعني ممكن اليوزرز اللي جايين على النتورك لود بالانسر يكونوا جايين من VPC ثانيه عن طريق VPC peering connection، ممكن يكونوا جايين من اون بريمسز عن طريق VPNs، وممكن يكونوا جايين من ثيرد بارتي VPNs، يعني بمعنى صح بيستقبل الترافيك من اي حته. تمام؟ النتورك لود افتكروا زي الابلكيشن لود بالانسر، النتورك لود بالانسر هيكون الخلفيه بتاعته او اللي موجود وراه هو الباك اند اللي بتكون في تارجت جروب، غير الكلاسيكال اللي احنا كنا بنعرف الباك اند على طول عليه، لكن هنا بيكون في تارجت جروب زيه زي الابلكيشن لود بالانسر، نفس الكونفيجريشن بتاع الابلكيشن لود بالانسر. كل الفرق انك انت بتشتغل على لاير 4 اللي هو التي سي بي يعني، بدل ما بتشتغل على اتش تي تي بي اللي هي لاير 7. تمام؟ وقلنا يو دي بي واليو دي بي والفيكست اي بي. والحاجه الثالثه اللي احنا شفناها المره اللي فاتت ان النتورك لود بالانسر بيديني الكلاينت اي بي ادرس، يعني انا داخل رايح على اللود بالانسر الاي بي ادرس بتاعي انا بيبعته للباك اند، لو الانستنسز اللي في الباك اند متعرفه في التارجت جروب انستنس اي دي. طب احنا ليه بنقول بالانستنس اي دي؟ لان الانستنس ممكن تتعرف في التارجت جروب بالانستنس اي دي، بالاي بي ادرس، او ممكن يكون في لامدا فانكشن كمان. تمام؟ من ضمن الحاجات برضو اللي بعض الناس بيقترحوها ان نتورك لود بالانسر والابلكيشن لود بالانسر مش انا بقدر اعرف الباك اند بالاي بي ادرس. قال لك اه، قال لك طب ما حلو، طب ما انا احط نتورك لود بالانسر او ابلكيشن لود بالانسر في اي دبليو اس واعمل لود بالانسنج للابلكيشن اللي موجوده اون بريمسز. اقول لك ما فيش مشكله، ممكن تعملها طالما برايفت اي بي، ما فيش مشكله، بس ما تجيش بقى تعمل لود بالانسنج تقول ان انا هحط اللود بالانسر ده هو ريجن سبيسيفيك، ما تقوليش هحطه في امريكا واعمل لود بالانسنج لسيرفرز موجوده في استراليا. اقول لك والله فالح، ما انت السيرفرز اللي موجوده في استراليا دي عبال ما توصل لهم الليتنسي والديلي قد ايه، ما هتشتغل. بس هل ده صح من ناحيه العضله؟ هل العضله كده شغاله صح ولا العضله مريحه؟ انا بتقول العضله كده مريحه وعليها فات الدنيا والاخره. تمام؟ لانك انت بتلود بالانس لحاجه قريبه منك بحيث ان الريسبونس للكلاينت يبقى كويس. مش معقول ابعت ريكويست والكلاينت بقى يحط ايده على خده كده وقاعد يستنى يقول ان شاء الله هيجي لي رد، ان شاء الله هيجي لي رد، زي لما انا اختفيت من شويه وانتم ما لقيتونيش. تمام؟ يعني التفاصيل دي يا جماعه لازم الواحد يكون، يعني ايه الموضوع كله انك انت عارف المعلومه وبتعرف توظفها ازاي، يعني ما هوش روكت ساينس ولا ان احنا بنخترع ولا اي حاجه. في حاجه اسمها بقى برايفت لينك، اظن حد كان سالني عليها، وفي بي سي اند بوينت سيرفيسز. ايه بقى الكلام دوت؟ انا شغال، انا شركه موجوده في اي دبليو اس جوه في بي سي. تمام؟ انا ممكن يكون دي على فكره ممكن تكون اي دبليو اس سيرفيسز من اي دبليو اس، او ممكن يكون ماركت بليس سيرفيسز او ثيرد بارتي سيرفيسز ان في بي سي. انا شركه بتاعت ستوك ماركت وجيت ورحت حاطه الابلكيشن بتاعتي جوه اي دبليو اس، وفي كلاينتس كتيره، الناس بقى اللي هم الاستشاريين بتوع الانفستمنت كونسلتنتس اللي بيقولوا للناس اشتروا اسهم ايه وما تشتريش اسهم ايه، والسهم ده طلع والسهم ده نزل وبيع واشتري والكلام ده. قال لك طب كويس، احنا نوصل على الانترنت ليه بقى؟ ما احنا موجوده معانا في في بي سي، هي موجوده، ندفع لهم السبسكريبشن ونوصل عليهم بقى بطريقه برايفت بحيث ان احنا ما نطلعش على الانترنت وما نبقاش اكسبوزد. تمام؟ طب تعمل ايه بقى الكلام ده؟ اي دبليو اس قالت لك ماشي من عينيا هعمل لك الكلام ده. احنا خدناها اوريدي، احنا خدنا حاجه اسمها في بي سي اند بوينت، صح؟ بس لما خدناها كنا بنتكلم على انترفيس في بي سي اند بوينت وجيت واي في بي سي اند بوينت، كنا بنتكلم بتركيز على ان انا عايز اوصل من جوه في بي سي على اي دبليو اس سيرفيس، فبدل ما اروح على الانترنت
عايز اوصل لها برايفت. التكنولوجي او السوليوشن من AWS اللي بيسهل لي الحاجه دي اسمه برايفت لينك. تمام. طب البرايفت لينك ده بيعبر عن ايه بقى بالظبط؟ البرايفت لينك هو عباره عن ان انا اللي بيعمل السيرفيس جوه الفي بي سي بتاعته بنسميها السيرفيس بروفايدر في بي سي، او عشان كده سميناها في بي سي بروفايدر، سواء ده كان AWS او كان ماركت بليس سيرفيس او كان ثيرد بارتي. خلينا نقول ثيرد بارتي دلوقتي، هيحط عنده نتورك لود بالانسر. تمام. واللي عاوز الكونسيومر اللي عاوز يستخدم السيرفيس دي هيعرف عنده انترفيس اند بوينت، هيعرف عنده انترفيس في بي سي اند بوينت. تمام. هيعمل الكلام ده، ولما يجي يختار مين السيرفيس اللي هو عاوز يوصل عليها هيوصل اللي هي السيرفيس بتاعه الراجل ده، ان الراجل ده هيببلش السيرفيس بتاعته والاند بوينت هتوصل عليها. الراجل ده يقدر يتحكم، البروفايدر يقدر يتحكم مين يوصل او ما يوصلش على السيرفيس. تمام. وفي الحاله ديت يبقى انا كل التركيبه بقى، كل التوليفه دي اللي عندي هنا اللي هي النتورك لود بالانسر مع الفي بي سي اند بوينت اسمها الاي دبليو اس برايفت لينك. تمام. يبقى دي التركيبه دي. يبقى كده بقى متاح ان ممكن حد يكون موجود في في بي سي جوه اي دبليو اس ويبدا يبيع السيرفيس بتاعته للفي بي سيز التانيين من غير ما حد يطلع على الانترنت، كله بيحصل انترنال باستخدام النتورك لود بالانسر والانترفيس في بي سي اند بوينتس. وزي ما قلنا ان البروفايدر كان كنترول عن طريق البيرميشنز مين البرنسيبلز اللي هيوصلوا على السيرفيس بتاعتي. يعني عن طريق الاي ام بوليسيز اقدر اقول ان الاكونت الفلاني اليوزر الفلانيه او اللي جاي لي من الانترفيس في بي سي اند بوينت الفلانيه يقدر يخش عندي، غير كده مش هيخش. تمام. يبقى كده نقدر نخلي في بي سيز غرب يتكلموا مع بعض عشان سيرفيسز، ودي بنسميها الفي بي سي اند بوينت سيرفيس. تمام. افتكروا الكلام ده. طب حلو، عملت لي في بي سي اند بوينت، ممكن نخليها بقى هاي افيلابل. ما احنا ناس بقى العضله بتاعتنا بقت شده ونقدر ما بنتكلمش الا في هاي افيلابيلتي، انا ما بتكلمش في اقل من كده. يعني هاي افيلابيلتي ممكن احط لك شويه فول تولرنس عليها، تولرنس عليها. تمام. فانا اعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك ما فيش مشكله خالص، انت مش احنا قلنا الابلكيشن النتورك لود بالانسر تقدر تعرفه في اكتر من افيلابيلتي زون، عرفه في اثنين على الاقل، ويبقى اللي بيعمل الانترفيس في بي سي اند بوينتس يعمل اثنين، يعمل واحده هنا ويعمل واحده هناك، ودي توصل على دي ودي توصل على دي. وخدوا بالكم، افتكروا ان الانترفيس في بي سي اند بوينتس احنا بنشتغل بيهم معاهم عن طريق الدي ان اس، لكن الجيت واي اند بوينت اللي كان بيوصل لي على اس 3 او على داينامو دي بي كنا بيتعدل الروت تيبل وبشتغل معاه راوتينج. تمام. يبقى الانترفيس بشتغل معاه دي ان اس ريزولوشن، الجيت واي اند بوينتس بشتغل معاها راوتينج. تمام. Enable cross zone node balancing on the NLP to ensure each NLP node can route to all EC2 instance. يعني هنا بيقول لك ايه؟ طالما الكروس زون لود بالانسنج disabled by default، ده معناه ايه؟ معناها النود اللي موجوده في الافيلابيلتي زون الاولانيه بس هتقدر تتعامل مع الباك اند او التارجت جروبس اللي موجوده في نفس الافيلابيلتي زون. طب احنا قلنا ده الكلام ده المره اللي فاتت، احنا قلنا لا، الكروس زون لود بالانسنج بيخلي النود تتعامل مع كل الايزي تو انستنسز اللي موجودين سواء في نفس الافيلابيلتي او في الافيلابيلتي زون بس في نفس الريجن. فبيقول لك هنا ينصح بانك انت تعمل انيبل الكروس زون لود بالانسنج في النتورك لود بالانسر، لان ده هيخليك او هيخليه يبعت للان كلها. المشكله في النتورك لود بالانسر ايه؟ ان الكروس زون لودنج تشارجبل، لو عملت انيبل وبدات تبعت افيلابيلتي زونز ثانيين هيدفعوك عليه. تمام. يبقى دوت في الابلكيشن لود بالانسر هو انيبل باي ديفولت وما تدفعش عليه. فهو اختيار النتورك لود بالانسر والابلكيشن لود بالانسر يعتمد ايه هي الريكويرمنتس. تمام. تمام. يبقى انا كده عندي اثنين اي دبليو اس برايفت لينكس هم اللي موجودين دول، يبقى كده انا عندي هاي افيلابل سوليوشن. نبص على اللاب بتاع الكروس زون والاكسس لوجز والستاتيك اي بي ادريسز. هنبص على اللاب اللي موجود على اساس ان احنا ما نتعطلش زياده، احنا خدنا وقت في الاسئله يعني. Network load balancer. Client IP address. احنا خلصنا دوت. هنا. To make sure that also I'm going to release the Elastic IPs because unused Elastic IPs are chargeable. So what you need to do is you need to come here, give a few minutes, and then. هنيجي لل جيت واي لود بالانسر بعد ما نخلص ديت. اهو ده اللاب.
نرجع معلش يا جماعه من اول اللاب. طيب النتورك لود بالانسر، احنا انا عندي اثنين انستانس موجودين جوه تارجت جروب، وبدل الابلكيشن لود بالانسر اللي استعملناه المره اللي فاتت هنستخدم نتورك لود بالانسر. تمام، بس قبل ما اعمل الكلام دوت انا هعمل كمان عليه، هحط عليه الاستيك اي بيز. خلينا نوقف هنا شويه. انا من قبل ما اعمل اللاب جهزت اثنين الاستيك اي بي، واحد بيبدا ب 34 وواحد بيبدا ب 57 ب 75. ليه؟ عشان هعمل ديمونستريشن انا ممكن احط على النتورك لود بالانسر الاستيك اي بيز، يعني فيكست اي بيز على النتورك لود بالانسر. هنرجع للنتورك لود بالانسر الثاني، هختار نتورك لود بالانسر ده اللي هو الثاني. نفس لو انتوا بصيتوا على الانترفيس يا جماعه مفيش اختلاف بينه وبين الابلكيشن لود بالانسر فيما عدا انك انت بتعمل نتورك لود بالانسر. تمام، فهعرف الاسم انترنت فيسنج، بتكلم على الانترنت ولا انترنال، اي بي في 4 ولا دوال ستاك، احنا هنشتغل مع اي بي في 4. الليسنرز بتعرف الليسنرز بتاعتك تي سي بي بورت 80، بتعرف الافيلابيلتي زونز، فهو مش ما فيش اختراع. الصفحه الثانيه هيبقى فيه التارجت جروبس الاثنين اللي هم فيهم الانستنس اوريدي، وهنا انا ممكن اقول بقى سيب خلي اي دبليو اس اساين الاي بي ادرس. ممكن تعمل الكلام دوت، او ممكن انت هنا لو دوست هيقول لك اختار مين هو الالاستيك اي بي ادرس وتختار واحد من اللي انت عملتهم قبل كده، من اللي انت كنت كريتهم قبل كده. اهو تشوز ان الالاستيك اي بي، عشان انا عندي هنا ادي الاي بيز في ال 34 وفي ال 75، هاخد ال 34 وهروح على الثاني اخد ال 75. يبقى كده انا عندي اثنين الالاستيك اي بي مختلفين. في الحاله ديت لو كان الناس بتوصل عندي من الداتا سنتر وفي مشكله الفاير وول وبيقول لي لازم تثبت الاي بي ادرس على الابلكيشن بتاعتك، اقول له من عينيا 34.205.94.57 دي الاي بي ادرس الاولاني، والثاني 75.101.190.206. اتفضل يا عم بتاع السكيورتي لو سمحت عرف لنا الكونفيجريشن بتاعهم وخلينا نطلع ونقدر نتكلم معاهم بدون مشاكل. اروح على الصفحه الثانيه. هنا طبعا ضمن الحاجات اللي موجوده الاختلافات ان انا ما عنديش سكيورتي جروب يا جماعه، ما فيش عندي حاجه اسمها سكيورتي جروب على النتورك لود بالانسر، دي برده من الفروق. يبقى انا عندي اليو دي بي، ده فرق ان النتورك لود بالانسر بيسبورت اليو دي بي. الحاجه الثانيه ما اقدرش احط عليه سكيورتي جروب. الحاجه الثالثه ممكن احط له ستاتيك اي بي ادرس على النتورك لود بالانسر. الحاجه الرابعه ان لو انا معرف الباك اند جوه التارجت جروب بالانستنس اي دي، النتورك لود بالانسر بيبعت لها الكلاينت اي بي ادرس من غير ما نعمل اي حاجه في اي حاجه. تمام، فدي وطبعا بتختلف، بيشتغل على لاير 4 مش على لاير 7. يبقى دول الاربع خمس فروقات لو عرفتهم خلاص. ادي التارجت جروب الانستنسز دول، التارجت جروب اشتغل خلاص، ادي كده النتورك لود بالانسر اتعمل والدنيا سهله وجميله وكل حاجه، وخد الاي بي ادرس قال لي هم هنا بقى الحته بتاعت الفيتشرز اللي احنا قلنا عليها. الديليشن بروتكشن ديسيبلد، ممكن اعمل له ديليشن اللود بالانسر. الكروس زون لود بالانسنج ديسيبلد باي ديفولت. الاكسس لوجز ديسيبلد باي ديفولت. لو عملت اديت تقدر تغيرهم، تقدر تغير الفيتشرز دي بتاعت اللود بالانسر، بس تعمل تيك للبوكس دوت وتعرفه خلاص. الاكسس لوجز طبعا لو عرفت الاكسس لوجز هيقول لك طب ماشي جميل، فين بقى الاس 3 باكيت اللي ابعت لك عليها اللوجز عشان تبقى تدفع فلوس. تمام، لو مش موجوده تقول له كرييت ذيس لوكيشن فور مي، شغل لي اعمل لي انت كرييت لي الاس 3 باكيت ديت. بس مش محتاجين نعمل الكلام ده، بس يعني عشان تبقوا عارفين بيتعملوا منين. دي الاكشنز اللي ممكن نعملها عليه، ان انا ديليت النتورك لود بالانسر خلاص. يعني هي مش محتاجينه في اكتر من كده. الاس 3 طبعا لو عملت اللاب دوت تمسح الاس 3 وتشيل الالاستيك اي بيز، ان هم لو مش مستخدمين اي دبليو اس هتدفعك عليهم. تمام، نرجع على الليكتشر مره ثانيه على السلايدز. طيب في حاجه اسمها جيت واي لود بالانسر، حاجه جديده ما بتجيش في الامتحانات لسه، بس الله اعلم لو هتمتحنوا بعد شهر شهرين يمكن تظهر. هو عاده اي دبليو اس عشان تبقوا عارفين، لو حد مشارك على الاي دبليو اس نيوز الابديتس اللي بتيجي، هم كل يوم تقريبا يعني حاجه فعلا السوفت وير والديفلوبمنت بهدل الدنيا. يعني كان ايام زمان لما كنا شغالين في النتورك وسيسكو والكلام ده كله، كان يطلعوا ريليز جديد مثلا كل سنه ولا كل ست شهور ولا كل تسع شهور لما يطلع حاجه جديده. هنا كل اسبوع عندنا لسته ايميل بيكون فيه لسته بالحاجات اللي اتغيرت، لان كل سوفت وير وعاملين اللي هو السي اي سي دي، الكونتينوس انتجريشن والكونتينوس ديفلوبمنت ديبلويمنت،
وديليفري وديبلويمنت قصدي وشغالين يعني الله ينور. كل ما كاستمر يحتاج حاجه يقول له من عينيا بعد يومين يكون طلع. الجيت واي لود بالانسر بقى لازمته ايه؟ ده نوع رابع من اللود بالانسرز. خلينا نبص على السيشن هنا. خلينا نقول السيناريو التالي. انا عندي ترافيك جاي لي على لود بالانسر تمام، وفي عندي ابلكيشن بيجي عليها الترافيك من بره، وحطيت الراجل الطيب اللود بالانسر بتاعي. انسوا الجيت واي دلوقتي، انا بتكلم عموما، انا بحاول اقول لكم ايه المشكله اللي هيحلها الجيت واي لود بالانسر تمام. فانا جت الترافيك عندي دخل على اللود بالانسر وراح على الانستنسز. بيقول لك طيب ماشي، انا الكلام ده مش مبسوط منه، انا عايز اعمل انسبكشن ناس بتاعت السكيورتي برضو حبايبنا وكل حاجه، وسم اكتر ناس متعبين تشتغل معاهم، لان عاوزين نشتغل كل حاجه صح. فعاوزين نخش على اللود بالانس على الانستنس، بس قبل ما الترافيك يعتب الانستنس لازم اخده كده يعني اتاكد ان هو مستحمي ولابس كويس وهدومه وريحته مش عرق وكتاب الكلام ده كله قبل ما ادخله على الانستنس عندي. انا عايز اتاكد ان هو لا في malicious content ولا في اي حاجه هتضر عندي، ولا فيروس ولا 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 اي حاجه من الكلام ده كله. انتي اكس يعني عاوز اعديه على انتي اكس، انتي مالوير وانتي سباي وير وانتي مش عارف ايه الاول، وبعدين يخش عندي. اعمل الكلام ده ازاي؟ احنا في النتورك كنا بنعمل حاجه اسمها بوليسي بيز راوتينج. ترافيك يجي لك تروح انت بعته غصب عنه، يقول له مالكش دعوه الراوتينج تيبل انت ما تتدخلش، روح يا ابني روح هناك. لما يدولك لما يقول انك انت اوكي رجعوك لينا نعديك بالراوتينج تمام. نفس الفكره بالظبط. الجيت واي لود بالانسر ممكن يبقى موجود جوه بارتنر في بي سي، يعني ممكن تكون سيمانتيك او فورتينت او اي شركه من الشركات اللي بتعمل سيكيورتي وانتي فايروس وانتي اكس اللي هو انتي سباي وير ومالوير والكلام ده. الشركه دي موجوده وحطت بريزنس ليها جوه اي دبليو اس. بيقول للناس يا جماعه تعالى لو انت سبسكرايبد عندي ابعت لي الترافيك بتاعك، هشطفه وليفه والكلام ده كله وابعته لك، اتاكد ان هو كويس، او لو الترافيك مش كويس هبعت لك اقول لك الترافيك ده على فكره اللي جاي من السورس الفلاني كان فيه مشكله تمام. ودي حاجه كويسه مش حاجه وحشه، يعني طالما ان السوليوشن ده مش هيعمل لي باتل نيك، يعني مش هيخنق لي الترافيك لان الناس الباكيت واقفه طابور وعرقانه في الشمس مستنيه يجي عليها الدور عشان تبقى انسبكتد عشان ترجع. طالما بيرفورمانس عالي ما يعني الكلام ده صح مش غلط. يعني بيشتغل ازاي بقى؟ انت هنا لما الترافيك بيجي انت عندك راوتينج تيبل، في حاجه بقى اسمها انجريس راوتينج بعمله. ايه بقى الانجريس راوتينج؟ احنا قلنا قبل كده ان الروت تيبل في انتري، الانتري دي بتقول ان الفي بي سي سايدر بلوك بتاع الفي بي سي ده لوكال وما بيتغيرش. قلنا قبل كده لا تقدر تغيره ولا تعمل فيه ديليت ولا اي حاجه من الكلام ده كله صح، بس انت ممكن تعمل فيه تقول ان في انجريس راوت، يعني هدخل السوليوشن دوت. السؤال ده لسه ما بيجيش في الامتحان، ممكن يكون في الادفانس نتوركينج سبيشالتي. بيجي الترافيك عندي تمام، بدل ما ابعته على الانستنس على طول او على اللود بالانسر هروح بعته على جيت واي اند بوينت بتاعه الجي ال دبليو بي اللي هو الجيت واي لود بالانسر ده. تيجي الترافيك هنا، اي حاجه بتيجي هنا وهم مغمضين كده يروحوا يقولوا اتفضل اعمل جيت واي لود بالانسر. الجيت واي لود بالانسر وراه بقى الانستنسز اللي عليها الانتي اكس، اللي عليها الانتي مالوير والانتي فايروس والانتي سباي وير والكلام ده كله، يعملوا انسبكشن. لو الترافيك تمام يروحوا مرجعين تاني يقول له الترافيك ده 100 100 ما فيهوش اي حاجه، يروحوا مرجعها للجيت واي اند بوينت، وبعد كده تروح مكمله للانستنس. طب الانستنس جت ترد على مين؟ هتروح ترد على الجيت واي لود بالانسر، يروح باعتها هناك. هل الانستنس بتاعتي بعت حاجه مش مظبوطه لبره؟ لو بعت حاجه مش مظبوطه لبره يبقى زي ما انتم شايفين الراوتينج تيبل هنا، اي حاجه ابعتها على الجيت واي لود بالانسر مش على الاي جي دبليو. تروح الجيت واي لود بالانسر يروح هو مستلمها مرجعها باعتها على الانترنت جيت واي تمام. يبقى الجيت واي لود بالانسر هو بيسهل لي ان كوست افكتيفلي اقدر اقدم سكيلابل سيرفيسز، سكيورتي سيرفيسز واوديت سيرفيسز من ثيرد بارتيز جوه الفي بي سي بتاعتي تمام. يبقى ده بيسهل لي ان انا اقدر ادخل ثيرد بارتي زي ايه؟ فيرتشوال ابلاينسز زي الفاير وولز، intrusion detection, intrusion prevention and deep packet inspection in the cloud. ودي مش third party على فكره، ممكن تكون دي السكيورتي ديبارتمنت بتاعتي عندهم في بي سي وبيعملوا inspection لكل الترافيك اللي داخل واللي طالع عشان يتاكدوا ان الترافيك بيكون كلين قبل ما يعدي في النتورك بتاعتي تمام. كده خلصنا اللود بالانسنج. تعالوا نخش على اللي بعده اللي هو الاوتو سكيلينج تمام. الاوتو سكيلينج بيفيدني في ايه؟ احنا اتكلمنا عليه باختصار قبل كده. الاوتو سكيلينج بيخليني اعمل سكيل اوت وسكيل ان، ازود ريسورسز اقل ريسورسز حسب الديماند. واوتو لانك انت بيبقى اوتوماتيك انت بتعرف تشتغل. نعم الشباب بيقولوا ممكن الستريم بيقطع شويه، فمش عارف هل في مشكله عندك في الانترنت ولا انا عندي في البلاتفورم الصوت جاي كويس، بس مش عارف هل مش عندي. لو الصوت واصل لغايه عندك كويس يبقى مش من عندنا.
طيب. طب هدي انا شويه يمكن انا بتكلم بسرعه. لا 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 تمام، بس هو نفس الريتم بتاع كل مره، بس هو الفكره يا شباب ممكن الشباب لو حد عنده مشكله في الستريم ممكن يرفرش او يفتح يوتيوب يتاكد السيجنال، او اللي شغال على الفيسبوك اشتغل على اليوتيوب يعني جرب بتاع تاني، يعني طالما ان عندي لغايه عند احمد في السعوديه شغال كويس المفروض ان دي مش مشكله من عندي يعني. انا الستريم جاي كويس عندي في الستريم ياردي، فالصوت يعني ما عنديش مشكله. معلش على المقاطعه، اتفضل. لا لا خالص. شباب جربوا كمان يعني لو حد بيشوف على التليفون او على ايباد ولا الكلام ده كله، لو السيجنال ضعيفه يعني حاول تتحرك في المكان اللي انت فيه تبقى السيجنال اقوى شويه. وانا حاول اهدي شويه، انا حاسس الموضوع سخن النهارده فانا حاول برضه اهدي الموضوع شويه. تمام، هنتكلم على الاوتو سكيلينج. احنا قلنا الاوتو سكيلينج يبقى انا عايز السوليوشن بتاعي يبقى الاستيك، يعني ايه؟ بيتمط يعني بينكمش بيتمدد حسب اللود اللي موجود عندي من غير ما اوجع دماغي ان لازم اروح ازود حاجات مانوال واغير حاجات مانوال واعمل الكلام ده، مش محتاج ان انا مش مضطر اعمل اي حاجه من الكلام ده. تمام، الاوتو سكيلينج خدوا بالك احنا هنتكلم دلوقتي على AWS اوتو سكيلينج، لان في انواع منه اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اسمه EC2 اوتو سكيلينج، ضيف EC2 وشيل EC2، بس هو مش مقصور بقى على EC2. الاوتو سكيلينج ممكن يشتغل مع الداتابيز، ممكن يشتغل مع ابلكيشن، واحنا ماشيين كده هتلاقونا بنتكلم على الاوتو سكيلينج في حاجات كتير، بس هي الفكره واحده. الاوتو سكيلينج معناها زود ريسورسز لو انت محتاج، وقلل الريسورسز لو مش محتاجهم عشان توفر الكوست من غير ما تتدخل، عشان كده احنا بنقول عليه اوتوماتيك. يبقى it allows for configuration of automatic scaling for AWS resources اللي هي جزء من application بسرعة. تمام؟ The automatic scaling can be configured for individual resources أو كمان ممكن يكون في applications كمان مش بس في دول. الأوتو احنا قلنا قبل كده في EC2 مثلا في حاجة اسمها horizontal scale، احنا اتكلمنا على scaling عموما، في vertical scaling وفي horizontal scaling. ال vertical scaling أنا عندي EC2 instance صغيرة ببدلها بواحدة أكبر فيها CPU أكتر فيها ميموري أكتر، يبقى ده vertical scaling. يبقى أنا عندي database زود بروح مزود الـ EC2 دي أحط EC2 تكون performance بتاعها أعلى. تمام، يبقى ده vertical. لكن horizontal معناها أن أنا عندي EC2 instance بضيف لها EC2 instance تانية وتالت ورابعة وعشرة حسب الديماند، ولو مش محتاج أشيلهم تاني. تمام، يبقى الـ horizontal بقى بيبقى out و in، الـ vertical بيبقى up و down. ففي الهوريزونتال سكيلينج انا بضيف انستنسز، تمام، مش انا اللي بضيف، انا بكون عامل اوتو سكيلينج وهو بيضيف لي الكلام دوت. لو عندي بقلل يبقى انا بعمل سكيل ان، تمام، يبقى انا بشيل انستنسز وانا ماشي. تمام، يبقى ده النوعين بتاع الهوريزونتال سكيلينج. ركزوا في الهوريزونتال والفيرتيكال اللي بيجوا في الاسئله، ممكن يقول لك ان سكيل اب ولا سكيل اوت، يبقى انت عارف ان بنتكلم على هنضيف انستنسز ولا احنا بنغير في الانستنس. Auto scaling can be used مع الـ EC2، مع الـ spot instances، DynamoDB database هنتكلم عليها قدام، Aurora database هنتكلم عليها قدام، Amazon ECS اللي هي الـ container services اللي موجودة في AWS و other services، وإحنا ماشيين كده هنقول هو supported فين وبيعمل إيه. Amazon auto scaling is useful for إمتى بقى استعمله؟ مهم في الابليكيشنز that experience daily or weekly variations in traffic flow such as، يعني لو انا الترافيك عندي ما بيتغيرش انا محتاج اوتو سكيلينج ليه اساسا؟ انا عندي هي EC2 instance موجوده في availability zone 1 وواحده زيها في availability zone 2 وده عباره عن personal website انا حاطط عليه السي في بتاعتي، يعني ما فيش ترافيك او يمكن بيجي لي زياره كل 3 ايام، اغير ليه؟ احط اقل EC2 instances حتى لو مش حاطط هي availability بتاعها. تمام، لو انا عندي الترافيك ستدي يبقى انا لو انا عارف الترافيك ستدي خلاص انا عامل له ديزاين هحط الريكويرمنت بتاعتي وما بتتغيرش وانتهى الموضوع. لكن هي الفكره انك محتاج الاوتو سكيلينج امتى؟ انك انت الترافيك بتاعك بيقل او بيزيد، الترافيك عمال يتغير وممكن يكون بيتغير بالراحه، ممكن يكون يتغير سبايك بسرعه. لو سبايك هتلاقيها بعد كده في التريكات هنشوفها في الاسئله، ان لو سبايك بسرعه الاي سي تو اوتو سكيلينج ده ما ينفعنيش. ليه؟ لان الاي سي تو اوتو سكيلينج هيضيف لي انستنس، طب دي بتاخد لها مثلا دقيقتين ثلاثه لما تبقى جاهزه، وانا السبايك بتاعتي كلها بتحصل في دقيقه ونص. يبقى انا استفدت ايه من اللي انت عملته؟ استفدت الانستنس تقوم بيكون الترافيك خرب الدنيا، السي بي يو ضربت في 100% ومش قادره تشتغل، وبعدين يبقى عندي انتربشنز لمده دقيقه ونص وبعدين الدنيا تشتغل وبعدين سبايك ثانيه وهلم يعني. فاوتو سكيلينج از يوزفول فور ابلكيشن ذات اكسبيرينس ديلي اور ويكلي فاريشنز ان ترافيك، يا اما بيحصل عندك كل يوم تغيير في الترافيك او كل اسبوع، او بيجي لك انك انت الدنيا ستدي وكل حاجه، يجي عندك البلاك فرايداي او العيد او الكريسماس او اي حاجه من الاعياد
بيبقى الناس بتخش عشان عايزه تشتري وعايزه تخلص وتبعت وتعمل شيبينج والكلام ده كله، الترافيك يعلى، بس هو معروف ان هو بس في خلال الخمس ايام او الاسبوع دول. يجي عندك نهايه السنه فالحسابات عاوزين يعملوا بقى كل الحسابات والكلام ده كله، يبقى الترافيك اللي جاي نازل على الابلكيشن وعدات جدا، لان هم بيعملوا جنه كلها، بس الكلام ده بيحصل بس في ديسمبر او في اول يناير او في اخر ديسمبر، تمام؟ يبقى انا ممكن يحصل عندي فاريشنز في الترافيك، يبقى في الحاله دي الاوتو سكيلينج بينفعني. ايه الميزه من الاوتو سكيلينج؟ ان يا عم بدل ما تكلم حد وتقول له الله يكرمك تعالى السي بي وصل لغايه 90% والناس مش عارفه تخش، ويعمل بقى اي سي تو انستنس ويقول لك طب يلا وهنحط لود بالانسر ونوزع الترافيك، طب ما انت على الكلاود اساسا، والكلاود كلها عباره عن اوتوميشن واوركستريشن، ليه ما تعملهاش اوتوماتيك؟ ده الموضوع بتاع الاوتو سكيلينج. انواع الترافيك اللي ممكن الاوتو سكيلينج ينفعني فيها هما ثلاثة ميجوريز، يعني التفصيل بينهم جواهم او طريقهم في الاسئله. سايكليك ترافيك باترن، يعني ايه سايكليك؟ حاجه بتتكرر. يعني انا عندي كل يوم مثلا الموظفين بيجوا من الساعه 9 الصبح للساعه 10 ونص، كله بيخش يشوف ايميلاته، واللي يخش يشوف الاساينمنتس والريبورتس والميتنجز بتاعته كله اول ساعه، وبعد اول ساعه الدنيا بتهدى، الناس بقى تبدا انت عملت ايه امبارح وانت رحت فين وتعالى نروح نشرب قهوه وانا طالع رايح اوصل اولادي مش عارف فين وراجع، الترافيك بيقل. يبقى انا عندي ساعتين دايما فيهم يوزج عالي، استخدام عالي في النتورك، يبقى ده سايكليك بيتكرر كل يوم. او ان بعمل باتش جوب معينه بتشتغل من الساعه 2 لغايه الساعه 4 الصبح، تمام، وبقيه اليوم ما عنديش الكلام ده. في خلال وقت الشغل بحتاج سيب انستنسز كتيره للموظفين كلهم شغالين. نعم معلش، او بيحصل في هانجين كده بيحصل شويه، ممكن تجرب تقفل الكاميرا يعني، ممكن يبقى صوت شويه، نجرب نشوف يعني. طيب تمام نستوب كام؟ ماشي تمام اتفضل. لا ولا اوقف المايك كمان؟ لا لا انا بشوف صح بس لا. تمام. في السايكليك يا جماعه، زي ما قلنا سايكليك ترافيك باترن، يبقى حاجه بتتكرر سواء على المستوى اليومي او على المستوى الاسبوعي او المستوى الشهري او السنه، تمام. في اون اند اوف ترافيك باترنز، انا مش عارف الترافيك بيتغير عندي، يعني ممكن يجي فجاه كده ناس تروح داخله عندي تشغل تحط ترافيك عالي، ومش بريدكتبل. يعني هو السايكليك بيبقى ميزته ان هو بريدكتبل، فانت ممكن تجهز له من قبل ما يجي لك. الاون اند اوف ده معناه ان ممكن يكون ماشي ستيدي، وفجاه الاقي عندي مده 5 دقائق او ربع ساعه الترافيك ضارب في السقف، وبعدين يرجع يهدى مره تانية. والكلام ده يحصل مثلا ساعه، مره حصل الساعه 2 الصبح يوم الاثنين، مره تانية حصل الساعه 5 بعد الظهر يوم الخميس، فما اعرفش الكلام ده بيحصل امتى وليه. وفي فاريبل ترافيك باترن عمال بقى يزيد ويقل ويزيد ويقل طول ما انت ماشي كده. يبقى طالما في اختلافات في الترافيك، الاوتو سكيلينج هينفعك. ده بقى الاوتو سكيلينج عموما. في حاجه اسمها بقى ابلكيشن اوتو سكيلينج. يبقى انا كده بعدت عن الاي سي 2، انا ما بضيفش انستنس، انا بتكلم على ان محتاج ازود ريسورسز في حاجه ثانيه، مش شرط تكون اي سي 2 انستنس. بيقول لك ده سيرفيس اوتوماتيكلي فور اوتوماتيكلي سكيلينج ريسورسز فور سيرفيسز بيوند امازون اي سي 2، مش بس الاي سي 2. ايه بقى السيرفيسز اللي ممكن اشغل معاها الابلكيشن اوتو سكيلينج؟ اي سي اس الكونتينرز، سبوت فليت ريكويستس، EMR Elastic Map Reduce، هنتكلم عن الحاجات دي بعدين. Upstream Fleet دي مش موجودة أساساً في السكوب بتاع الأركيتكت أسوشيت. Aurora Replicas دي داتابيز هنتكلم عليها احتمال آخر يوم النهاردة أو المرة الجاية. Sage Maker، Amazon Comprehend. يعني هو بيقول لك إن الأوتو سكيلينج الموجود في AWS مش مربوط بس بالـ EC2، لا، في حاجة اسمها Application Auto Scaling بتشتغل مع السيرفيس التانية. كويس، تعالى نتكلم على الكومبوننتس بتاعه الاوتو سكيلينج. انا بتكلم ان في اوتو سكيلينج، انا عايز اعمل له بقى كونفيجريشن. هعمل كونفيجريشن ازاي؟ ايه الحاجات اللي انا بعمل لها كونفيجريشن؟ اوتو سكيلينج كونفيجريشن كومبوننتس ار، في حاجه اسمها اوتو سكيلينج جروب. يعني ايه ده بقى؟ اللي هو الفيرتشوال جروبينج بتاع الانستنس، الحاجه بقى اللي هي هتروح رايحه على الاي سي 2 وتبدا تقول له طب زود انستنس، طب شيل انستنس. يعني ده اللي هو الاكسكيوتر بتاع الاوتو سكيلينج بوليسي، اسمه اوتو سكيلينج جروب، تمام. احنا كده بنتكلم يا جماعه في الاي سي 2 اوتو سكيلينج، مش في العام، في الخاص. يبقى هو عباره عن لوجيكال جروبينج اوف مانجد انستنسز، يعني هو بيزود وبينقص الانستنسز، ويمانج انه يزود انه ينقص، انه يعمل ترمينيشن، انه يشغل انستنسز، تمام. في بقى طب كويس، انا عندي بقى ده اللي هينفذ، ينفذ بناء على ايه؟ ايه مواصفات الاي سي 2 انستنس اللي هتشتغل اللي هتضيفها؟ ايه الاي ام اي اللي هيبقى موجود عليها؟ ايه السكيورتي جروب اللي هتشتغل فيها؟ مش محتاج انا اسطمبه كده اقول له ادي الاسطمبه اهي
اعمل لي بقى اي سي 2 انستنس بالاسطمبه دي. يبقى دي بنسميها لونش كونفيجريشن او لونش تمبلت، في فرق بينهم. هنقوله الاي دبليو اس ريكومندز ان احنا نشتغل باللونش تمبلت مش بالكونفيجريشن. الاثنين بيأدوا نفس الغرض، بس هما بيقولوا ان التطوير هيحصل والفيتشر زياده اللي هتحصل هتحصل في التمبلتس مش في اللونش كونفيجريشن. تمام، يبقى انا كده عندي اللي هينفذ اللود اوتو سكيلينج جروب، الاسطمبه تمبلت هي اللونش كونفيجريشن او اللونش تمبلت، وعندي بقى سكيلينج بوليسي. طب انا عايز انفذ وقلت ايه؟ طب ماشي، السي بي يو وصل 40 وانت بتقول لي ان لازم اخد اكشن. الاكشن دي عباره عن ان اضيف انستنس واحده ولا اثنين ولا 10، اعمل ايه؟ طب انا قلل السي بي يو عن 70%، اعمل ايه في الانستنسز؟ اشيل واحده؟ انت بتقول لي شيل، اشيل واحده ولا اثنين ولا خمسه؟ يبقى البوليسي هي اللي بتقول له يشيل ازاي ويشيل ايه. تمام، لو بصينا على الرسمه كده يبقى انا عندي سكيلينج بوليسي بتعرفه، وكل كل اوتو سكيلينج بيكون ليها سكيل اوت بوليسي وسكيل ان بوليسي، اثنين بوليسي مختلفين. يبقى السكيلينج بوليسي بتقول له هو يعمل ايه بالظبط، لكن مين اللي هيعمل؟ هي الاوتو سكيلينج جروب. على ايه الانستنسز او الاسطمبه؟ على اللونش كونفيجريشن او اللونش تمبلت. طب ايه اللي انا بعرفه جوه اللونش كونفيجريشن؟ بتعرف الاي ام اي اي دي، الانستنس تايب، سكيورتي جروب، الروت فوليوم اللي هيكون موجود، الداتا فوليومز، لو في كي بيرز، كل التفاصيل تحطها له في الاسطمبه بحيث انه لما يقوم الانستنس يقومها من نفسه. البوليسيز في منها انواع، في مانيوال انا دخلت كده قلت له لقيت ان الترافيك السي بي يو عندي بدا يزيد، اروح داخل مانيوال واروح مزود انستنس، يبقى انا كده شغال مانيوال سكيلينج مش اوتوماتيك. الاوتوماتيك سكيلينج او اللي هو الدايناميك بيكون فيه منه حاجه اسمها سيمبل هنتكلم عليهم، في سكيدولد يعني ممكن اظبطها للسايكل هي تبدا الساعه كذا وتخلص الساعه كذا، في ستيب سكيلينج معناها حصل وعديت السي بي يو 70% زود 5 انستنس، وفي حاجه اسمها تارجت سكيلينج تعال نتكلم عليهم بالتفصيل. في السكيلينج في حاجه اسمها مينيمم انستنسز، في حاجه اسمها ديزايرد انستنسز، في حاجه اسمها ماكسيمم انستنس، الناس دايما بتلخبط بينها. المينيمم لو حطيت المينيمم بواحد معناها ايه؟ معناها مستحيل الاقي عندي اقل من 1 انستنس في اي وقت من الاوقات، ده اقل حاجه ممكن تبقى موجوده. الماكسيمم واضحه، طب انت عمال تزود والترافيك عمال يزيد، يزود 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 الى ما لا نهايه، لا انت عندك اخرك 20 انستنس ما تزودش عن كده. الديزايرد هي القيمه اللي بيبدا بيها بس ممكن يزيد عنها او يقل عنها حسب الترافيك. يعني انا قلت له مثلا 1 3 5، 1 هي المينيمم، 5 هي الماكسيمم، تبدا بايه؟ هيبدا ب 3. طب الترافيك بدا يزيد هيزق يوصل ل 4، هيزق يوصل ل 5، الترافيك بدا يقل ينزل ل 4، ينزل ل 3، ينزل ل 2، بس ما يقدرش ينزل اقل من 1. تمام، يبقى 1 ل 5 دي الحدود وبينهم بيتحرك حسب اللود، طالع سكيل اوت نازل سكيل ان. بدل المينيمم بعدين الديزايرد وبعدين الماكسيمم. تمام، نتكلم عن الحاجات دي كلها بالتفصيل هنعدي عليهم دلوقتي. طيب الاوتو سكيلينج فيتشرز، الاوتو سكيلينج ده بيشتغل عندي على افيلابيلتي زون واحده ولا اكتر؟ قال لك هو يشتغل جوه ريجن، انت بقى هتعرفه على افيلابيلتي زون واحده انت حر، هتعرفه على اكتر من افيلابيلتي زون انت حر. تمام، طبعا الهاي افيلابيلتي والفول تورنس لازم يكون على اكتر من افيلابيلتي زون. ات انتجريتس وذ اي ال بي، بيشتغل مع الاي ال بي سيرفيس وبيشتغل مع الكلاود ووتش عشان موضوع الميتريكس والالارمز يزود امتى، وبيبعت للكلاود تريل الاي بي اي كولز اللي بتحصل عليه. الاوتو سكيلينج فري تو يوز، يعني مش هيدفعوك عليه، لكن انت زودت اي سي 2 انستنس هيدفعوك على اي سي 2 انستنس، لكن السيرفيس نفسها وانك تعمل كونفيجريشن للاوتو سكيلينج بوليسي واوتو سكيلينج جروب وتمبلتس معلش فلوس. اوتو سكيلينج جروب ويل تراي تو بالانس ريسورسز اكروس افيلابيلتي زونز، انا عندي اثنين افيلابيلتي زون اللي انا شغال عليهم واللود عمال يزيد ومحتاج دلوقتي هوصل هيبقى عندي 6 انستنس، هو دايما بيحاول يعمل بالانسنج يحط لك 3 وثلاثة، طب واحدة كان فيها ثلاثة وواحدة اثنين، لما يجي يزود واحدة يزودها في ناحية الاثنين، لما يجي يشيل لو هم ثلاثة وثلاثة في طريقة بيشيل منها، يعني لو كانوا كلهم متساويين وحاجة وواحد في كل حاجة هيشيل راندم واحدة من الاثنين، بس لما يجي يشيل الثانية يشيل من اللي فيه ثلاثة، يعني هو دايما وهو طالع بيحاول يوازن وهو نازل بيحاول يوازن. الاوتو سكيلينج انتجريشن مع الالاستيك لود بالانسنج دي مهمه، ليه بقى؟ الالاستيك لود بالانسر رأى ان في انستنس مش هيلثي يروح قايل الاوتو سكيلينج، لو انت مختار الكلام ده يقول له الاوتو سكيلينج على فكره في انستنس هنا ما بتردش، يروح الاوتو سكيلينج يعملها ترمينيشن او واحده مكانها. تمام، ويضيفها اوتوماتيكيا للود بالانس، يعني دي موضوع الانتجريشن اللي بيحصل بينهم. تمام، واللود بالانسنج اللي بيحصل في الاثنين.
هنبص الاول على المانوال سكيلينج وبعدين هنبص على موضوع اللانش تمبلتس. و ده اول حاجه اللي هو السمبل سكيلينج، بس هنتكلم هنشتغل بلانش كونفيجريشن، هنعرف البارامترز بتاعتنا كلها، وبعدين هنقوم حاجه هتبقى اللي هي المانوال، وبعدين في اللاب اللي جاي هنبص على الستيب سكيلينج والديناميك والسايكليك والتارجت وكل حاجه. احنا بنوصل له من تحت الاي سي 2 داشبورد، ادي الاوتو سكيلينج عندي تحت خالص، واللونش تمبلت بعرفها من فوق، بس هنبدا الاول باللونش كونفيجريشن مش باللونش تمبلت. هنروح على تاب ثانيه كرييت اوتو سكيلينج جروب، هيقول لي ايه بقى الاسم بتاع الاوتو سكيلينج جروب، ولو انت عندك لونش تمبلت ولا عايز تشتغل باللونش كونفيجريشن. لونش تمبلت طبعا هم بيفضلوها، لكن لو دوست على الزرار اللي هنا بتقدر تخلي مين اللي انت هتشتغل بيه. انا لو دوست على لونش تمبلت دلوقتي هتوديني على لونش تمبلت. الاسم بتاع اللونش كونفيجريشن، ايه الاي ام اي اللي انت هتشتغل بيها. طب لو انا مش عايز اتغلب في ان انا اقعد ادور جوه الاي ام اي، انا مش عارف اني واحده اللي انا محتاجها، ممكن تروح على انك انت بتقوم اي سي 2 انستنس عاديه جدا، لو قلت له لونش، اول ما بتطلع فوق تبص هنا تلاقي الاي ام اي موجود عندك اهو، تمام، اللي هو لغايه قبل القوس على طول اللي انا عملت لها هايلايت دي. يبقى ده الاي ام اي، بتاخده تروح حطه هنا، هو عارف انت كده عايز تشتغل بالاوبريتنج سيستم ايه وبالفيرجن والكلام ده. تختار الانستنس، نعملها تي تي 2 مايكرو. لو انت عاوز تشتغل سبوت تقدر تشتغل سبوت انستنسز في الاوتو سكيلينج، تمام. بس خدوا بالكم من حاجه، ان انا في الاوتو سكيلينج لو بشتغل باللونش كونفيجريشن يا هشتغل اون ديماند يا هشتغل سبوت، ما بقدرش اعمل ميكس بين الاثنين. في التمبلت تقدر تشتغل بالاثنين اون ديماند مع سبوت، وكمان تقدر تستخدم اكتر من نوع من الاي سي 2 انستنسز. ده التمبلت بقى حاجه متقدمه جدا، يعني ميكس من انواع الاي سي 2 انستنسز وسبوت واون ديماند، تمام. فعشان كده اي دبليو اس تقول لك لا، انا كل اللي هنعمله هنشتغل على التمبلتس والتطوير هيكون في التمبلتس. حطينا الاي ام رول، لو الانستنس محتاج اي ام رول، طب كده اي انستنس هتقوم دلوقتي باللونش كونفيجريشن ده هتبقى تي 2 مايكرو، وهيبقى عليها الاي ام رول اللي اسمه تيستينج اي ام رولز، هتبقى اون ديماند لان انا ما اخترتش السبوت انستنس. واي حاجه بعملها دي الاستامبا، يعني اي واحده هتتقوم هتبقى الاستامبا دي مستخدمه في ان هي تشغل الديتيلد مونيتورنج. لو انا عايز الديتيلد مونيتور تبقى شغال تبعت كل دقيقه بدل كل خمس دقائق. يوزر داتا، لو انت عندك سكريبت زي بتاع الاباتشي الباتش سكريبت ممكن تحطه هنا. لو انت عايز تاخد بابليك اي بي ادرس ولا لا، الانستنس اللي هتقوم تتحكم في الكلام ده برضو. لو عاوز تضيف اي بي اس فوليومز، خد بالك من حاجه هنا، اللونش كونفيجريشن طالما انت خلقت لونش كونفيجريشن ما ينفعش تعمل له اديت، ما ينفعش تغير فيه. طب انا عايز اعمل له اديت اعمل ايه؟ قال لك لا، تعمل كوبي وتغير في الكوبي، لكن ما ينفعش تغير فيه هو نفسه. ممكن تضيف اي بي اس فوليومز، لو انا يعني الروت عندي موجود، لو انا عايز اضيف غير الروت اقدر اعمل اد لنيو فوليومز. اعرف السكيورتي جروب اللي انا هشتغل بيها، كي بير لو انا محتاج ان يبقى عليها كي بير عشان اعمل عليها اس اس اتش. اخترنا، قول لي اكنولج انك انت عندك اكسس للكي بير ده عشان ما ترجعش تقوم اي دبليو اس. كده انا قومت ايه الاسطمبه. يبقى ده اللونش كونفيجريشن بقى دلوقتي جاهز بالنسبه لي. كويس، اعمل بيه ايه بقى؟ في منه انك انت تعمل لونش، خلينا نرجع تاني وقف الحته دي. في ممكن من اللونش كونفيجريشن ده ممكن اقوم اوتو سكيلينج جروب، او ممكن تعمل كوبي تو لونش تمبلت. انا بديت بكده ومش عاوز اروح ابدا تمبلت من الصفر، ممكن تاخد الحاجات دي ترميها في التمبلت وتبدا تعدل في الحاجات التانية اللي موجوده في التمبلت ومش موجوده في اللونش كونفيجريشن. ممكن تعمل كوبي وممكن تعمل ديليت لو انت مش محتاجه. طبعا ما عملتلوش ديليت مش هتدفع عليه حاجه، لان هو يعني ده فري اساسا تو يوز. طيب انا كده لو انا هاخد اللونش كونفيجريشن اوديها على لونش تمبلت، يعني استخدمها في لونش تمبلت. طب انا مش عايز اعمل كده، هقوم بقى اوتو سكيلينج جروب دلوقتي باللونش كونفيجريشن اللي انا عملته. ايه الاوتو سكيلينج جروب نيم حطيناها، ايه الفي بي سي، اني سب نتس اللي هتشتغل فيها. طبعا طالما انا عرفت سب نتس يبقى بالتالي انا عرفت كمان افيلابيلتي زون. ليه؟ لان السب نت بتبقى موجوده جوه افيلابيلتي زون واحده. تمام، خد بالك ان هو بيقول لك السبنت وجنبها على طول بيقول لك الافيلابيلتي زون هي ايه، دي يو اس ايست 1A، الثانيه هتبقى 1B 1C وهلم يعني.
هل هتعمله انتجريشن مع لود بالانسنج ولا لا؟ ده اوبشن على كيفك. لو هتعمل انيبل لود بالانسنج يبقى لازم تقول له بقى الهيلث تشيكس بتاعتك هيبقى ايه نظامها. لو عملت انيبل لود بالانسنج هيسالني طبعا هيقول لي مين اللود بالانسر اللي انت عاوز تعمل معاه انتجريشن. هيقول لي بقى تارجت جروب ولا كلاسيك لود بالانسر. طب لو تارجت جروب ايه بقى هي التارجت جروب اللي موجوده؟ ده لو انا عندي اللود بالانسر معروف. طب لو ما فيش كرييت تارجت جروب. اقول له ايه اقدر اعمل تارجت جروب. طب ليه ما سالنيش على اللود بالانسر نفسه؟ لان خلاص انت ما هي لو احنا ان اللود بالانسر بنعمل ايه بالتارجت جروب؟ بنأسوشيت التارجت جروب مع اللود بالانسر صح. يبقى انا لو في تارجت جروب اسوشيتد مع اللود بالانسر وانا ربطت بيها الاوتو سكيلينج جروب بقت الاوتو سكيلينج مربوطه بشكل غير مباشر مع اللود بالانسر. بختار تارجت جروب لو انت عايز لو موجود او كرييت ا نيو وان. حاجه بقى مهمه جدا هنا كانت بتيجي زمان في الاسئله ما بسالكش عليها دلوقتي بس المفروض تبقوا فاهمينها. يعني الهيلث تشيكس باي ديفولت الاوتو سكيلينج جروب بتاخد المعلومات بتاعه الانستنس اوكي ولا امبيرد بس من الاي سي 2 ستاتس تشيكس. يعني بس من الاي سي 2 سيرفيس تقول لها الانستنس دي كويسه ولا الانستنس دي مش نافعه. طب انا دلوقتي عرفتها على الاي ال بي. الاي ال بي بيشتغل انه بيبدا يبعت للابلكيشن والابلكيشن ترد عليه صح. بيبعت اتش تي ام ال ترد عليه اتش تي تي بي 200 معناها كل حاجه تمام كل حاجه اوكي. الاي ال بي عرف ان في انستنس ان هيلثي بس انا ما كنتش مختار ان في انتجريشن مع الاي ال بي او كنت مختار انتجريشن مع الاي ال بي بس ما كنتش مختار الاي ال بي هيلث تشيكس. يعمل ايه الاوتو سكيلينج؟ الاي ال بي يقول له يا اوتو سكيلينج الانستنس دي مش شغاله كويس. الاوتو سكيلينج منفضله ما يردش عليه. ليه؟ لان انا في الكونفيجريشن بتاعي كاوتو سكيلينج مطلوب مني بس اسمع كلام الاي سي 2 لكن ما اسمعش كلام الاي ال بي. لو عملت تيك للبوكس دي يبقى الاثنين لو اي حد فيهم قال الاوتو سكيلينج الانستنس دي مش هيلثي يبقى الاوتو سكيلينج هروح اعملها ترمينيشن واقوم واحده مكانها. يبقى دي مهمه جدا. لو استخدمت لود بالانسنج مع الاوتو سكيلينج اعمل تيك للبوكس دوت. ده هيخليه ياخد الاثنين مش انه هياخد اي ال بي ويطنش الاي سي 2 الاثنين مع بعض. ايه الجريس بيريود بتاعت الهيلث تشيك؟ لو انستنس جديده قامت في الاوتو سكيلينج اديها قد ايه قبل ما ابدا احاسبها على ان هي هيلثي ولا ان هيلثي؟ هنا 5 ثواني. طب 5 ثواني كتير. قال لك في خلال الخمس ثواني دول خمس دقائق اسف في خلال الخمس دقائق دول لا هيسمع من الاي سي 2 سيرفيس ولا هيسمع من الاي ال بي لو اشتكوا عن الانستنس ديت. يبقى انا بديها فتره سماح 5 دقائق. قومي يا اي سي 2 انستنس قومي كل السكريبتس كل الابلكيشنز كل حاجه هتقوم عليكي وبعد 5 دقائق هبدا احاسبك. اذا كنت لو حد فيهم اشتكى لي منك بعد الخمس دقائق هقطع رقبتك هعمل لك ترمينيشن وهغيرك. تمام. فالسيتنجز دي مهمه يا جماعه. طبعا الجريس بيريد لغايه مثلا اول سنه اللي فاتت كانوا بيسالوا عنها دلوقتي مش كتير بس احتمال تيجي في الامتحانات التايمرز والجريس بيريد دي. أنا بشرح التفاصيل دي. تمام. نقوم هنا بقى هيقول لي الايه المينيمم والماكسيمم والديزايرد. أنا كده بتكلم في مانوال بتاع أنا هبدأ بديزايرد 1 مينيمم 1 ماكسيمم 1. يعني بقول له ايه بالعربي؟ بقول له اشتغل بانسنس واحدة وخلاص. احتاج الكلام ده امتى؟ ممكن استفيد من الكلام ده امتى؟ لو انا عندي انا شغال بنات انستنس. تمام. انا شغال بنات انستنس او شغال بابلكيشن انستنس واحده بس وده سيناريو بيجي في الامتحانات يقول لك ان الابلكيشن ليجاسي ابلكيشن وما ينفعش تتنزل على اكتر من انستنس في نفس الوقت ولكن لو حصل مشكله على الانستنس دي لازم يكون في حل اوتوماتيك يقوم انستنس مكانها. يبقى انا اعمل ايه ساعتها؟ اروح اعمل اوتو سكيلينج واعمله 1 1 1. يبقى معنى كده ان الاوتو سكيلينج بيبص على الانستنس. لو الانستنس بقت ان هيلثي ولا امبيرد ولا فيها اي مشكله يروح عاملها ترمينيشن او واحده مكانها. يبقى انا لفيت على مشكله ان الابلكيشن قديمه وليجاسي وما ينفعش تبقى اكتف على اكتر من انستنس في نفس الوقت بان انا حطيت عليها اوتو سكيلينج بمينيمم وماكسيمم وديزايرد 1. طيب ممكن اغير طبعا في الارقام زي ما احنا شايفين كده. وبعدين السكيلينج بوليسي بقى انت هتشتغل بتارجت سكيلينج بوليسي ولا لو حطيت نون معناها شغال مانوال. تمام. انيبل انستنس سكيل ان بروتكشن دي معناها ايه؟ معناها الانستنس اللي تزودها ما تتشالش ما يحصلهاش ديليت. تمام. ده الانيبل انستنس سكيل ان بروتكشن. بس طبعا ده مش حاجه صح. ليه؟
لان انا زودت عشان كان عندي لود. طب اللود راح افضل ادفع الانستنس ليه؟ بس لو فرض ان عندك سيناريو محتاج الكلام دوت كله الامكانيه موجوده. تمام. بعدين هروح على نيكست. في النيكست بقى طلع عندي ايه؟ تاج. مش عايز احط تاج، راجع كل حاجه اشتغلت خلاص. هو انا بيقول لي بقى اهو انا قومت الاوتو سكيلنج جروب بتاعتك بديزايرد 2 مينيمم 1 وماكسيمم 5. لو بصيت هنا هتلاقي ديزايرد 2 في 2 انستنس بيقوم اللي هم بيندنج دول دلوقتي. تمام. رجعنا على الاوتو سكيلنج مره ثانيه على الاوتو سكيلنج جروبس. ممكن اعمل ايديت للاوتو سكيلنج جروب لو انا عايز اغير في دول. يعني انا عملت ايه دلوقتي؟ هكليك هنا واعمل ايديت وممكن العب في الارقام دي، اخلي مثلا الديزاير دي ب4 واروح ابص على الاي سي 2 انستنس هلاقيه بيقوم لي 2 ثانيين. هحطها 4 والماكسيمم 5. تمام. لو رحت على الاي سي 2 وبصيت هلاقي ان في 2 ثانيين بيقوموا غير الاثنين اللي كانوا موجودين الاول. اه لو هنعمل هنا هتلاقي ان في 2 بيندنج وفي 2 اوريدي راننج. يعني دلوقتي بقى عندي العدد بقى 4، انا عامل لهم ترمينيشن مش محتاجهم يعني. تمام. يبقى كده احنا بنتكلم على الاوتو سكيلنج جروب على الكونفيجريشن عن طريق لونش كونفيجريشن وعملنا سمبل سكيلنج، يعني ما عملناش اي حاجه اكتر من كده. انا طبعا عملت هنا شط ترمينيشن الاثنين مانوال، المفروض يقوم لي اثنين مكانهم ليه؟ عشان الديزاير ده 4 في 2 ترمينيتد اهو. لو عملنا ريفرش تاني هتلاقيه بيقوم اثنين تانيين بدل الاثنين دول، بس طبعا يعني هياخد وقت لغايه لما يعرف ان الانستنس دول اتشالوا عشان هو قوم اثنين تانيين الاثنين اللي هم الرانينج دول. تمام. يبقى انا لو دخلت يبقى الاوتو سكيلنج بقى عينيه على الانستنسز، لو انت قللت وهو عاوز يوصل لعدد هيوصل، مش هيهمه انت بتعمل ايه. لو عملنا دلوقتي انا عملت الديزايرد ب1 يبقى المفروض يعمل لي ايه؟ يبقى المفروض يعمل لي شوت داون لثلاثه منهم. ادي واحده بتعمل شوت داون، اثنين، ثلاثه، فخلى لي واحده بس. تمام يا شباب. يبقى ده الموضوع بتاع الاوتو سكيلنج، واحنا دلوقتي اللي اتكلمنا فيه هو المانوال سكيلنج. انا هعمل ديليت لللونش كونفيجريشن الاوتو سكيلنج جروب وخلاص على كده انتهى اللاب دوت. خلينا نرجع بقى على السلايدز عشان نتكلم على انواع السكيلنج بوليسيز اللي ممكن تبقى موجوده. الاوتو سكيلنج هنتكلم على لونش تمبلتس وهنتكلم على سكيلنج بوليسيز كمان. اللونش تمبلتس ايه بقى الفرق بينهم؟ بيقول لك سيرف ذا سيم بيربز از لونش كونفيجريشن، بتعمل نفس الوظيفه، اسطمبه عشان اقوم منها انستنسز، وبتعرف الاي سي 2 انستنس كونفيجريشن والاي دبليو اس ريكومنديشن. لو انت عندك الاثنين اشتغل بالتمبلت ما تشتغلش باللونش كونفيجريشن. ايه بقى الادفانتجز بتاعه اللونش تمبلت على اللونش كونفيجريشن؟ ات كان هاف ديفرنت فيرجنز. طب انا استفدت من ايه؟ الديفرنت فيرجنز ممكن اعمل فيرجن ثانيه واعدل فيها واشتغل بيها، يبقى انا عندي اكتر من فيرجن فيهم. كمان بتخليني استخدم مالتيبل انستنس تايبس، يعني اكتر اشتغل بتي 2 مايكرو وام 4 اكس لارج وسي 5 مش عارف ايه في نفس الانستنس ممكن يشتغلوا عندي. And can use on demand and spot instances in the same auto scaling group. كل ده ما كانش تقدر تعمله في اللونش كونفيجريشن. وده هيخلينا نقدر نعمل desired scale, cost and performance. يبقى انا طالما عندي متغيرات كتيره اقدر اتحكم فيها او حاجات كتيره اقدر اضيفها، يبقى انا بقدر اظبط البرفورمانس، احط انستنس عاليه مثلا لو محتاجها. ممكن اظبط السكيل، انا لو زودت انستنس كبير احسن ما ازود مثلا خمسه صغيرين. البرفورمانس والكوست هيبقوا برضو متاثرين بالكلام ده. We can define a placement group in the template such that instances will be launched in that placement group. من ضمن الحاجات برضو الاختلافات اللي موجوده في اللونش تمبلت ان الانستنس انا بقومها. تمام. فاكرين لما اتكلمنا على البليسمنت جروبس كان في عندي الكلاستر والسبريد عفوا والبارتيشن بليسمنت جروبس، دي كانت طريقه عشان انا بجمع الانستنس بتوعي ازاي. في الـ في الـ في الاوتو سكيلنج البليسمنت جروبس ممكن الاوتو سكيلنج الانستنس اللي اقومها اقول له حطها جوه بليسمنت جروب، يعني ما تحطهاليش ترميها لي بره، لا انا عايزك تحطها جوه البليسمنت جروب. يبقى انا كده بقت البليسمنت جروبس بتاعتي ممكن تبقى الاستيك كمان، تزيد او تنقص حسب اللود. الهيلث تشيكس دي احنا اتكلمنا عليها بتاعت الاوتو سكيلنج الاي سي 2 والاي ال بي. يعني انا ممكن لو ضفت الاثنين، لو عملت تشيك على الاي ال بي يبقى هياخد هيسمع كلام الاي سي 2 والاي ال بي على الشكاوى على الانستنسز ويقدر يعمل ترمينيشن بناء على الاثنين مش على واحده بس. طيب الدايناميك اوتو سكيلنج او انواع الاوتو سكيلنج عموما هنحط المانيوال جنبهم كمان.
انا عندي مانوال اوتو سكيلينج ده اللي احنا شفناه، انا بحط المينيمم والماكسيمم والديزايرد واقدر اغير لو انا عاوز. طب السايكليك سكيدولد سكيلينج ايه بقى؟ السايكليك او اسمه السكيدولد سكيلينج معناها انا عايز استخدمه امتى؟ انا عندي بريدكتبل لود، معروف ان كل يوم عندي يوم من يوم الاثنين ليوم الجمعه ايام الشغل هنا بيبقى من الساعة 9 للساعة مثلا 11 انا عندي فيه لود عالي جدا وبعدين بيقل. يبقى انا ممكن اظبط السكيدول يبقى ايه، بدل الساعة 9 الساعة 8 ونص اقوم لي 10 انستنس زيادة يمشوا معايا على الساعة 11 ونص شيلهم، يبقى خلينا اشتغل بالنورمال اللي هما مثلا 5 في المعتاد او 7 في المعتاد، لا اضيف عليهم 10 لمدة 3 ساعات من 8 ونص ل 11 ونص، يبقى انا كده غطيت من 9 ل 11 جوه الفترة دي. تمام، ده السايكليك او السكيدولد. في اون ديماند دايناميك سكيلينج، الاوتو سكيلينج يا جماعه انواع البوليسز دي بتيجي في الامتحان، يعني على الاقل هيبقى عندك سؤالين ان ما كانش ثلاثه في الامتحان، بيحط لك السيناريو ويقول لك اختار ده ولا ده ولا ده، يبقى انواع مختلفه من السكيلينج بوليسز. الاون ديماند او الدايناميك سكيلينج يبقى ده كده احنا بنعمل سكيلينج ان ريسبونس تو ان ايفنت او الارم، يبقى احنا بنتكلم على اون ديماند يعني وقت الحاجه، ده يعني مجدول او مجهز مسبقا، ده وقت الحاجه لما يحصل ان السي بي يو يعلى عن 70%. طب انا مش عارف الكلام ده هيحصل الساعه 5 الصبح يوم الاثنين ولا الساعه 10 بالليل يوم الجمعه، ما اعرفش، خلاص انا هظبط ان لو حصل يبقى ده الرياكشن بتاعه هيبقى كذا. تمام، الاون ديماند او الدايناميك سكيلينج في منه ثلاث انواع، في سمبل سكيلينج، في ستيب سكيلينج، وفي تارجت سكيلينج، هنتكلم عليهم بالتفصيل في السلايد اللي جاي. وبعدين في عندي بقى بريدكتيف سكيلينج، ده اي دبليو اس بيشتغل مع نفسه ملناش دعوه بيه، يعني هو بريدكتيف ان بيقول لك اي دبليو اس بتستخدم الماشين ليرنينج وممكن تاخد الاي دبليو اس اوتو سكيلينج مع الدايناميك سكيلينج وتتصرف هي وتعمل حاجات، هيكون غالبا في الابلكيشن في الكلام ده، فما تشغلوش بالكم ما بيجيش في الامتحانات البريدكتيف سكيلينج كتير. طب تعالى نفصل بقى شويه الدايناميك او اللي هو الاون ديماند سكيلينج. The on-demand scaling هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن scaling in or out in response to an alarm أو a demand أو event معين. طب إيه الألارم اللي أنت كنت تستخدمه؟ هو cloud watch alarm. طب cloud watch alarm كان هو إيه؟ هو عبارة عن عين كده بتبقى على متريك معين، على CPU utilization بس أو على memory utilization أو على network IO الـ input والoutput بتاعت الـ network، وحط له أنا شروط، أقول له لو CPU عدى كذا تعمل كذا، لو CPU قل عن كذا تعمل كذا. تمام؟ CloudWatch monitors metrics and generates alarms for auto scaling to scale out to in. يبقى انا لو هستخدم الدايناميك والاون ديماند سكيلينج يبقى لازم اعرف الارم، لازم اخلق الارم، والالارم ده يبقى اكتر يعني حسب البوليسي. الالارم ده للستيب للسمبل سكيلينج يبقى هو الارم واحد اوت والارم واحد ان، لو زدت عن 70% يوتيلايزيشن اعمل كذا، لو قليت عن 65% يوتيلايزيشن شيل كذا. تمام، ممكن يبقى واحد، لكن لو انا عندي ستيب يعني ايه؟ لو من 60 لو سي بي يو من 60 ل 70 علي لي انستنس، لو من 70 ل 80 علي لي انستنس ثانيه، لو من 80 ل 90 علي لي اثنين انستنس ثانيين مثلا. تمام، يبقى كده انا بعرف الارم في الارم في الارم، يبقى انا عندي اكتر من الارم للاوت واكتر من الارم للان. تمام، مين اللي بيحدد اشتغل كده ولا كده؟ انت شايف الدنيا عندك ماشيه ازاي، شايف انت عارف ان هو بين 60 و 70 بتشتغل كويس باربع انستنسز، ظبط. طب انا مش عارف خالص، هنقول لك ايه الحل في السلايد اللي جاي. يبقى الاوتو سكيلينج عنده الارم، الالارم ده بيعمل ايه؟ بيقول للاوتو سكيلينج الحق السي بي يوتيلايزيشن وصل 70% وشكله طالع، اعمل ايه؟ سكيل اوت، زود انستنسز. طب الحق ان السي بي يوتيلايزيشن قل عن كذا، اعمل ايه؟ شيل. يبقى هو بيبلغ اوتو سكيلينج، واوتو سكيلينج يتصرف بناء على البوليسي اللي انت معرفه. الديناميك اون ديماند سكيلينج زي ما قلنا في اكتر من واحد. سمبل سكيلينج الموضوع بسيط جدا، يا اما بضيف سمبل درجه يعني سلمه، ضيف سلمه شيل في سلمه، يبقى سكيل اوت سلمه شيل سكيل ان في سلمه. ستيب سكيلينج واضحه، بزود كل ما يحصل حاجه رينج من السي بي يوتيلايزيشن، زود قل برضو اقدر ازود في اكتر من ستيب او ازود او اعلي في اكتر من ستيب. طب التارجت تراكنج سكيلينج ده بقى الريكومنديشن بتاعت اي دبليو اس، لو انت مش عارف ايه اللي بيحصل عندك. ايه بقى التارجت تراكنج سكيلينج؟ انا مش عارف الارقام، انا ما اعرفش لو وصل ل 60% وبين 60 و 70 اضيف واحده ولا اضيف اثنين ولا اضيف ثلاثه، ما اعرفش، ومحتاج ان انا يعني انت الستيب سكيلينج دي ساعه لما انت ده ادفانسد سكيلينج، انت عايز بقى تبقى بالظبط كده ومراقب وحللت الدنيا على فتره من الزمن وعارف ان من 60 ل 70 يبقى لازم يكون عندي 5 انستنس، من 70 ل 80 لازم يكون عندي 10، من 80 ل 90 لازم يكون عندي 20. تمام، يبقى انت عارف الكلام ده،
طب انا مش عارف ومش عايز اعرف. قال لك خلاص في الحاله دي استخدم حاجه اسمها تارجت تراكنج سكيلينج، لا تعرف لي الارمز ولا تعرف لي الكلام ده. طيب لا نحتاج الارمز برضه. التارجت تراكنج سكيلينج بيقول لك انك انت قول للاوتو سكيلينج يا اوتو سكيلينج لو سمحت انا الابلكيشن بتاعتي بتشتغل زي الفل لما يكون السي بي يوتيلايزيشن بتاعي 50% او 45%. اتصرف انت بقى، يعني انت بقى اعمل حساباتك واشتغل مع نفسك واعرف لي بقى انت عشان تحافظ جالك لود زياده هتزود واحده ولا تزود اثنين ولا تزود ثلاثه عشان تحافظ على حوالين ال 45 او ال 50%. انت حر، انا مديلك مطلق الحريه اعمل اللي انت عاوزه. طب الترافيك كان عالي واضطريت اني افرد على 10 انستنسز عشان خاطر احافظ على ال 45 50. انا ما بتدخلش، انا ماليش دعوه، انا ككاستمر او كادمنستريتور ما بتدخلش، انا بقول له يا اي دبليو اس انا واثق فيك يا اوتو سكيلينج اعمل انت اللازم. قلل الترافيك، يبدا يشيل من ال 10 دول، ينزل ينزل ينزل. طب السي بي يوتيلايزيشن دلوقتي انا وصلت لغايه 5 اللي انا كنت عليهم، وانا السي بي يوتيلايزيشن بتاعي بقى 30، الترافيك قل جدا. طب انا اعمل ايه؟ شيل من الخمس، انا مش مربوط بالخمس، هشيل 4. السي بي يو اخباره ايه؟ 35 40، لا شيل تاني نزل ل 3. عند الثلاثة طلعنا عند 47، مش خلاص انا بقيت شغال عند التارجت اللي انا بتاعي. يبقى هو بيشيل ويحط بناء على التارجت بدون انت ما تغلب نفسك وتقول له زود 2 وشيل 2 وحط 3 وشيل 5، ماليش دعوه انت بالكلام ده. يبقى التارجت هو بقى يظبط مع نفسه. طب نخش على اللاب بتاع الاوتو سكيلينج يا جماعه. اللاب ده هيبقى فيه حاجات كتير جدا، في اكتر من اوتو سكيلينج بوليسي بنجربها عشان تبقوا انتوا عندكم فكره عن اللي احنا قلناه فعلا بيشتغل ويطبق في الاي دبليو اس. طيب الاوتو سكيلينج تمبلتس اند سكيلينج بوليسيز الهاندز اون لاب دوت، وبعدين هناخد اساينمنت ان شاء الله، ديزاين اساينمنت. نبدا نفس البدايه، كرييت لونش تمبلت. المره دي مش لونش كونفيجريشن يا جماعه، تمام؟ انا بس عشان نبص على الاختلافات، انا ما عنديش اي اختلافات، انا حطيت الاسم وبعدين بنفس الطريقه الاي ام اي بناخدها منين لو انا مش عارفها، بروح كاني هعمل كرييشن لاي سي 2 انستنس ومنها باخد الاي ام اي من جنب اول سطر دوت زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت وبنحطها هنا، فهو يبقى عارف الانستنس اللي انا عايزها ايه بالظبط، الاي ام اي بتاعي ايه. هو انا عندي تي 2 مايكرو اهو حطيتها، نوع الانستنس، الكي بير، الفي بي سي، ستورج فوليومز لو انا عايز في الستورج فوليومز، النتورك انترفيسز لو انا عايز اعمل لها اي ان اي ثانيين، يعني الاستيك نتورك انترفيس ثانيين. عندي بعد كده ادفانسد سيتنجز موجود فيها الانستنس بروفايل اي ام رول اللي انت عايز تعمله، شت داون بيهافير، الحاجات دي ستوب وهايبرنيت. هاي الحاجات دي انت فاكرين يا جماعه لما كنا اتكلمنا على الانستنس على اي سي 2 انستنس كان فيها الهايبرنيت بيهافير، البروتكشن بيهافير، واحنا قلنا المره اللي فاتت ان احنا لما كان عندي اوتو سكيل احنا قلنا عليها قبل كده، بس دلوقتي لما يجي يعمل ترمينيشن لانستنس انا ممكن اقول له الانستنس دي يعمل فيها ايه، بس طبعا مش كل الانستنسز، ممكن اقول له بدل ما تعملها ترمينيشن ممكن تعملها هايبرنيت عشان تحافظ على الداتا اللي موجوده، ممكن تعملها ترمينيشن، ممكن تاخد لي منها سناب شوت اعمل فيها ايه بالظبط، او ترمينيشن بروتكشن ما تتشيلش خالص، وعايز اعمل ديتيلد كلاود واتش مونيتورنج ادعت المتريكس من الاي سي 2 انستنس لكلاود واتش كل دقيقه بدل كل 5 دقائق. دي ظهرت مره في الامتحان يا جماعه، في حاجه اسمها الاستيك انفرنس، تمام؟ عشان دي مش هنعدي عليها بالتفصيل في اي حته في الكورس. الالاستيك انفرنس دي عباره عن لو انت الانستنس بتاعتك محتاجه جي بي يو، يعني انا شغال على رندرنج او ان انا بعمل برودكشن بتاع فيديو، فانت عارفين الجرافيكس والفيديو والكلام ده كله بيحتاج جي بي يو اللي هو جرافيك بروسيسنج يونت. انا عندي جوه الانستنس ممكن يبقى فيه سي بي يو وممكن يكون فيه جي بي يو. حتى في اللابتوبس لو بتشتري لابتوب بيقول لك ان الجرافيك كارد اللي موجود عندك هل هو هاردوير، هل هو سيبريت ولا بيلت ان، فبيقول لك الكلام ده ليه؟ عشان انا بشتغل جرافيكس موفيز، بشتغل في فوتوشوب، في مش عارف ايه، في المالتي ميديا، يبقى انا عندي بروسيسور تاني بيهندل الحاجات دي فيخليني اخلص الشغل بسرعه على اللابتوب او على الانستنس. فالالاستيك انفرنس معناها ان انا عندي جي بي يوز موجوده على الاي سي 2 انستنسز معايا، تمام؟ شكرا. جالنا امدادات يا شباب، شغلكم تفضلوا معانا بقى. طيب
فتمام. فدي الفيتشرز اللي انت بتزودها زياده في الانستنس، التيننسي، الرام، الكيرنل اي دي، الاي بي اس اوبتمايزد انستنس. يعني دي اهم حاجه بقى، البليسمنت جروب دي اللي انا عايز اوريها لكم هنا. ان انا ممكن اخلي الانستنس باللونش تمبلت ان اي انستنس هتتحط هتترمي جوه بليسمنت جروب معينه. طب انا ما عرفتش بليسمنت جروب، ممكن تقول له كرييت نيو بليسمنت جروب، تشتغل كده تمام. فدي مزايا موجوده في التمبلت، ولسه هنبص على حته الاون ديماند والسبوت، مش موجوده في اللونش كونفيجريشن. تمام، كرييت لونش تمبلت. هنا بقى اليوزر داتا لو عايز احط باش باش سكريبت. طب انا حطيت دلوقتي اللونش تمبلت، طب فين بقى موضوع السبوت ومش عارف ايه والكلام ده؟ لسه هيجي. انا ممكن اعمل موديفاي تمبلت، ممكن اعمل ديليت تمبلت، ممكن تعمل ديليت تمبلت فيرجن. انا عندي فيرجنز من التمبلت دي، من ضمن الاكشنز اللي ممكن اعملها سيت ديفولت فيرجن، او هوصل لغايه كرييت اوتو سكيلينج جروب. يبقى زي ما كنا هناك من اللونش ممكن تقوم الاوتو سكيلينج جروب، هنا كمان ممكن تعمل نفس الكلام. طب انا عندي لونش تمبلت كويس، انت عايز بقى البيرشيز اوبشنز بتاعت اللونش تمبلت، هل انت عايز تشتغل باللي انت عرفته، ولا عايز كمان تعمل كومباين لبيرشيز اوبشنز اند انستنس تايبس؟ طبعا لو عملت له ان انا عايز اكومباين هيقول لي طب ماشي، عايز تدخل سبوت معاك اهلا وسهلا، عاوز يبقى فيه اون ديماند ماشي، عاوز تستخدم اكتر من انستنس تايب ماشي تمام. يبقى لو هنا بقول له ادهير تو لونش تمبلت، بقت عامله زيها زي لونش كونفيجريشن، هو النوع اللي انا اخترته وانتهى الموضوع. يبقى دي فلكسبيليتي موجوده هنا مش موجوده في اللونش كونفيجريشن، موضوع الكومباين دوت. بص هنا لو عملت كومباين يقول لي طب انت عايز الاون ديماند البيز كاباسيتي بتاعك يبقى قد ايه، اقوم لك المينيمم الاي سي تو انستنس اللي انت عاوزهم يبقوا قد ايه، 5 ولا 3 ولا 4 ولا عايز اكتر. طب الاون ديماند برسنتج اباف بيز 70% اون ديماند ولا 30% بالنسبه للسبوت؟ انا كمان لا، ده انت كمان ممكن تزود لغايه 70% من اللي انا هبدا بيه في الاون ديماند و30% في السبوت تمام. يجي بعد كده اقول لي بقى تعالى قول لي بقى الانواع الانستنس تايبس، لو انت اخترت عندك انواع مختلفه مفيش مشكله خالص. النوع الاولاني هو ايه، النوع الثاني هو ايه، النوع الثالث هو ايه، وتفضل تاد انستنس تايب هنا لغايه لما تزهق تمام. طب لو وقفت الكلام ده اختفت، كل اللي انت عملته ده اختفت، قلبت بقت عامله زيها زي اللونش كونفيجريشن. السبنت يبقى انت الاوتو سكيلينج بتاعك عرفته على اكتر من سبنت في اكتر من افيليبيتي زون، يبقى انت كده هايلي افيلبل. هنا بقى مهم الحته اللي فاتت دي، ان انا طب انت عارف التفاصيل هتشتغل ازاي. هنا انا شغال ان انا بعرف الديزايرد والمينيمم والماكسيمم كاباسيتي. طب لو انا عايز اشتغل تارجت سكيلينج هقول لي بس شيل ايدك بقى مالكش دعوه انت، انا اقول لي بس انت عايز السي بي يو يبقى ايه ولا الميموري تبقى ايه وانا اظبط لك الدنيا. هنا نان، يبقى انا كده شغال ان انا اللي هعرف السكيلينج بوليسيز مش بتاعي. يبقى انا كده بقى عندي لونش تمبلت يا جماعه وعندي اوتو سكيلينج جروب، فين بقى البوليسيز؟ هنا بيقوم لي هو انستنس، عشان دلوقتي انا عرفتها من غير بوليسي بس عرفته، قلت له انا عايز ديزايرد 1 فبيقول لي ماشي. طب انا هخش على الاوتو سكيلينج تحت الاوتو سكيلينج جروب وابدا اقول له بقى اد بوليسي. لو بصيتوا انتوا اخدتوا بالكم كمان احنا هنعملها قدام شويه تمام. يبقى انا تحت الاوتو سكيلينج جروب هنا عندي اد بوليسي، وعندي كمان في حاجه تحتيها اسمها كرييت سكيدولد اكشن. يبقى هنا هتعرف له اد بوليسي، يبقى بتقول له سكيل اوت ستيب ولا دايناميك ولا اللي احنا خدناهم سكيل اوت وسكيل ان. خدوا بالكم ان كنت الاوتو سكيلنج جروب بتعرفوا لها سكيل اوت بوليسي وسكيل ان بوليسي منفصله، يعني واحده للتمدد واحده عشان تنكمش ولا عشان تشيل الارقام اللي موجوده. وبعدين كرييت سكيدولد اكشن. سكيدول اكشن هو ايه؟ من الساعه 8:30 الصبح للساعه 11:30 انا في سكيل اوت الساعه 8:30، في سكيل ان الساعه 11:30. اد بوليسي. هنا بقى هيقول لي ايه الانواع اللي موجوده. انا عندي ستيب سكيلينج، عندي سمبل سكيلينج، وعندي تارجت تراكينج بوليسي. دول الثلاثه اللي موجودين. سمبل سكيلينج اللي هي ستيب واحده، ستيب سكيلينج اكتر من زياده واكتر من نقصان، تارجت سكيلينج رايح دماغك واختار اللي انت وقول لي بس اللي انت عايزه وخلاص. شوف لو اخترت التارجت سكيلينج تراكينج بوليسي وهو حاطها لي كانها ديفولت، هيقول لي ايه؟ طب ايه بقى المتريك اللي انا هبص عليه عشان اظبط عدد الانستنسز؟ لو هو سي بي يو، طب التارجت فاليو بتاعتك ايه؟ 50، معناها ان انا اوكي هحافظ لك ان السي بي يو يبقى 50 وهزود وهنقص عشان احافظ على ال 50 دي.
انا اخترت ايه؟ اخترت سيمبل سكيلينج. يبقى احنا بنعمل ديمونستريشن دلوقتي للسيمبل سكيلينج يا جماعه. الاوتو سكيلينج جروب نيم السكيلينج بوليسي نيم حطيتها، بس انا ما عنديش الارم. هروح على كلاود ووتش اقول له خلق لي الارم للاي سي 2 للاوتو سكيلينج. حتى دي كانت سريعه شويه. يبقى انا هروح على عشان اخلق كلاود ووتش الارم اقول له سيت متريك للاي سي 2، لان انا بتكلم على اي سي 2 انستنس. خدوا بالكم ان هنا في حاجات ثانيه، في على اي بي اس، في على اي سي 2 سبوت، في على نتورك لود بالانسر. انا مش دعوه بالكلام ده كله، دلوقتي بتكلم بس على الاي سي 2. ولما اخترت الاي سي 2 قلت له بعديها روح على الاوتو سكيلينج جروبس. هتعمل السكيلينج ده ازاي؟ بالانستنس ماتريكس ولا بالاوتو سكيلينج جروب؟ لا، بالاوتو سكيلينج جروب. هختار ايه المتريك اللي انت عايزه؟ هنزل هنا، ادي المتريكس بتوعي اهو، لغايه لما الاقي السي بي يو يوتيلايزيشن اللي هو المتريك اللي مش باين هنا ده. هنزل تحت شويه، هاخد السي بي يو يوتيلايزيشن معايا. يبقى انا الالارم اللي هعمله هيعتمد على السي بي يو يوتيلايزيشن. لكن هل انا قلت له الالارم يبقى تريجرد امتى؟ لا، لسه ما قلتش. انا كل ده بس بقول له انا همشي على السي بي يو يوتيلايزيشن. ماشي، عملت على السي بي يو يوتيلايزيشن، ده المتريك تايب، والاوتو سكيلينج جروب نيم كذا. الاستاتستكس هتشتغل على ايه؟ هشتغل على الافريج بتاع الخمس دقائق. في سؤال بقى كانت الطلبه بيسالوه لي كتير، يقول لي انت بتتكلم على الافريج بتاع خمس دقائق بتاع اي سي 2 انستنس واحده؟ لا، انا عندي ديفرنت تايبس من الاي سي 2 انستنسز. تمام، الافريج بياخد يعني واحده وصلت ل 50، واحده عند 70، واحده عند 30، واحده عند 20. الافريج بتاعهم فين الجروب ديت؟ الافريج بتاعهم عند 45. تمام، يبقى هو ده اللي هيبعته لي الالارم. لو انا قايل له لو زاد عن 45 ابعت لي الارم، او لو قل عن 45 ابعت لي الارم. طب انا هقول له ازيد واقل ازاي؟ الافريج بياخده على خمس دقائق، يعني كل خمس دقائق خد لي الافريج وقول لي الكلام دوت. طب هتشتغل على ستاتيك ولا انومالي ديتكشن؟ انا بشتغل على الستاتيك بس، الانومالي ديتكشن هناخده في حاجه بعدين. طب ماشي، الستاتيك فهمنا، افريج على خمس دقائق فهمنا، ايه بقى؟ ايه القيمه اللي انت هتكلم فيها؟ القيمه بتحطها هنا 50% 60% 70 80. بس تقول له بقى لما يكون ايه بقى؟ اكتر او يساوي، اقل او يساوي ولا اقل؟ تمام. طبعا لو انت بتعمل سكيل اوت هتختار يا اما دي يا اما دي. ليه؟ انا عايز السي بي يو لما يوصل ل 50 او لما يبقى اكتر من 50 اعمل كذا. تمام، وبعدين هتحط له الرقم اللي انت عايزه. طبعا في السكيل ان هنحط اللور او اللور ايه ويكوال. يبقى انت حسب السكيلينج بوليسي بتحدد انت هتمشي كده ولا هتمشي كده. طيب النوتيفيكيشن بقى، يبعت لي النوتيفيكيشن امتى؟ لما يكون في الحلقه ايه اوكي ولا ان الارم، معناها انه عدى ال 50% او عدى 60% بتاعتي. تمام، وبعدين اقول له بقى هتعمل ايه النوتيفيكيشن دي؟ هل هتبعت على اس ان اس ولا هتبعت على هتعمل على اوتو سكيلينج ولا تعمل على اي سي 2؟ انا عايز على اوتو سكيلينج طبعا، انا ممكن اعمل ريموف للي موجود على الاس ان اس ده. انا مش عايز نوتيفيكيشن، انا عايزك تبعت لي الارم على اوتو سكيلينج. تمام، هحط الالارم نيم. شفت انا عملت ايه؟ الصفحه اللي قبلها انا ما ضفتش اي حاجه، ما خليتوش يعمل اكشن الالارم، بس انا مطلوب منك انك تقول لي انك انت عديت ال 50%. لا تشتغل على الاي سي 2 ولا تشتغل على الاس ان اس ولا تشتغل على الاوتو سكيلينج، مالكش دعوه. بس بلغني يا كلاود ووتش، بلغني ان الالارم ده قام، لان انا عندي اوتو سكيلينج جروب هتقوم باللازم. خلاص قامت عندي، بقى عندي دلوقتي البوليسي موجوده، اسف الالارم موجود. هروح بقى دلوقتي في الاوتو سكيلينج جروب اعرف الالارم دوت ان هو دوت اللي هيمشي لي في البوليسي، اسف البوليسي مش في الاوتو سكيلينج جروب. يبقى سمبل سكيلينج الاوتو اسم البوليسي ايه والالارم اهو، واقول له اد الاكشن بقى اللي انا هعمله، اد ولا ريموف ولا سنت تو؟ لا، اقول له اد انستنس مثلا، وهنا الكاباسيتي يونت اغيرها الانستنس. ادي البوليسي بقت موجوده عندي. ده كده سكيل ايه يا جماعه؟ كده سكيل اوت. انا ممكن اعمل اديت للبوليسي اللي انا عملتها دي، هقول له بقى اد عشان اعمل سكيل ان. يبقى انا محتاج الارم تاني لما السي بي يو يقل عن رقم معين. هنعيد نفس الخطوات تاني، بس هنعمل الارم تاني في السكيل ان لما يكون less or equal رقم، نفس الخطوات بالظبط. وبرضه هنروح على السي بي يو يوتيلايزيشن. تمام، هنا بقى هقول له يا اما lower يا اما lower or equal و50%. يبقى كده لو زاد عن 50 لو قل عن 50 يحصل ايه؟ تمام، مش هنعمل اي اكشنز. هقول له بس الالارم ده هروح اعرفه جوه السكيلينج بوليسي، ودي هتبقى السكيل ان بوليسي مش السكيل اوت بوليسي.
انا كده عرفت، اقول له ريموف انستنس، تمام؟ يبقى واحده بتزود واحده بتنقص، هيبقى عندي الاثنين بوليسي اهو موجودين، والاثنين سيمبل يا جماعه، سيمبل ان سيمبل اوت. طيب دلوقتي هنشتغل على بوليسي ثانيه، دي هتبقى ستيب سكيلينج. انا دلوقتي بعمل ديمونستريشن للستيب، لو من 60 ل 70 اعمل كذا، لو من 70 ل 80 اعمل كذا، بتضيف الستيبس فين؟ بتضيفهم هنا، تمام؟ يبقى تيك ذا اكشن اد 1 الكاباسيتي يونتس امتى؟ لما يكون من 50. لا ممكن انا دي حاجه واحده، من 50 لما لا نهايه، لا انا ممكن اقسمها اقول من 50 ل 60، من 60 ل 70، من 70 لما لا نهايه. خدتوا بالك انا قلت ايه؟ هو من 50 اقل او يساوي 60، بعدين من 60 اقل من او يساوي 70، بعدين من 70 اقل من يساوي نهايه. انا ليه بعمل الكلام دوت؟ انا بدل ما اضيف 5 مره واحده، طب ما انا اخليها على درجات، يمكن ما يوصلش، يمكن ما يوصلش لل 70، يمكن يعلى عن 50 ويرجع تاني. لازم اروح اعمل ايه تاني دلوقتي؟ اعمل سكيل ان المقابله ليها، يبقى سكيل اوت دايما بوليسي، سكيل ان بوليسي مختلفه تماما. هنا بقى هاخد بالعكس بقى، هاخد انه لما يكون اقل من 70 يعمل ايه، لما يكون اقل من 60 يعمل ايه، لما يكون اقل من 50 يعمل ايه. ماشي بالعكس انا دلوقتي. وبرضه الكلاود واتش الارمز زي ما قلنا يا جماعه، انا محتاج انا كلاود واتش الارمز عشان اشتغل على الدرجات المختلفه. يبقى انت عايز اكتر من الارم، لما ينفعش واحد يقول لي بس انت قلت عن 70، انا عايز واحد يقول لي كمان انت قلت عن 60، عايز واحد يقول لي انت قلت عن اكتر من كده يعني. هذه كانت التارجت سكيلينج اظن الاخيره، دي التارجت سكيلينج. مش محتاجين نعرفها، بس هي موضوع اسهل بكتير من التانيين. هو بس تقول له تارجت سكيلينج، ايه اللي هتدوس عليه؟ هو السي بي يو عايز يبقى كام كذا وخلاص، وهو بيشتغل بقى يظبط الامور كلها. تمام يا جماعه؟ يبقى احنا كده عملنا السيمبل سكيلينج، عملنا الستيب سكيلينج، وعملنا التارجت سكيلينج، والثلاثه مع بعض هم انواع مختلفه للاون ديماند او الدايناميك سكيلينج. تمام؟ احنا ما عملناش اللي هي الريزيرف سكيدولد ريزيرف، هنبص على سكيدولد ريزيرف دلوقتي. طبعا دول ممكن امسحهم دلوقتي خلاص، مش محتاجهم يعني الاربعه دول. هنروح بقى على السكيدولد اكشن. سكيدولد معناه ايه؟ يوم كذا من كذا لكذا. خدوا بالكم بقى، انا هنا بشتغل على سكيدولد سكيلينج، حطيت لها الاسم، حطيت الديزايرد كاباسيتي المينيمم والديزايرد والماكسيمم، وحاجه هنا بقى يقول لي بقى الريكرنس. انت طالما انت عايزها حاجه متكرره سايكليك، عايزها بقى تحصل، مسميها سكيدولد او مسميها سايكليك، عايزها تحصل مره واحده، ولا عايزها تحصل كل يوم، ولا كل نص ساعه، ولا كل اسبوع، كل ده ممكن اعرفه. ممكن اقول له تبدا امتى، وممكن اقول له تنتهي امتى كمان. لو اونلي وانس مش هيبقى فيه تنتهي امتى، تبدا امتى بس، عشان هي مره واحده بس. لكن لو انا عملتها كده كرون اكسبريشن، معناها ممكن احط له الكرون اكسبريشن ده يقول لي من الساعه كذا للساعه كذا، ماندي تو فرايداي مثلا، او ماندي تو ساتردي. تمام؟ وطالما انت بعدت عن مره واحده هيبقى فيه اند تايم، يبدا امتى ويخلص امتى. تمام؟ يعني زي ما انتم شايفين الموضوع بتاع الفلكسبيليتي مهم جدا. السكيدولد والستيب والتارجت دول بييجوا كتير في الامتحان كتير، معناها انك انت هتشوف لك سؤالين ثلاثه في الامتحان، هيدي لك سيناريو ويقول لك اختار البوليسي اللي تبقى موجوده هي ايه. تمام؟ خلاص كده ما اظنش ان احنا نضيف حاجه ثانيه هنا، بس انتم بقيتوا فاهمين ان في حاجه اسمها سكيدولد اكشنز كمان. نرجع للسلايدز. طيب عندنا ديزاين اساين دلوقتي يا شباب، وحن برضه هناخد الاجابات في خلال 5 دقائق كده على الشاشه ان شاء الله مع احمد. السيناريو يا جماعه دوت زي ما قلت لكم، السيناريو اللي انتم شايفينه ده 7 سطور، ده مش المعتاد في الامتحان بتاع الاسوشيت، ده ممكن يبقى 10 في الامتحان بتاع البروفيشنال. في الامتحان بتاع الاسوشيت انا دوت غالبا بكون فكرتين ثلاثه من الامتحان دمجتهم مع بعض، فطلع لكم شكل السيناريو دوت. بس طالما العضله بقت شغاله يبقى كويس ان احنا نحط عليها شويه كمان عشان نقسمها بقى، مش نكبرها بس. ديزاين ا تو تير ويب ابلكيشن اون اي دبليو اس. يا جماعه الطاقيه العضله شغاله، الاناليتيكال ريدنج لو سمحتوا، عايز تو تير ويب ابلكيشن. ويب ابلكيشن خلاص، يبقى انا ممكن افكر ان احد الحاجات اللي هتيجي في سكتي هتكون الالاستيك لود بالانسنج، وهيكون انترنت فيسنج. صح ولا لا ما اعرفش، بس انا ماشي اهو وبحلل. It will allow users in a company's on-premises network to connect to the application. كويس، يبقى في داتا سنتر او في on-premises location مكان الشركه هيكونكت على الابلكيشن اللي هي الويب ابلكيشن اللي موجوده في AWS.
The connectivity will happen over the internet through the on-premises firewall. أنا بتالي أنا دي إحنا ماشي خلينا نكمل. Over the internet through the on-premises firewall. ماشي. يبقى الناس عشان تطلع هيعدوا على الفايروول اللي موجود في الشركة قبل ما يجوا للأبليكيشن. The company security policy dictates that the access to the application must be through two whitelisted internet IP addresses on the on-premises firewall. يبقى عشان أطلع هعدي على الفايروول بتاعي لازم أكون رايح في اثنين fixed IP موجودين في AWS. The application web app tier. يبقى الويب اب تير احنا قلنا هنا تو تير. تو تير معناها ايه؟ ويب اب مع بعض في تير واحده وبعدين عندي الداتابيس. الويب اب تير هايلي افيلبل سكيلبل اند فولت تولرنت. تمام. هايلي افيلبل اكتر من افيلابيلتي زون. سكيلبل معناها لسه متكلمين عليه الاوتو سكيلينج. فولت تولرنت معناها ان انا موجود عندي في اكتر من افيلابيلتي زون وعندي انستنسز كفايه ان لو واحده وقعت ما تعطليش الدنيا. Database tier is out of your scope. Design بتاع database مالكش دعوة بيه. Access to the web app tier should be restricted to that from the suggested front end. الحل اللي انت هتعمله الاكسس بتاع الابليكيشن الويب اب تير يجي بس من الفرونت اند اللي انت هتحطها. انت بقى حدد الفرونت اند دي هتبقى ايه. ولو بصينا على requirements كده وانا بحلل جوه مخي على ان requirements هذه البريك داون بتاعها. Two tier web application. Traffic جاي من الانترنت. Compute option does not have specific requirements. ما قاليش انت محتاج EC2 كبيرة صغيرة فيها كم CPU مجعلصة. ما قاليش كلام ده. Access to the application will be from internet users. الاكسس جاي من الانترنت. تمام؟ يبقى انا لو هحط load balancing لازم يكون internet facing. Users will connect from the company network will firewall on premises must have two IP addresses to whitelist. لازم اثبتهم. Scalability, high availability and fault tolerance محتاجهم. Access to the web application tier should be restricted to that from the suggested front end. يلا يا جماعه تقولوا لنا الحلول هتبقى ايه. طيب شباب يلا في التعليقات. طيب محمد رد على طول. اهو محمد صديق ما شاء الله. تمام. في جزئيه ما قلتهاش يا محمد. ازاي هنقدر نخلي بس الترافيك يجي من الفرونت اند؟ انت اخترت الفرونت اند نتورك لود بالانسر كويس. ازاي هتحكم ان الترافيك يجي بس من عند النتورك لود بالانسر؟ حلو عبد الرحمن مظبوط. بس ما حدش جاوبنا هنقدر نضمن ازاي ان الترافيك يجي بس من لا الجيت واي لود بالانسر بعيده شويه. لا وذ الاستيك اي بي ادرس ان تو افيلابيلتي زون. صح. اوتو سكيلينج اون ذا اي سي 2 مظبوط يا محمد. الالاستيك اي بيز مهمه جدا بس برضو ما حدش قال السكيورتي هتوقف ازاي. تو بليسمنت جروب تو اوتو سكيلينج تو ورك اند ابلاي ان اوتو سكيلينج جروب مينيمم ديزايرد اند ماكسيمم فاليو. ماشي بس برضو ما قلتش ان النتورك لود بالانسر يا محمد. ما قلتش الالاستيك اي بيز. ما قلتش السكيورتي هنضمنها ازاي. غير ما حدش قال السكيورتي هنوقفها ازاي. عمرو ان ال بي اوتو سكيلينج ما جبتش سيره الالاستيك اي بيز بس هو صح ان ال بي. وما قلتليش السكيورتي برضه هتوقف ازاي. انا مش هقول لكم كده. انا عايز حد يقول السكيورتي على الويب اب ازاي هنقدر نوقفها يوزنج سبنت رينج. مظبوط يا محمد مظبوط. السكيورتي جروب بتاعه الابلكيشن مش بتاعه النتورك لود بالانسر. ان النتورك لود بالانسر ما اقدرش احط عليه سكيورتي جروب. يبقى السكيورتي جروب بتاعه الابلكيشن توقف الكلام ده. مظبوط. واف لا واف يعني احنا ما خدناهوش. ف لا 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 لحظه الواف يا جماعه احنا هنا احنا بنتكلم ان الاي بي ادريسز دي الحته اللي كنت بتكلم عليها اللخبطه. الاي بي ادريس دلوقتي الاي بي ادريس اللي لازم يتثبت هيكون هو الديستنيشن بتاع الكلاينتس اللي اون بريمسز. يعني هو الاي بي ادريس اللي موجود جوه اي دبليو اس مش السورس اللي جاي من الفاير وول. فالاجابه بتاعتك يا محمد فيها الحته اللخبطه ديت. نات ما لهاش علاقه هنا. النات مش محتاجه خالص. ان هو ما طلبش مني اي حاجه هتطلع من الابلكيشن تطلع لبره. فالنات النات بعيد عننا خالص عن السوليوشن. كله على الترافيك اللي جاي من بره من الداتا سنتر عشان يخش على الابلكيشن. لو بصينا على الحل في السلايد اللي جايه
سألت على جماعة في حد قال إن إحنا هنثبت الاي بي ادرس هنا ونحط واف عشان يسمح بس بالاي بي ادرس دول. لا الإجابة مش مظبوطة، لأن اللي أنا بقوله مش أنا هثبت، أنا مش بعمل وايت تيستينج هنا للي جاي من الداتا سنتر، أنا بعمل العكس. أنا بعمل إن اللي هيطلع من الداتا سنتر على الفاير وول لازم يكون رايح، يعني لما يطلع من هنا الديستنيشن اي بي ادرس في الباكيت اللي طلع من عند الكلاينت اللي هتعدي على الفاير وول، الديستنيشن اللي في اي دبليو اس لازم يكون فيكست اي بي، اثنين فيكست اي بي، تمام؟ يبقى بالتالي الاي بي ادرس هيكون هنا. اللي قال لي على الواف معناها ان الاي بي ادرس السورس فيكست وما معمول وايت تيستينج على الواف، فده العكس تماما. فلازم دايما تبص على السيناريو، هل السيناريو بيقول لك انك انت هتعمل وايت ليست للسورس ولا وايت ليست للديستنيشن اللي انت رايح عليها، تمام؟ يبقى ده يحدد لك الاي بي ادرس هيبقى موجود فين، هل هو موجود اون بريمس ولا موجود على اي دبليو اس. هو صحيح ان هو كونفيجرد في الحالتين على الفاير وول، لكن في مره هيكون اوت باوند من الفاير وول، طالع من الفاير وول لبره، وفي مره هيكون جاي للفاير وول. يبقى سورس يبقى جاي للفاير وول، اوت جوينج يبقى طالع ديستنيشن من عندي، تمام؟ طيب حطينا الاوتو سكيلينج جروبس، حطينا الويب اب في برايفت سبنتس. هو ما جابليش سيره الكلام دوت، ماشي، بس احنا عارفين ان هو بيست براكتس ان احنا نحط الابلكيشن بتاعتي طالما عندي نتورك كلود بالانسر انترنت فيسنج احطها في البرايفت سبنت. طب لو حد كان عمل ده وحطه في بابليك، ما يعني هو ما قاليش، فيبقى في الحالتين صح بس دي سكيور اكتر، تمام؟ هنحط النتورك كلود بالانسر مش الابلكيشن كلود بالانسر. ليه؟ عشان ممكن اثبت عليه اي بي ادرس. دي ميزه ان انا اقدر اعمل اي بي ادرس دول على الفاير وول، يبقى كل اللي جاي من هنا رايح للاي بي ادرس ده يقدر يعدي من الفاير وول. العيب ان النتورك كلود بالانسر ما عندوش سكيورتي جروب، يبقى الريكويرمنت الثانيه ان انا احكم مين اللي جاي على السكيورتي جروب هيبقى اصعب بالنسبه لي شويه. ايه اللي هعمله؟ ان انا ساعتها هروح معرف السب نت 1 وسب نت 2 كسورس يقدروا يتكلموا على البورت بتاع الابلكيشن واخلي السكيورتي جروب تسمح لهم، تمام؟ لو كان ده ابلكيشن لود بالانسر يبقى كنت اعرف السكيورتي جروب بتاعت اللود بالانسر كسورس على البورت اللي هي رايحه عليه، تمام؟ فانتوا زي ما انتم شايفين يعني هو السيناريو كان 10 سطور بس، يعني حلوا للي فاهم ولا حاجه، انك يعني تلاقي الاجابه الصح مش هيكون معضل ابدا. والسؤال ده ممكن يجي بس يكون يقول لك مالتيبل تشويسز، يعني اختار اكتر من اجابه. ففي اجابه يقول لك استخدم نتورك لود بالانسر واعمل وايت ليست واعمل عليه الاستيك اي بيز، والجزئيه الثانيه يقول لك استخدم السكيورتي جروب بتاعه الويب اب ان هي تسمح بس للسب نت بتاعه النتورك لود بالانسر، تمام؟ والسؤال ده ممكن يتقسم لسؤالين او ثلاثه في الامتحان، يعني ممكن يندمج في سؤال لو عايزين صعبوا عليكم الدنيا، او يتقسم لسؤالين. سؤال هيتكلم على الحته بتاعه الوايت ليستنج والنتورك لود بالانسر، وسؤال تاني هيتكلم على الحته بتاعه السكيورتي جروب، وممكن يدخلك سؤال ثالث عشان تعرف ان هو هيتحط في برايفت ولا بابليك سبنت، بس ممكن يضيف عليه شويه كلام زياده، تمام؟ فالموضوع يا جماعه زي ما انتم شايفين الموضوع والله مش روكيت ساينس ابدا، مش فيهاش اختراعات يعني، تمام؟ الداتابيز طبعا مش في السكوب بتاعي، بس كان ان ممكن نعمل مالتي اي زي داتابيز عشان ابقى هايلي افيلبل فول تولرنت هنا، تمام؟ طب تعالوا نتكلم على الامازون اوتو سكيلينج. في حاجه اسمها لايف سايكل هوكس بتيجي في الامتحان، التايمرز والترمينيشن بوليسي. الترمينيشن بوليسي كانت بتيجي في الامتحان لغايه مثلا شهر 6 شهر 8 السنه اللي فاتت، لكن لايف سايكل هوكس دي ممكن تكعبلوا فيها في الامتحان الحالي كمان. طيب ايه القصه بتاعت اللايف سايكل هوكس؟ انا عندي الانستنس من اول ما بتقوم بالاوتو سكيلينج جروب الانستنس هتحول ايه؟ تروح لبيندنج، بعد بيندنج هتبقى راننج او ان سيرفيس. يعني لو حصل اي حاجه في الانستنس هتخش في تيرمينيتنج ستيج، بعدين تبقى تيرمينيتد. دول يعني الانستنس من ساعه لما بتتعمل تشتغل وبعدين تحصل لها تيرمينيشن. كويس قوي. قال لك نفترض ان احنا والانستنس بتقوم، انا عايز اشيك اتاكد ان في بعض البروسيسز قامت، بعض السيرفيسز قامت، وكل حاجه قبل ما احطها تبقى ان سيرفيس ويبدا يترمي عليها لود. اعمل الكلام ده ازاي؟ هنا ما عنديش، هي بتخش لوحدها من بيندنج تروح داخله في راننج، السيستم تشيكس تخلص، يبقى كل حاجه تمام، تبدا تشيل لود. طب ده سيناريو. السيناريو الثاني، نفترض الانستنس هيحصل لها ترمينيشن، تمام؟ بس انا قبل الترمينيشن عايز اعرف اللوجز اللي موجوده على الانستنس او على الابلكيشن ليه، عشان انا عايز اعرف ليه حصل لها ترمينيشن. هل دي كانت مشكله في الابلكيشن ضربت السي بي يو او ضربت الميموري؟
عليت جدا فبقى كده شكلها ان هيلثي ما بقتش ترد على اللود بالانسر فقام قايل الاوتو سكيلينج راحت الاوتو سكيلينج شايلها عايز اعرف ايه اللي حصل ليه الانستنس حصلها تيرمينيشن لو من الهوست اللي تحتيها ما يفرقش معايا في حاجه لان ده بعيد عن السيطره بتاعتي ده في ايد اي دبليو اس لكن لو حاجه عندي انا في الابلكيشن باجز او غيره يبقى انا عايز اعرف اللوجز عشان اعرف ليه حصل الكلام ده او ليه الانستنس عندي لاحظنا ان الانستنس بيحصل لها تيرمينيشن كتير طب احنا عايزين نعرف السبب ما ده الكلام ده مش منطقي يعني في الحاله دي قال لك انت ممكن تعمل اللايف سايكل هوكس دول ايه بقى اللايف سايكل هوكس وانت بتقوم الانستنس ممكن تخليها تخش من بيندينج بدل ما تيجي على ان سيرفيس ممكن تعرف لايف سايكل هوك يقول لك لا قبل ما تدخلها في ان سيرفيس هاتها لي على بيندينج ويت البيندينج ويت الانستنس ممكن تبقى فيه لغايه ساعه او لما انت تخلص شغلك لو الساعه دي ما عدتش انت متخلص شغلك تقول له لا طب كمل بقى روح على pending proceed يبقى انت عملت ايه انت خلصت شغلك بصيت على الانستنس تاكدت السيرفيسز اللي هتقوم والكلام ده كله وبعدين تخش على pending proceed وتخش في ان سيرفيس طب لو في حاله التيرمينيشن قال لك ممكن تعمل لايف سايكل هوك برضه في حاله التيرمينيشن بدل ما تروح من تيرمينيشن على terminated تقول له لا الله يكرمك جيبها لي كده يعني اعملها فريز كده شويه في termination terminating wait state وممكن تستمر لغايه ساعه برضو هنعمل ايه هنعمل داونلود لللوجز بتاعتها في سكريبت هيعمل لي داونلود لكل اللوجز وبعدين يقول لك خلاص كله تمام termination proceed تروح لterminated تمام يبقى اللايف سايكل هوكس في حاله ان انا والانستنس بتقوم او الانستنس بيحصل لها termination لو عايز تعمل حاجات على الانستنس قبل ما تخش في الستيت اللي بعديها تستخدم اللايف سايكل هوكس يبقى كاني بعمل بوز للانستنس يا جماعه التايمرز في عندي اثنين تايمر في الاوتو سكيلينج تايمر اسمه كول قبل كده احنا اتكلمنا على حاجه اسمها جريس بيريود يا شباب افتكروا اللي هي فتره السماح قبل ما الانستنس تقوم قبل ما الاوتو سكيلينج يبدا يحاسبها الهيلث تشيكس بتاعتها الكول داون والورم اب دول مختلفين شويه الكول داون بيريود بعد ما يحصل سكيل اوت او سكيل ان يعني انا عندي سي بي يو ضرب عدى 60 وكان عندي 60 بقول له زود انستنس وعندي 70 كنت عامل ستيب ثانيه بقول له زود 2 وعند ال 80 زود مش عارف ايه هل بقى لما يجي عند ال 60 لا المثال ده يمكن ما كانش واضح شويه خلينا اقول ان انا وصلت عند ال 60 تمام يبقى كده الالارم هيبص على السي بي يوتيلايزيشن وهيقول لي انت وصلت ال 60 هروح بعت لي الارم طب الانستنس 60 62 63 بس لسه ما وصلتش لل 70 بتاع السلمه الجايه هل الالارم والكلام ده استمر مثلا ربع ساعه فكل خمس دقائق ايه الالارم يقول لي يا عم بتاع عدى 60 لو الاوتو سكيلينج هيسمع كل الارم من دول معناها ايه وانا قايل له كل مره يعني لما يوصل عند 60 زود 5 لو سمع كل واحد من دول معناها عند يعني عند الالارم الاولاني هروح مزود لي 5 عند الالارم الثاني هروح عند الالارم الثاني وهي لسه بقت 61 ما بقتش يعني هي عدت 60 وصلت 61 زود 5 ثاني عند 62 زود 5 ثاني عند 63 زود 5 لما هيتخرب بيتي يعني انا هبقى في الاخر من بين 60 و 70 حاط لي 100 انستنس بينما انا عايز بس 5 بين 60 و 70 عايز بس 5 يبقى ده الكول داون بيريد معناها ايه معناها اوتو سكيلينج لو سمحت ادي عندك عندك فتره اهي مثلا 5 دقائق في خلال الخمس دقائق لو عملت لو زودت ان عملت انستنس او عملت اكشن سكيل اوت او سكيل ان ما تعملش حاجه تانية لغايه لما التايمر ده يخلص تمام يعني لغايه لما الغبار يهدى كده والانستنس تقوم النبي حارسها وصينها كده وتقوم وتشتغل وتخش معايا لا تزود ولا تنقص ليه لان انا زودت 5 ما يمكن الخمسه دول لما يشتغلوا يروحوا منزلين السي بي يو لحاجه ينزل تحت 60 لكن لو انا بقيت رياكتيف وكل ما اسمع حد بيصرخ التم هيبقى معنى كده ان انا زودت لي 20 30 انستنس وذبحت فلوس كتير جدا وما كنتش محتاجه يبقى دي الكول داون بيريود بعد ما تتعب يا اوتو سكيلينج وتعمل اكشن خد نفسك شويه في الكول داون بيريود اهدى كده شويه قبل ما تاخد اي اكشن تاني حتى لو جاي لك الارمز نفض له تمام ما تشتغلش على الارمز وما تعملش بروسيسنج طب دي الكول داون بيريود يبقى دي عشان انا ككاستمر ما بعزقش فلوسي على انستنس مش محتاجها تمام طب على مستوى الانستنس بقى نفسها الانستنس وورم اب بيريود انا عملت سكيل اوت اكتيفيتي زودت انستنس طب الانستنس دي بدات تشتغل هل الانستنس دي ادخلها معايا في حساباتي ولا اصبر شويه قال لك لا اصبر شويه هما الاثنين تحس ان هما في تداخل بينهم في ترابط بينهم يعني يبقى the amount of time that elapses before a newly launched instance will be contributing to CloudWatch metrics يعني قبل ما اقول CloudWatch ان يا CloudWatch على فكره انا زودت instance بس ما اثرتش هي لسه بتقوم ما اثرتش فاعمل حساب ان هي موجوده السي بي يو بتاعها اخش ادخله في الافريج ولا لا
قال لك لا اصبر لغايه لما الانستنس تبقى قامت كده وبقت بعافيه وبعدين تعمل الكلام ده. في الورم اب حتى افتكروها بكلمه اب، ده بس في السكيل اوت لما بزود، لكن الكول داون سواء سكيل اوت او سكيل ان اكشن خد نفسك يا اوتو سكيلينج قبل ما تعمل اكشن تاني. تمام. التايمرز يعني الجريس بيريد ممكن تيجي، التايمرز الثانيين ما اظنش، لكن ممكن ما يجيبهملكش ان يبقى هم الحل. في الاسئله بتاعه اي دبليو اس بيحط لك حل صح وكذا حل غلط، او يحط لك حلين صح وثلاثه غلط. الاجابات الغلط بيسموهم ديستراكتور انسرز، يعني حاجات تشتتك او تحاول تغلطك يعني، فدول ممكن يجوا في الديستراكتور انسرز ما يكونوش هم الحل يعني. طيب السكيل ان ترمينيشن بروتكشن، زي ما احنا قلنا انا عندي اوبشن، بصينا بنعمل كونفيجريشن ان الانستنسز اللي هتقومها في الاوتو سكيلنج جروب كان في بوكس لو عملت له تيك اللي هتتضاف مش هتتشال. تمام. لو استخدمتها هل دي هتحميك والانستنس دي هتبقى موجوده بقى للابد؟ لا طبعا. لو كانت الانستنس انا رحت عملت لها مانوال ترمينيشن اقدر اعملها مانوال ترمينيشن حتى لو عليها سكيل ان بروتكشن. لو كانت unhealthy هتتشال. تمام. لو كان spot instance interruption، لو كان spot instance والسعر اللي موجود في الماركت بليس عالي عن السعر اللي انت كنت عامل بيدنج عليه، في الحالة دي برضو هتتشال. يبقى انا بحميها من ايه؟ بحميها من حاجة واحدة بس، بحميها بس ان هي السكيل ان معناها CPU قل عن رقم معين ان هي تتشال، لكن غير كده ممكن نشيلها عادي. انا بصراحة مش عارف افكر في سيناريو ممكن احتاج ان انا الانستنس اللي تزيد ما تتشالش تاني. يعني هو يعني تحس ان هي ماشية عكس الوظيفة بتاعت الاوتو سكيلينج اساسا. تمام. طيب دلوقتي هنتكلم على الاوتو سكيلينج، الاي سي تو اوتو سكيلينج التيرمينيشن بوليسي. انا عندي بقى هيحصل تيرمينيشن دلوقتي وعندي 10 انستنسز متوزعين على 2 ابيليتي زون، يشتغل ازاي بقى الراجل الطيب ده؟ ياخد مين فيهم تتذبح الاول وتحصل تيرمينيشن؟ تمام. لو هم لو ما فيش، هنفترض ان ما فيش سكيل ان بروتكشن، يعني ما فيش ولا واحده محميه من ان هي تتشال في السكيل ان، فبيقول لي في الحاله دي هياخد الابيليتي زون اللي فيها عدد من الانستنسز اكبر. يعني عندي واحده 5 وواحده 4، هيشيل لي الخمسه اللي موجوده في واحده فيهم. طب انهي واحده من الخمسه اللي موجودين؟ لو في ميكس من انواع الانست، يعني في بعض الانستنسز اتقومت بلونش كونفيجريشن وبعضهم اتقوموا بلونش تمبلت، يبقى في الحاله دي هيشيل اللي بلونش كونفيجريشن. ليه؟ عشان اي دبليو اس بتفضل اللونش تمبلت. الاوتو سكيلينج، طب لو كلهم زي بعض it will terminate the instance with the oldest launch configuration first. انا ينفع يكون عندي oldest و newest؟ اه طبعا. الاوتو سكيلينج جروب اللي شغاله انت اشتغلت بلونش كونفيجريشن فيرجن 1، تمام، وبعدين لونش كونفيجريشن فيرجن 1 طلعت الاي سي 2 انستنس اللي انت كنت محتاجها تي سي التي 2 مايكرو مش موفيه معاك، مش عامله شغل كويس في الابلكيشن والريسبونس بطيء، قررت انك تطلع لتي 3 مثلا او تطلع لانستنس مختلف. طب انا ما اقدرش اعمل اديت للونش كونفيجريشن، اعمل ايه؟ قال لك مفيش مشكله، اعمل كوبي وعدل في الكوبي وبعدين روح على الاوتو سكيلينج جروب وغير. الاوتو سكيلينج جروب ممكن تعملها اديت، لكن اللونش كونفيجريشن ما اقدرش اعمل له اديت. فانا عملت لونش كونفيجريشن نمبر 2 واروح على الاوتو سكيلينج جروب اعملها اديت واقول له استخدم اللونش كونفيجريشن ده بدل الاولاني، يعني الاسطمبه الاولانيه انساها اشتغل بالثانيه. طب كان في انستنسز شغالين بالاسطمبه الاولانيه يشيلهم؟ لا ما يشيلهمش، مش شغالين زي الفل. تمام. طب لو انا عايز ان هو يشيلهم، انا راح اعمل لهم مانوال ترمينيشن للانسنس دول، هيروحوا اقوم غيرهم بالاسطمبه الجديده. تمام. يبقى لو عندي انستنسز من الخمسه دول في منهم باللونش كونفيجريشن قديم، يشيل اللي باللونش كونفيجريشن القديم. ليه؟ لان اكيد كان في سبب ان انا عدلت وحطيت اللونش كونفيجريشن الجديد. طب لو كلهم زي بعض، يعني كلهم لونش كونفيجريشن واحد او كلهم هيكونوا لونش تمبلت واحد، يعمل ايه؟ يبص على الانستنسز ويشوف لو في اون ديماند وقربت. انت هو بيحاسبك بالساعه. تمام. وطبعا يعني البيلينج اور مش دقيقه قوي، لان هو دلوقتي اي دبليو اس بتحاسب بالثانيه، فيشوف اللي قربت ان هي تخش في بيلينج سايكل جديده يروح شايل لك دي عشان يوفر لك فلوس. قال يعني هم خدوا منك كل فلوسك لكن في الاخر سيب لك التاني. تمام. ففي بروسيس يا جماعه بنمشي بيها. برضو السؤال ده كان بيجي السنه اللي فاتت، انا لما اخر مره عملت الامتحان شهر 10 ما شفتوش بصراحه، لكن انت عارف ان في سيكونس في التيرمينيشن بوليسي بيحصل. اول حاجه ريبالانسنج، تاني حاجه اللي بالتمبلت تفضل اللي باللونش كونفيجريشن تتشال. لو كلهم بنفس اللونش كونفيجريشن، لو كلهم قصدي بلونش كونفيجريشن بس مختلفين، يشيل القديمه الاول. لو كلهم لونش كونفيجريشن واحد، يشيل اللي قربت من البيلينج سايكل. تمام. وكده يبقى خلصنا على الاوتو سكيلينج.
تمام؟ ايه اللي هنخش عليه بعدين؟ هنخش على الـ RDS الـ Relational Database اللي موجودة في AWS. احنا كلمنا على الـ RDS ببساطة في الأول، دلوقتي هنتعمق في الموضوع شوية وناخد الفيتشرز بتاعتها ونخش على AWS Aurora كمان اللي هي يعني الفلاجشيب الجولد ستاندرد بتاعهم في الداتابيز الريليشنال داتابيز. طيب قبل ما نخش نفكركم بالراحة كده، ريليشنال داتابيز يعني يا جماعة في اتنين، في نوعين من الكاتيجوريز للداتابيز، في حاجة اسمها OLTP Online Transactional Processing Database، دي بقى بتاعت ايه؟ انت شغال بتبيع بضاعة على الانترنت، امازون، اي باي، ايا كان، طلبات دوت كوم ولا اطلب دوت كوم ولا اي حاجة من الحاجات اللي موجودة دلوقتي، انت عايز تعمل اوردر لحاجة وهم لازم يخزنوا المعلومات في الداتابيز، تليفونك، ايميلك، دفعت كام، الطلب كان ايه، مش عارف ايه الكلام ده كله، تمام؟ يبقى دي كده انا بعمل على الترانزاكشنز، كلاينتس او ابلكيشن محتاج يعمل كويري يعرف الداتا دلوقتي وخلاص انتهينا، الاوردر بتاعك ايه، عملت ريفند، الفلوس رجعت ما رجعتش، دفعت ما دفعتش، هو ده ترانزاكشنز، تمام؟ يبقى الاو ال تي بي دي زي ايه بقى؟ زي الماي سيكوال، زي الار دي اس اللي هنتكلم عليها دلوقتي، زي الاورورا، زي البوست جري سيكوال، المايكروسوفت سيرفر، سيرفر اللي هو السيكوال سيرفر اللي موجود في مايكروسوفت، اوراكل، كل دي ترانزاكشن او الفيرجنز المعتاده منها ترانزاكشن، كويس. يبقى دول او ال تي بيز. ايه بقى النوع الثاني؟ النوع الثاني اسمه او ال اي بي، اونلاين اناليتيكال بروسيسنج داتابيز، دي بقى من اسمها حتى اناليتيكال، يبقى انا بستخدمها في الاناليتكس. ايه بقى الاناليتكس دي؟ انا جيت دلوقتي عندنا اجتماع مع مجلس الاداره وبيقولوا لي انت عم انت مدير المبيعات اعمل لنا لو سمحت تقرير عشان هنحتاجه بكره في الاجتماع، تقرير عن المبيعات بتاع ازازه الميه دي، البرودكت الجديد اللي احنا حطيناه، عايزين نعرف عامله ايه في السوق، بعنا منها قد ايه وكان المتوقع قد ايه، هل احنا احسن ولا اوحش، الفيدباك بتاع العملاء ايه، عايزين اناليتيكال ريبورت. يروح داخل الراجل اقول له طب ماشي انت عايزين ريبورت على ايه، يقول لك من ساعه ما عملنا اللونش بتاع من ساعه ما نزلناها في السوق من 6 شهور. يبقى الراجل ده هيروح يخش بقى عاوز يحرد في داتا بتاعه 6 شهور، يقعد يعمل فيها بقى تصفيه وتحليل وتنقيه والكلام ده كله لغايه لما يطلع بالريبورت الجميل بتاعه دوت بشكل حلو، يقدمه للسي او يقول والله البرودكت ده احنا حطيناه من 6 شهور، كنا متوقعين المبيعات تكون مثلا 2 مليون ازازه في الاسبوع، احنا بعنا 6 مليون ازازه في الاسبوع او ما بعناش حاجه خالص والناس بتسيب وتلعن فينا، تمام؟ فيبقى انت يبقى الاناليتكس معناها انك انت عايز تروح ده كويري بسيطه، انت عايز تعمل ريبورت ممكن ياخد منك مثلا نص ساعه، ربع ساعه، 10 دقائق، لكن عدى على كميه داتا وعمل شويه كومبلكس كويريز ملاش حل. يبقى احنا كده بنتكلم في اولاب او الاو ال اي بي، ده نوع تاني من الداتابيز. يبقى لما حد يقول لك داتابيز دماغك ما تقفلش على اتجاه واحد، طب تقول له ترانزاكشنال ولا تقول له اناليتيكال؟ السؤال لما يجي لك في الامتحان، هل ده بيتكلم على ويب سايت واي كوميرس ويب سايت وشركه بتبيع اجهزه على الانترنت، ولا بنتكلم على ان سيلز ريبورتس عايزه تطلع في الوقت الفلاني؟ كده اناليتكس، كده بنتكلم في ترانزاكشن، تمام؟ انا وضحت الحتتين دول ان هم احنا هنتكلم على اناليتيكال داتابيز وهنتكلم على او ال تي بي، الار دي اس بتندرج تحت الاو ال تي، تمام؟ الار دي اس اتكلمنا عليها قبل كده، هنتكلم على المالتي اي زي، على الاوتوميتد اند مانوال باك ابس في الليكتشر ده. ايه هي الار دي اس؟ فولي مانجد داتابيز. يعني ايه؟ يعني الاي سي 2 انستنسز اللي هتشتغل عليهم الداتابيز ما اقدرش اخش عليهم اس اس اتش، ما اقدرش اتحكم فيهم، ما اقدرش اعمل لهم الابديتس والكلام ده كله. انا ممكن اطلب من اي دبليو اس لو سمحت غير لي الداتابيز انجن، بس اي دبليو اس تروح هي واللي تعملها، انا ما اعملش الكلام ده. فولي مانجد ريليشنال داتابيز، ريليشنال يبقى احنا بنتكلم في سيكوال داتابيز، تمام؟ لان في سيكوال وفي نو سيكوال كمان. ذات سبورتس. ايه بقى الانواع؟ الار دي اس دي امبريلا، يعني كاتيجوري تحتيه او سيرفيس موجود تحتيها انواع مختلفه من الداتابيز. ممكن تشغل تحتيها مايكروسوفت سيكوال، ماي سيكوال، ماريا داتابيز، بوستجري سيكوال، اوراكل، اند امازون اورورا. في عندك 6 انواع بيندرجوا تحت الار دي اس. الار دي اس داتابيز اللي انت بتقومها هتكون جوه الفي بي سي بتاعتك، بس انت ما عندكش لا اس اس اتش ولا اوبريتنج سيستم اكسس ولا كنترول ولا روت اكسس ولا اي حاجه. طب انا مش عاجبني الكلام ده، انا الكاستمر جالي والكاستمر بيقول لا يا عم انا مش عاجبني الكلام ده، انا عايز الداتابيز تبقى تحت تصرفي. ماشي، انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل اوراكل ولا عايز تشغل ماي سيكول؟ حدد الداتابيز وهاتها ونزلها على اي سي 2 انستنس وعيش حياتك، تمام؟ يبقى دي سيلف مانجد. يبقى لو جالك في سيناريو في الامتحان بيقول لك ان الكاستمر محتاج يبقى عنده روت اكسس او كنترول او او اس اكسس، او يبقى هو اللي بيعمل المانجمنت بتاعه الداتابيز، يبقى كده احنا بعدنا عن ار دي اس. ليه؟ لان ار دي اس قال لي ان هي فولي مانجد. مش عاجبك
روح على السيلف مانجد. تمام؟ بتنزل جوه الفي بي سي عندك وممكن نعملها في سنجل او ستاند الون او ممكن تبقى مالتي افيلابيليتي زون. تمام؟ يبقى المالتي افيلابيليتي زون هيكون عندي بقى برايمري وستاند باي او ماستر وستاند باي. في حد كان قال لي قبل كده ان احنا ممكن نشتغل لما كنا نتكلم على الار دي اس ان احنا ممكن نشتغل ممكن نقرا من الـ من الـ من الستاند باي. لا احنا ممكن نقرا من حاجه اسمها ريد ريبليكا هنتكلم عليها، لكن الستاند باي مش معمول عشان تقرا منها ولا تكتب فيها، يعني لا هو انبوت فيها رايت ولا اوتبوت منها ريد. تمام؟ الداتابيز دايما لو انت بتكتب في الداتابيز بتخزن فيها ده رايت، لو بقرا منها يبقى ريد. تمام؟ ال RDS can be configured for multi availability zone deployment during or after launch. يعني ممكن ابدا بداتابيز ما تكونش مالتي AZ بس وانا شغال قلت لا خد بالك احنا حصل عندنا مشكله الاسبوع اللي فات والداتابيز راحت والناس صوتت والمدير بهدلنا خلينا نشتغل مالتي AZ، يبقى ساعتها ممكن حتى لو هي موجوده تعملها مالتي AZ. تمام؟ مش لازم بس وقت اللانش. ال RDS service creates a standby instance. لو انت اخترت المالتي AZ in the same region، بس عشان احنا قلنا مالتي AZ معناها ايه؟ معناها مالتيبل افيلابيلتي زون، مش معقول تحط لك الستاند باي جنبها في نفس السبنت في نفس الافيلابيلتي زون، فهي بتروح عامله لك ستاند باي انستنس في افيلابيلتي زون ثانيه بس في نفس الريجن. طيب كويس، عملنا الكلام دوت والكلام دوت جميل جدا. الريبليكيشن بقى اخباره ايه؟ انا دلوقتي بكتب، هل انا بكتب للستاند باي انستنس؟ لا ما بتكتبش في الستاند باي انستنس. طب الستاند باي دي ستاند باي معناها ايه؟ معناها خليك مستعد. تمام؟ يعني اصحى وكده ويعني مستعد ان هي تاخد وتبقى هي البرايمري لو محتاجين. هيبقى فيه سينكرونس ريبليكيشن. يعني ايه سينكرونس يا جماعه؟ في السينكرونس وايه سينكرونس هنتقابل معاهم كتير. سينكرونس معناها متزامن، انا كتبت في الداتابيز الداتابيز البرايمري كتبت فيها حاجه تمام هتعمل ريبليكيشن وبعدين تديني اوكي، يبقى ده سينكرونس. يعني الداتا موجوده في نفس الوقت على طب طبعا مش بالظبط نفس الوقت ولكن تقريبا نفس الوقت. يعني انا اول ما بكتب في نفس الوقت بتبدا الداتابيز الرايت تروح على الستاند باي. تمام؟ يعني مفيش تاخير، مفيش بقى خد على مهلك خد لك شفطه شاي وبعدين خش على 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 انك انت تعمل ريبليكيشن، مفيش الكلام دوت. تمام؟ يبقى هي سينكرونس ريبليكيشن معناها ما تفكرش ان في ديلي بين الاثنين او ان الداتا هتبقى موجوده هنا وبعديها بخمس ثواني هتبقى موجوده هناك، لا هو بيقول لك نفس الوقت. We cannot read or write to the standby instance. ما اقدرش، لان ده وجابها لك في احد الاجابات الغلط وقال لك انك انت خلي الاناليتكس يقرا. يعني بيقول لك مثلا عندك داتابيز والناس بتوع السيلز عاوزين يعملوا اناليتكس ريبورتس لكن دي بتعطل البرايمري، فيبقى احد الاجابات يقول لك خليهم يعملوا الريبورت بتاعهم من الستاند باي. غلط. تمام؟ RDS integrates with SNS for event notifications. يبقى لو حصل فيل اوفر من هنا لهنا ولا الكلام ده كله ممكن تبعت لك SNS عشان يجي لك ايميل او تكست مسج يقول لك ان خد بالك يا ادمنستريتور الداتابيز حصل لها فيل اوفر في الوقت الفلاني. طب الفيل اوفر بقى ممكن يحصل ازاي؟ يبقى طالما بنتكلم في فيل اوفر يا جماعه يبقى لازم يكون مالتي ايزي، لان ما ينفعش اكون انا برايمري ستاند الون كده مع نفسي واقول لك فيل اوفر لمين؟ يعني هتركن على حد، انت ما عندكش حد تركن عليه. الفيلوفر may be triggered when primary availability zone or primary database instance failure. يعني اما يحصل مشكله في الافيلابيلتي زون او البرايمري داتابيز نفسها لسبب ما الهوست اللي موجوده عليه حصل فيه مشكله فكده يبقى عندي ان هي impaired، يبقى لازم اعمل فيلوفر. loss of network connectivity to primary database. النتورك كونكتيفيتي للبرايمري داتابيز حصل فيها مشكله، حد بالغلط راح قافل لي مثلا حاجه على الانستانس او السب نت اللي فيها البرايمري داتابيز راح مقفلين البورت اللي كان شغال بطلت تشتغل. كومبيوت اور ستورج فيلير اون برايمري. الكمبيوت اور ستورج فيلير يعني الاي سي تو انستنس نفسها السي بي يو او اي حاجه او الستورج الاي بي اس بتاعها حصل فيه مشكله. لو انا عايز اعمل باتشنج للبرايمري داتابيز انستنس او اس غالبا هكون محتاج اعمل ريبوت، صح؟ لما اعمل ريبوت يبقى لازم يحصل فيل اوفر. The database instance server type is changed. ما ينفع اعمل الكلام ده طبعا. ممكن تعمل يكون عندي T2 micro اروح معليها ال M4 large مثلا. انا عايز اعمل scale up. يبقى ده vertical scaling. يبقى ممكن يحصل الكلام ده. او انا ممكن اعمل manual failover واقول له reboot مع الفيلوفر. يعني اعمل reboot للبرايمري بس اعمل failover للستاندباي. طب لما اعمل reboot يحصل ايه؟ تروح متحولة البرايمري تبقى standby والستاندباي تبقى primary. طب خلصت هنا هل هترجع؟ لا مش هترجع، تفضل زي ما هي.
Applications should use the DNS host name for the RDS database and not the IP address. هنا بيقول لك ايه بقى؟ لما تيجي تعرف الابلكيشن بتاعتك الداتابيز عرف الهوست نيم، عرف الدي ان اس بتاعها. ليه؟ لان لما اي دبليو اس طالما هي فولي مانجد، لما تيجي الدي ان اس هوست نيم ده كان بيشاور على البرايمري، البرايمري الاي بي ادريس بتاعها ايه؟ 10.1.1.1 مثلا. طيب الدي ان اس هوست نيم بتاع البرايمري دوت كان يعني ار دي اس مثلا ماي ار دي اس داتابيز دوت ار دي اس دوت اي دبليو اس دوت امازون دوت كوم مثلا، ده الدي ان اس نيم بتاعها، هيشاور على 10.1.1.1 طالما البرايمري شغال. طب لو حصل فيل اوفر يبقى هو لوحده هيعدل الـ AWS الـ RDS Service، هتكلم مع روت 53 تقول له الله يكرمك الـ URL دي ما بقتش تشاور على 10.1.1.1 بقت تشاور على 10.1.100.2، فهو يروح معدل لوحده، يبقى الابليكيشن بتاعتك ما شافتش التغيير. الابليكيشن بتتعامل مع نفس الـ DNS host name، ومن من الـ DNS ده يا اما بيفك يا اما بيترجم للاولاني او يترجم للثاني. لكن لو انت رابط بالاي بي ادرس وحصل الفيل اوفر، انت رابط بالاي بي ادرس، الابلكيشن بتاعك بتتكلم مع حد مش موجود ستاند باي، لا يتقري منه ولا يتكتب فيه، يبقى ساعتها انت اللي عملت المشكله انك انت شاورت على الاي بي ادرس. يبقى لك على طول شاور على الهوست نيم ومالكش دعوه الفيل اوفر، اي دبليو اس هتظبط الهوست نيم يشاور على الانستنس الصح. طيب تمام. دلوقتي انا طالما عندي داتابيز لازم اتكلم على الباك اب بتاعها. الباك اب بتاع الار دي اس انظامه احنا قلنا ان هي فولي مانجد، قال لك ما تقلقش اي دبليو اس باي ديفولت بتعمل حاجه اسمها اوتوميتد باك ابس، ممتاز. بتعملها قد ايه اي دبليو اس؟ قال لك بعملها مره في اليوم. يخرب بيوتكم، طب انا لو الداتابيز خربت في النص اعمل ايه؟ يعني انا جيت عملت لي باك اب وبعد 12 ساعه الداتابيز الله يرحمها كنت عاملها على ستاند الون انستنس والهوست راح والداتابيز راح، اعمل ايه بقى؟ اولا كانت غلطتك انت ما اشتغلتش مالتي اي زي، ثانيا اقول لك ما تقلقش. زي ما قلقش انتوا بتقولوا على كل 24 ساعه، قال لك يا عم ما تقلقش احنا بناخد باك اب ونرميه لك في اس 3 كل 24 ساعه، ده اوتوميتد. لكن كل ترانزاكشن بتحصل على الداتابيز بتاعتك احنا بناخد ريكورد ازاي وبنخزنه، تمام؟ يبقى انا لما يبقى عندي الباك اب بتاعه ال 24 ساعه دي واجيب الترانزاكشن لوجز اللي حصلت من ساعه اخر باك اب واعملهم الزقهم في بعض كده، اقدر ارجع لك الداتابيز لغايه 5 دقائق من الوقت. يعني ايه؟ الساعه دلوقتي 11 ونص مثلا الصبح، تمام؟ كويس، 11 ونص الصبح وانا اخر باك اب حصل عندي الساعه 12 بالليل، لكن كل الترانزاكشن لوجز موجوده لغايه 11:25 دقيقه الصبح. يعني هم عارفين كل اللي اتغير في الداتابيز من ساعة آخر باك اب لغاية 11:25 ويقدروا يرجعوا لك للبوينت ان تايم. يعني انت ممكن ترجع تقول يا داتابيز يا ار دي اس انا الداتابيز دي عايز اخليها ارجعها للحالة بتاعت 10:25 الصبح، يعني من ساعة وخمس دقائق فاتت نرجعها لك. طب انا عايز اعمل ريستور من الباك اب اللي انا عملته دوت لغاية 11:30 نعملها لك من عينينا الاثنين، بس الريستور ده ما بيحصلش على نفس الداتابيز، يعني بيعمل لك على نيو داتابيز. يبقى انت لازم بعد ما تقوم اللي انت عايزها تترمينيت ديت انت مش محتاجها. طب هي فيلد على الساعه 11:30، قال لك ما تقلقش هقوم لك من الباك اب لغايه الساعه 11:25، بس اخر خمس دقائق دول سامحنا فيهم لان احنا بناخد الترانزاكشن لوجز ازاي، تمام؟ ده سؤال دايما بيجي لي من الناس يقول لك طب انت عملتها من 12 ساعه والانستنس راحت. الاجابه هي الترانزاكشن لوجز، فما تقلقوش. كويس، الداتابيز اللي راحت على اس 3 هل راحت في اس 3 باكيت بتاعتي؟ لا، ما راحتش في الباكيت بتاعتك. والاوتوميتد اسمها بوينت ان ريكفري، ممكن ارجع زي ما قلنا لغايه نقطه معينه في الوقت من ساعه اخر باك اب، او حتى من يعني الباك اب اللي بتحصل دي بتروح على اي دبليو اس باي ديفولت بتتشال لمده 7 ايام ريتينشن بيريد وبعد كده تتمسح. طب انا ممكن اغير الكلام ده، او ممكن تخليها زيرو ما يعملهاش اوتوماتيك باك ابس خالص، أو ممكن تخليها 35 يوم ده الماكسيمم. طب أنا خليتها 35 يوم، كويس. جه بعد كده اتغيرت البوليسي عندنا، قال لك لا الباك اب ده يا باشا لازم يتشال لمدة 3 شهور. طب أنا آخر الـ RDS 35 يوم، أعمل إيه؟ قال لك ممكن تروح على S3، مش على S3، من جوه الـ RDS هتروح على السناب شوتس أو الأوتوميتد باك ابس وتعمل لها حاجة اسمها إكسبورت، يعني تقول له إيه خد لي دي وديها لي على على S3 باكت بتاعتي انا بقى. يبقى في الحاله دي تحولت من اوتوميتد لمانوال باك اب، بس انت ممكن تخزنها بقى 3 شهور 3 سنين 10 سنين، انت حر ادفع على قد ما هتخزن يعني.
تمام. طيب لما اجي اعمل الكلام دوت هي يبقى هي هتتحول الى سناب شوت موجوده في AWS S3. انا ما اعرفش هي فين, لكن ممكن اعملها اكسبورت واشوفها بس من تحت ال RDS داشبورد. The automated backup can be used to restore the database up to 5 minutes in time. يبقى انا لغايه 5 دقائق فاتت اقدر ارجع الداتابيز, بس دي اسمها point in time recovery يا جماعه. تمام. يبقى الداتابيز بتاعتي بتحصل المالتي ايزي. بقى هنا بيفيدني في حاجه كويسه قوي, لو انا عندي ستاند الون بس الباك اب بيحصل من البرايمري انستنس, ده معناها ايه؟ عمال يقرا منها يقرا منها يقرا منها فيأثر لي على البرفورمانس. لو انت عندك مالتي ايزي اي دبليو اس لوحدها هي قالت لك ما تقراش ولا تكتب, بس اي دبليو اس بتقول لك لا احنا من حقنا ان احنا نعمل الباك اب بتاعك نرميه من الستاند باي. يبقى انت استفدت ايه؟ يبقى المالتي ايزي استفادتني ان انا لو وقعت البرايمري عندي حد تاني ستاند باي جاهز يشيل اللود. الحاجه الثانيه ان الباك ابس بتحصل من الستاند باي, يبقى البرفورمانس بتاع البرايمري ما بيتاثرش بالباك ابس. تمام. سناب شوتس زي ما قلنا احنا اريتين فور 7 دايز, 7 ايام باي ديفولت, لكن احنا ممكن نعملها زيرو ديسيبل لغايه 35 يوم. وفور مالتي اي زي ديبلويمنتس سناب شوتس ار تيكن فروم ذا ستاند باي. Automated database backups are deleted when the database gets deleted. يعني الاوتوميتد دول هم بيعملهم لك من نفسهم. لو جيت قلت لهم انا مش عايز الداتابيز يقول لك طب ولا الباك ابس كمان. زي ما قلنا لو انت محتاجهم تعمل لهم اكسبورت من S3 للباكت بتاعتك انت. طيب هل ده بس اللي موجود؟ لا, قال لك احنا عندنا كمان مانوال سناب شوتس. احنا هنشكل لك برضه عشان يبقى انت عندك اختيار. المانوال سناب شوتس هو انا كمان ممكن اروح مانوال واقول له يا داتابيز كرييت سناب شوت, اخلق لي سناب شوت دلوقتي. الاختلاف في ايه بقى؟ ان المانوال سناب شوت اي دبليو اس يقول لك انا ماليش دعوه بالترانزاكشن لوجز, انت خزنتها كانت الساعه كام يا ريس؟ كانت الساعه 11:30 الصبح. قال لك اللي هيبقى موجود في السناب شوت ولو رجعت من السناب شوت دي عملت ريستور على داتابيز جديده هتجيب لك بالظبط الداتا اللي كانت موجوده الساعه 11:30. طب التسع دقائق دول او العشر دقائق دول قال لك مالناش دعوه, العشر ساعات دول مالناش دعوه. تمام. يبقى انت عندك الاوتوميتد. لو عايز مانوال لاي سبب, يعني احد الاسباب للمانوال ايه؟ ان انا هشيل الداتابيز دلوقتي بس عايز قبل ما اشيلها اخد اخر سناب شوت لان الداتا اللي فيها مهمه ممكن استعملهم في مكان تاني او في وقت تاني. تمام. يبقى انت ممكن ساعتها تستخدم المانوال سناب شوت. ونفس الشيء بتتخزن في اس 3 فين مالكش دعوه, مش عاجبك وعايز عايز تخليها موجوده, هي اصلا المانوال مش هتتشال. بس لو انت عايز تخليها في اس 3 باكت بتاعتك مثلا, عايز تبعتها لريجن ثانيه او عايز تخزنها ولا اي حاجه الاوديت ولا اركايف ولا اي حاجه من الكلام ده كله, قال لك مفيش مشكله اعمل لها اكسبورت زيها زي الاوتوميتد على باكت بتاعتك. تقدر تعمل الكلام ده. تمام. الـ زي ما قلنا يا جماعه المانوال ما بتتمسحش. يعني انت لو بتجرب في اللاب وقعد تلعب بقى واعمل مانوال اعمل مانوال اعمل مانوال موجودين هتدفع عليهم ستورج لما مسحتهمش. طيب ريستورينج من الباك اب بقى زي ما احنا قلنا, يبقى احنا اتكلمنا على الموضوع ده اوريدي ان يا جماعه في الاوتوميتد سناب شوتس ممكن ارجعها لغايه 5 دقائق بسميها بوينت ان تايم ريكفري عن طريق الترانزاكشن لوجز اللي اي دبليو اس بتخزنهم ومن غير ما تقلقني. الريستور من السناب شوت هيحصل لفين؟ هيحصل للنيو داتابيز, مش هيحصل لنفس الداتابيز. طب لما اجي اعمل الريستور ده هل ممكن اغير نوع الانستنس اللي عليها الداتابيز؟ طبعا ممكن تغير بدون مشاكل يعني. تمام. وممكن كمان نعمل ريستور فروم ا مانوال سناب شوت, بس ما اقدرش اقول له رجعها لي لغايه اي وقت بالظبط. لا, هو بيرجعها لك للوقت اللي انت خدت نفس الداتا اللي كانت موجوده ساعه ما انت خدت السناب شوت. تمام. نبص على اللاب بتاع الداتابيز بسرعه. هو اللاب ده اظن بصينا عليه قبل كده, بس نبص عليه نعدي عليه بسرعه لان هو في لابين في الار دي اس كلها يعني. هو ده. خد بالكم من حاجه يا جماعه, ان لما هنشتغل دلوقتي هنشتغل بالتي 2 مايكرو انستنسز. التي 2 مايكرو انستنس في الداتابيز مش موجود عليها الانكريبشن, الفيتشر بتاع الانكريبشن. يعني النقطه اللي انا عايز اقولها ان مش كل الداتابيزز اللي انت يعني مش كل انواع الانستنس اللي هتشغلهم هيبقى موجود عندك الانكريبشن فيتشر. هيبقى موجود الانكريبشن فيتشر لو هو سبورتد على الانستنس. طب ايه سبب ان اي دبليو اس بتشيله من بعض الانستنسز؟ الانستنسز الصغيره الانكريبشن ممكن يبقى لود عليها عبء زياده, فبيقول لك ان doesn't make sense ان انا احط لك انكريبشن على الانستنس دي لان الداتابيز بتاعتك هيبقى البرفورمانس بتاعها ضايع.
فلو لو حد فيكم بيجرب وما لقيتهاش غير نوع الانستنس وبص تحت الباك اب هتلاقي الانكربشن دي وضحتها انا في اللاب اللي جاي. تمام. فهنا انا عندي ايه بقى دلوقتي؟ انا عندي داتابيز هعمل سكرين بس عشان احمد. نعم تمام تمام. انا هروح يا جماعه على الار دي اس داتابيز. احنا عارفين بنوصل للكلام ده ازاي من السيرش اللي هنا او من المين منيو. بعدين هقول له كرييت داتابيز. طيب هيقول لي انا عايز انا في نوعين من البتاع في ان هو يعني اكسبلايتد بروسيس او ان انا لا انا عايز ستاندرد بروسيس هشتغل لوحدي. ايزي كرييت يعني هو هيختار لك حاجات كتير او عايز الستاندرد كرييت بعدين هختار الداتابيز عايز اشتغل باورورا ولا ماي سيكوال ولا اي نوع من دول فهنشتغل على ماي سيكوال. بعدين هيقول لي هنا لو انت هتشتغل على ماي سيكوال ده لو اورورا لو ماي سيكوال هيقول لي الانجن تايب او ماي سيكوال هيقول لي بقى الفيرجن اختار الانجن داتابيز انجن بعدين التمبلتس برودكشن ولا ديف تيست ولا فري تير. فاكرين لما قلنا فري تير قبل كده قلنا المالتي اي زي الاختيار اللي تحت هيختفي مش هيبقى عندي اختيار لو انا شغال فري تير. بعد كده عندي اي سيتنجز هختار الداتابيز ايدنتيفاير هتختار اليوزر نيم والباسورد اللي هتخش بيهم على الداتابيز ككلاينت. بعدين هخش على ان انا اختار بقى الانستنس نفسها ستاندرد كلاس ولا ميموري اوبتمايزد ولا بيرستبل ايه نوع الداتابيز انت تشتغل بيها وعايز تشتغل بالجنريشنز القديمه بتاعت الانستنسز ولا لا. تمام تختار نوع الانستنس. بعدين عندي الستورج تايب اللي هشتغل بيه بعدين الالوكيتد ستورج قد ايه بعدين الستورج اوف سكيلينج بقى دي مهم احنا نتكلم عليها كمان شويه. في الداتابيز يا جماعه الار دي اس موجود عندي ستورج اوتو سكيلينج بس هل ده معناه ان البرايمري لما السي بي يو يزيد عن حاجه معينه هيروح مزود لي برايمري ثاني جنبيه هل هو اي سي 2 اوتو سكيلينج؟ لا ده يعتبر اكتر ابلكيشن اوتو سكيلينج والسكيلينج هنا معناه انه بس هيزود لي الستورج يعني انا بدي مثلا باي بي اس الوكيتد ستورج 20 جيجا بايت او جيجا بايت هنا هيعمل لي بس لما احط له ثريشولد معين هيبدا يزود لي ال20 ده ممكن يخليهم لي 25 30 يبقى بس بيلعب لك في الاستورج لكن هل السي بي يو هيتغير؟ لا. هل الميموري هيتغير؟ لا. هل نوع الانستنس هيتغير؟ لا. تمام. هل هيحط لي انستنس ثانيه جنبها؟ لا. يبقى هو بيعمل لك فيرتيكال سكيلينج بس للاستورج بيزود الاستورج اللي موجود فدي نقطه تنتبهوا ليها برضو في الداتابيس في الاوتو سكيلينج بتاع الداتابيس. ممكن تعمله انيبل وديسيبل ده مش انت مش مغصوب عليه هو موجود باي ديفولت بس ممكن تلغيه وتحط الثريشولد بتاعك وبيقول لك هنا هو الماكسيمم ايه المينيمم 21 جيجا بايت الماكسيمم 16 المينيمم 21 والماكسيمم 16 ازاي كده apply when your database auto scales to the specified threshold. اوكي لو وصلت ل 21 او لو وصلت ل 16 تمام فانت هتعرف له القيمه اللي موجوده هنا availability and durability عشان انا ما اخترتش الفري تير فهيديني المالتي اي زي اوبشن. بعدين الكونكتيفيتي هي موجوده في اني في بي سي ولو في اديشنال نتورك كونفيجريشن عايز تعرف اي سب نتس انت ممكن تعمل كرييشن سب نت جروبس يبقى الداتا تتخلق الا بس في السب نتس ديت اللي موجوده بس انت ما تقدرش تحدد اني واحده فيهم. public access هل انا عايز الداتابيز يبقى ليها public اي بي ادرس ولا لا عشان اوصلها من الانترنت؟ طبعا لا بس ان كيس لو انت محتاج عندك الاوبشن. سكيورتي جروب ده الار دي اس بتاخد سكيورتي جروب تمام عشان لما نيجي بعد كده نتكلم على داينامو دي بي هيكون ما بياخدش سكيورتي جروب. تمام ادي البورت اهو عشان لما تيجي تشتغل على السكيورتي جروبس بتاعتك البورت لما اي حد عايز يتكلم مع الداتابيز دي هيتكلم على بورت 3306 تمام. داتابيز اوثنتيكيشن هنغطيه كمان شويه. استيميتد كوست بيقول لك تقريبا التكلفه بتاعتك هتبقى قد ايه بناء على اللي انت اخترته. خدت بالكم من حاجه ان احنا ما عديناش على اي حاجه اسمها انكريبشن تمام يبقى الانستنس اللي انا مختارها دي مش ما فيهاش الفيتشر ديت وده سبب ان هو ما ظهر ليش هنا هنشوفها في اللاب اللي جاي ان هي لو الفيتشر موجوده كان هيقول لك ان عليها موجوده. هنا هي بتبقى موجوده هنا عاده يا جماعه تحت الباك اب تحت الباك اب في هنا الباك اب وبعدين تحتيه الانكريبشن طالما جالك بقى بعد كده المينتنس وكده يبقى الانستنس دي مش سبورتنج الانكريبشن. بعد الريتنشن بيريود بتاعه الاوتوميتد باك ابس 7 ايام لو عملتها زيرو معناها ما فيش اوتوميتد باك ابس
لو شلت الانيبل اوتوماتيك باك ابس معناه ما فيش اوتوماتيك باك ابس، ولكن لا تلومن الا نفسك لو حصل حاجه في الداتابيز. بعدين عندي المونيتورنج زي ما قلنا هو من 0 لغايه 35 ده ريتنشن. بعدين عندي لو انت عايز الباك اب ويندو تحصل في وقت محدد تقدر تقول لهم يا جماعه اي دبليو اس اعملوها بعد نص الليل في توقيت جرينتش مثلا او في التايم زون الفلانيه، تمام. وبعدين المونيتورنج برضو بتحددها انت عايز الجرانيولاريتي بتبعت كل 60 ثانيه ولا اكتر. والمينتنس ويندو بيبقى مدتها 30 دقيقه، فانت بتقدر تحدد هي تحصل امتى بس هي مدتها ما بتغيرش، هي 30 دقيقه، تمام. كرييت داتابيز دي بقى هتاخد وقت شويه عشان تقوم الداتابيز، عشان كده احنا بصينا على بتاعه. وخدوا بالكم ان احنا خدنا تي 2 مايكرو ومفيش انكريبشن على تي 2 مايكرو. طيب بصينا على الكلام ده نوصل ايه بقى اوتوميتد باك ابس لوحده من غير ما نعمل اي حاجه. قومت داتابيز نيم اسمها ايه، خدت لي سناب شوت وبيقول لي ان دي ماي سيكوال ومش انكريبتد. ليه مش انكريبتد؟ لان الداتابيز الاصليه مش انكريبتد. وعندي كمان هنا في سناب شوتس لو عايز اروح على المانيوال سناب شوتس، ادي المانيوال ممكن اقول له تيك سناب شوت، حط الاسم بتاع الداتابيز والسناب شوت اللي انت الاسم بتاعها ايه وكرييت وخلاص كده هيعمل لي السناب شوت ده، يبقى اسمها تيست اهي. دي لازم انا امسحها بنفسي والا مش هتروح، الاوتوماتيك بتتمسح. هنا بوريكم ان الاوتوماتيك انت ممكن تعمل منها ريستور ان تايم تو بوينت ان تايم من الاوتوماتيك لكن مش من المانيوال. ريستور تو بوينت ان تايم، تمام. وممكن احدد له عايز تعمل ريستور لامتى بالظبط. طبعا الكلام ده لو بقى لها فتره، يعني لو بقى لها مثلا ساعتين ثلاثه فممكن اقول له ارجع لي لغايه 5 دقائق او 10 دقائق فاتت. هو بيقول لي ايه؟ رجع لغايه latest restorable time. هنا بيقول لي بقى اخر وقت ممكن ارجعه لك هو ايه؟ هو الوقت دوت. او ممكن اقول له custom فيقول لي طيب هي موجوده بقى لها عندي 3 ايام، عايز ترجع لفين بالظبط في خلال 3 ايام بس اخرك 5 دقائق فاتت، لغايه 5 دقائق فاتت. السبيسيفيكيشنز بتاعت الانستنت، انا كده بعمل ايه يا جماعه؟ بعمل ريستور لداتابيز جديده. انا لو قمت دي لو كملت هعمل ريستور لداتابيز جديده. داتابيز انجن عايز تغير حاجه خدوا بالكم من هنا، هيقول لي بقى عايز اغير الانستنس بدل تي 2 مايكرو تحط حاجه ثانيه، ممكن اغير لو انا عايز. عايز تغير الستورج تايب ممكن اغير، تمام. داتابيز ايدنتيفاير عايز تغيره، الفي بي سي، السبنت، بابليك، اكسسبيليتي، الاوبشن جروب بتخش عليها ازاي، الباك اب، كل الحاجات دي ممكن تغيرها. لان ايه؟ لان دي هتبقى داتابيز جديده مش هتبقى نفس الداتابيز. حط الداتابيز ايدنتيفاير وكرييت، خلاص المفروض الداتابيز كده تشتغل. بس طبعا برضه هتاخد وقت، تاخد مثلا يعني 10 دقائق في المتوسط قبل ما تقوم. المانيوال سناب شوتس والاوتوماتيك سناب شوتس بقى عندي فيه اثنين، الداتابيز الاولانيه اوتوماتيك والداتابيز الثانيه اوتوماتيك، تمام كده خلاص. انا يعني هذه ده اللي ممكن نشوفه في ال ممكن اعمل ريستور من المانيوال، ممكن اعمل كوبي، ممكن اعمل شيل السناب شوت او اكسبورت لامازون اس 3، تمام. او ممكن اعمل ديليت للسناب شوت. اكسبورت دي امتى؟ لو انا عايز اخليها عندي في 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 باكيت عندي من غير ما اي دبليو اس تتحكم فيها، تمام. نمسح الداتابيز خلاص، ده الديمونستريشن يعني. ادي الاوبشنز الموجوده، كرييت ريد ريبليكا هنتكلم عليها كمان شويه، او تيك سناب شوت من الداتابيز، او ريستور تو ا بوينت ان تايم، تمام. خلاص انا كده لو هشيل الداتابيز ده هيتشال لوحده، بس لازم نشيل المانيوال بنفسنا، تمام. ما اظنش ان في حاجه ثانيه، ده كله كلين اب اللي هيجي بعد كده. نرجع تاني على الباوربوينت. طيب هنتكلم على الامازون ار دي اس وسكيلينج ريد ريبليكاز اند سكيورتي بتاعت الداتابيز، تمام. هنتكلم على السكيلينج بتاعها. احنا قلنا السكيلينج الوحيد اللي موجود يا جماعه هو ايه؟ فيرتيكال سكيلينج للستورج بس، ده اللي موجود. طب انا مش عاجبني الانستنس وعايز اكبر الانستنس، تعمله مانيوال. انا بتكلم على اللي هو الاوتو سكيلينج، لكن عايز تعمل فيرتيكال سكيلينج وتكبر الانستنس ثانيه مفيش اي مشكله خالص. ولما لما تغير زي ما احنا شفنا دلوقتي لما كنا بنعمل ريستور، ممكن اغير الانستنس او ممكن اغير بس الاستورج، انا على حسب انا عايز ايه. هل انا عايز ستورج اكبر او ستورج افضل؟ كنت شغال بجنرال بيربز وعايز حاجه تبقى سبيسيفايد او بروفيجند اي اوبس عشان اسرع وبتديني اي اوبس اعلى، ماشي ممكن اغير الكلام ده. او ممكن اغير الانستنس كلها ومعاها الاستورج، تمام. فانت بتغير ايه؟ بتعمل سكيلينج اب ليه؟ دي حاجه انت تحددها. اللي تاخد بالك منه ان انا ما ينفعش اعمل سكيلينج لحاجه اصغر، يعني ما ينفعش اعمل يعني اعمل سكيلينج اب لكن ما ينفعش اعمل سكيلينج داون. ما ينفعش يكون عندي 20 جيجا ستورج اقول انا عايز 10 بس،
او انا عندي تي 2 مايكرو انا عاوز، لا انا عايز تي 2 نانو، لا انت بتروح للاكبر ما بتروحش للاصغر في الداتابيس. الاوتو سكيلينج زي ما قلنا هو بس الستورج اوتو سكيلينج، ولما اعمل له انيبل هو الديفولت ان هو انيبلد، هتعمل انيبل الستورج كاباسيتي اون ديماند وذ زيرو داون تايم. ازاي؟ ما لناش دعوه. هو بيقول لك ايه ده يا صغير يا عم، الستورج مالكش اي دعوه، انا هكبر لك الاوتو سكيلينج هيشتغل وهكبر لك الستورج بدون ما يبقى فيه داون تايم ولا فيه انترابشن ليك. ازاي؟ فولي مانج سيرفيس، هم قالوا وبيوفوا خلاص. ازاي بقى؟ دي مش قصتنا. It can be enabled on existing or new RDS instance. أنا قومت واحدة وعملت untick للبوكس اللي كان بيقول auto scaling. وجيت بعد كده قلت لا ده أنا محتاج إن الستورج بتاعي يبقى يزيد لما الداتا تزيد. ماشي. ممكن تروح ترجع تاني على الداتابيز تعمل edit للspecs بتاعتها وتختار auto scaling هيشتغل معك auto scaling. read replicas بقى. إيه الفرق بين السنابشوت وبين read replica وبين الستاندباي؟ السنابشوت زي ما اتفقنا إن هي backup وخلاص. تمام، يبقى انت بتقوم بيها ان داتابيز ثانيه. الستاند باي بتاعتك، الستاند باي ديت ما بتعملش حاجه غير ان يتاخد منها الباك اب لو انت عندك اوتوميتد باك اب او لو بتعمل مانوال باك اب. كويس. ايه بقى قصه الريد ريبليكا؟ الريد ريبليكا بيقول لك انا دلوقتي انت الداتابيز بتاعتك دي شغاله زي الفل على الترانزاكشنز، جم الجماعه بتوع السيلز قال لك في حاجه جديده محتاجين يعملوا كل شهر اخر يومين يعملوا ريبورت اناليتيكال على كل المبيعات اللي حصلت. طيب وفي في اليومين اللي هم بيشتغلوا فيهم دول دول ايام شغل. الناس بقى اللي بتشتغل على الداتابيز العاديه الابلكيشنز العاديه متقطعه مش عارفه تشتغل على الداتابيز، سلو بقى حاجه طحن يعني، يعني الريسبونس بيبقى زفت في خلال اليومين دول. طب اعمل حل المشكله دي ازاي؟ قال لك يا عم في حاجه اسمها ريد ريبليكا، يعني خد كوبي من الداتابيز ديت مش باك اب، اول انستنس هتبقى ريد ريبليكا من الداتابيز. يعني ايه؟ كلمني عربي. قال لك يعني انت دلوقتي في ريجن A مثلا وعندك primary database، قال لك ممكن تعمل على primary database ذاته وتعمل من الاكشنز تقول له create read replica. هيعمل ايه؟ هيروح رايح مقوم database زيها تمام، بس تقدر منها تقرا بس لكن ما تقدرش تكتب ليها. يعني يبقى المصدر الوحيد انك تكتب فيه او المكان الوحيد ممكن تكتب فيه هو هو primary، والبرايمري asynchronously. خد بالك لما كنا بنتكلم قبل كده على الستاند باي كنا بنقول synchronous متزامن، في نفس الوقت اللي يتكتب فيه يتكتب في الستاند باي. هنا لا، هنا asynchronously معناها ان في ديلي بيحصل. الديلي ده هيبقى ساعات؟ لا، ممكن يبقى ثانيه ثانيتين ثلاثه، لكن انت لازم تبقى واخد في بالك ان الداتا اللي موجوده في الريد ريبليكا هيبقى فيه فرق بسيط عن الداتا اللي موجوده في البرايمري. تمام، بس احسن ما فيش. يبقى في الحاله ديت ممكن الجماعه بتوع السيلز يبداوا يعملوا الريبورتس بتاعتهم من الريد ريبليكا. يبقى هم بيقروا بس، صح؟ مش هم عايزين يعملوا كويريز، معناها هيقروا بس مش هيكتبوا حاجه في الداتا في الداتابيز. يبقى لما يقروا هيبقى عندهم الريبورتس او عندهم معلومات اللي طلعوا بها الريبورتس بتاعت المبيعات كلها بدون ما ينزلوا البرفورمانس او يضروا البرفورمانس بتاع البرايمري، ان هم ما بيقربوش من البرايمري دلوقتي. كويس، عملت الكلام ده. طب ده فكره جميله جدا وممكن اعملها في ابيليتي زون مختلف. اه طبعا فكره جميله جدا. طب لو انا عندي ستاند الون بس وعندي ريد ريبليكا والستاند الون حصل فيها مشكله البرايمري داتابيز خربت، هل الريد ريبليكا تنفعني في حاجه؟ قال لك طبعا، انت ممكن تعمل تيجي على ريد ريبليكا وتعمل لها بروموت تبقى داتابيز، تبقى ستاند الون داتابيز مع نفسها. طب البرايمري ما وقعش بس انا عايز اقوم دي تبقى برايمري داتابيز وهخلي ابلكيشن ثانيه تشتغل معاها، ينفع؟ اه ينفع، بس مش هيبقى ليها اي علاقه بالبرايمري بعد كده. تمام، يبقى الريد ريبليكا بتنفعني. حد طبعا ممكن دلوقتي يفكر يقول لك اه طب بس حلو قوي، لكن انت عملتها في نفس الريجن. يا سلام بقى لو كنا نقدر نعمل الريد ريبليكا دي تبقى في ريجن ثانيه عشان لما يحصل مشكله او ديزاستر نقدر نقوم الداتابيز في حته ثانيه. يقول لك 100 100، والكلام ده ممكن يحصل. احنا ممكن نعمل ريد ريبليكا ونحدد الريد ريبليكا تبقى موجوده في ريجن مختلفه خالص، ما تبقاش عندي. يبقى انا في الحاله ديت لو عايز اعمل ريبورتات عليها اقرا منها في الريجن الثانيه اهلا وسهلا، عايز اخليها بس تبقى قاعده كده شغاله واقدر احول مثلا في خلال دقيقه ولا دقيقتين اروح مقومها تبقى برايمري، يبقى لوز احسن لي مليون مره. فاكرين لما كنا بنتكلم على الديزاستر ريكفري كنا بنقول في حاجه اسمها باك اب اند ريستور، في حاجه اسمها بايلوت لايت، في حاجه اسمها وورم ستاند باي، في حاجه اسمها مالتي سايت، صح؟ انا في الحاله ديت انا في الحته بتاعت يعني يا اما البايلوت لايت يا اما الوورم ستاند باي، يعني ما عنديش بس باك اب وهقوم من سكراتش، لا ده انا عندي حاجه قايمه وشغاله بس عايز اقولها. بقول لك ايه، انت بدل ما انت مستنيه حد بمعلقه كده يديك الداتا، لا انت هتبقي داتا بيز كامله وهيتكتب فيكي وهيتقري منك وهيطلع عين اللي جابوك. فالحته بتاعت الريد ريبليكا نافعه جدا مع التحفظ البسيط ان هي بتعمل اسينكرونس ريبليكيشن من البرايمري. يا جماعه ما هياش سينكرونس، تمام؟
هل في حل احسن من كده؟ لما نيجي للاورورا في حل احسن من كده. طب عملت الريد ريبليكاس، هل ينفع اعمل مالتي اي زي مع ريد ريبليكاس؟ طبعا اشتغل يا باشا زي ما انت عاوز، اعمل ريد ريبليكا وسينكرونايزيشن، ومش بس كده هخليك تشتغل هنا سينك مع الستاند باي مع نفسك، والريبليكيشن بتاع ريد ريبليكاس بقى يتشال من البرايمري ويترمي على الستاند باي، مش انت قاعد ما بتعملش حاجه، اعمل ريبليكيشن. تمام، يبقى بالتالي الريد ريبليكاس بيوصلهم الداتا اسينكرونسلي، يعني غير متزامنه، في شويه ديلاي، ولكن بيجي لها نفس المعلومات كانها جات لها من البرايمري، وشلنا الحمل عن البرايمري. يبقى انا كده امنت البرايمري، عملته مالتي اي زي، وامنت نفسي ان حطيت ريد ريبليكاز يا جماعه بتوع السيلز والريبورتنج يروحوا يشتغلوا هناك ويعملوا ريد، ما ياثروش على الريد بيرفورمانس بتاعي، وكمان ممكن ارميها في ريجن ثانيه، فبالتالي اقومها تبقى بروموتد للداتابيز، لو حصل مشكله في الريجن بقى كلها لو ولعت انا ممكن اقوم الداتابيز هناك بالريد ريبليكا اللي موجوده. وفوق كده كمان بقى ان كمان الريد ريبليكا بيقول لك تحب تعمل الريد ريبليكا بتاعتك مالتي اي زي كمان، احنا تحت امرك يا باشا. فلو عايز تعمل الريد ريبليكا يبقى ليها بقى ريد ريبليكا وستاند باي كمان ممكن تقدر تعمل. تمام، يعني مش ما فيش دلع اكتر من كده يعني. يبقى انت عندك ريد ريبليكاز ريد اونلي، عندك ستاند باي ما بيتقريش منه لكن يتعمل منه ريبليكيشن، عندك مالتي ايزي للريد ريبليكا انا ممكن ارميها في ريجن ثانيه واحط في افيلابيلتي زون ثانيه ستاند باي للريد ريبليكا دي. يعني يعني دلعناها اخر دلع بصراحه. تمام، فافتكروا الكلام ده يا جماعه، واهم حاجه ان الستاند باي ما بيتقريش منه يا جماعه، الريبليكيشن اللي بيحصل ده ما يعتبرش ابلكيشن ريد من الداتابيز. تمام، الحاجه الثانيه ان السيناريوهات بتاعت الريد ريبليكاز دايما بتيجي في الامتحان. تمام، ان انا عندي مشكله وعندي ريجن ثانيه وعايز يبقى عندي مش عارف ايه ممكن اقومه في فتره صغيره يبقى ريد ريبليكا، عندي اناليتيكال ريبورتنج بتاثر على البرفورمانس بتاع البرايمري داتابيز وعايز حل ريد ريبليكا. تمام، يبقى ده على طول موجود كسؤال في الامتحان معانا. يعني read replicas storage type or instance class، هل بقى لازم تبقى نسخه من البرايمري؟ قال لك لا مش لازم تبقى نسخه، read replica ممكن تحط لها كلاس مختلف، يعني تغير الانستنس تايب وتغير الاستورج كمان، مالناش دعوه بالبرايمري انستنس. والread replica can be promoted to become a primary database when if required we can have the read replica set up in a multi az configuration. تمام، طيب نتكلم على الانكريبشن اللي احنا ما شفناهوش وعيسى ضحك عليكم ولا لكوش في اللاب اللي فات، هنشوف في اللاب الجاي ان شاء الله. AWS supports encryption at rest using AWS encryption keys، يعني ممكن اختار encryption لو الانستنس بتسبورت ممكن تعمل encryption ما فيش مشكله. لو الانكريبشن is enabled on an RDS instance، انا عندي unencrypted instance زي الاي بي اس بالظبط يا جماعه، زي الاي سي 2 زي اللي احنا اتكلمنا عليه كله. لو عندي الداتابيز unencrypted السناب شوت اللي هتطلع سواء اوتوميتد او مانوال هتطلع unencrypted. تمام، والريد ريبليكا اللي هاخدها منها هتطلع unencrypted. يبقى لو المصدر unencrypted كل حاجه بعد كده unencrypted، لو المصدر encrypted كل حاجه encrypted. طب في لف ودوران؟ طبعا في زي الاي بي اس، تعمل كوبي وفي الكوبي تغير الانكريبشن او تختار انكريبشن، وده كان سؤال جه في اعتقد اني شفته في شهر 10 اعتقد، يعني ان انا عندي داتابيز ار دي اس انكريبتد، وجه بقى تغيرت السكيورتي بوليسي وقالوا ان لازم كل الداتابيز تبقى انكريبتد ولكن لازم ناخد باك اب قبل ما نغير الكلام ده، تعمل ايه؟ قال لك يا عم مفيش مشكله خالص، انت عندك ايه المشكله اللي عندك؟ انا عندي انكريبتد. حلو، لما تيجي تعمل unencrypted سواء automated أو manual سيان نفس البروسيس ممكن تحصل، أعمل له كوبي للسناب شوت وأنا بعمل كوبي أقول له على فكرة أنا كمان عايز encryption الله يكرمك، والencryption key اللي أنا هستخدمه هو الencryption key الفلاني، أو أسيبه للديفولت اللي هو ما بين RDS و AWS AWS managed، يعني هيعمل لي كوبي والكوبي هتطلع encrypted. طب أعمل إيه بالكوبي دي؟ أو منها أعمل restore لداتابيز بقى عندك database encrypted. تمام، طب اعمل ايه في اللي فات؟ خلاص انت خد اخر، انت عملت الكوبي ديت خلاص امسح بقى كل اللي موجود هنا، انت مش محتاج ده خالص، امسح الداتابيز، هتمسح لك الاوتوميتد وامسح المانيوال، وبعدين من الجديده خد مانيوال سناب شوت لو انت عاوز. تمام، او استعمل ديت وبعد كده شغل الاوتوميتد هنا، فيبقى كل اللي جاي بعد كده هيبقى اوتوميتد سواء مانيوال او اوتوماتيك من عندي. كويس، ذا ريد ريبليكا انكريبشن ستاتس از لايك ذات اوف ذا برايمري، خلاص احنا خدناها قاعده، كان عندي الاصل انكريبتد كل حاجه بتطلع منه انكريبتد، عندي الاصل انكريبتد كل حاجه بتطلع منه انكريبتد. تمام، كوميونيكيشن بتوين ذا ار دي اس كلاينت اند ار دي اس داتابيز كان بي تي ال اس 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 ال انكريبتد، لما يجي الكلاينت ابلكيشن تكلم مع الداتابيز ممكن يبقى الكوميونيكيشن دوت انكريبتد اس اس ال او تي ال اس، ايه المطلوب فيه؟ ده سؤال شفته انا في شهر 10 وان شاء الله انا ناوي قريب هخش الامتحان مره ثانيه برضه عشان اشوف ايه التغيرات اللي بتحصل، ابقى اقول لكم لو في اي حاجه جديده يعني.
الامازون ار دي اس يا جماعه لو انا عاوز اشتغل معاها انكريبشن ان ترانزيت بيني انا كابلكيشن وبين الداتابيز، لازم الداتابيز هتعمل داونلود او ار دي اس سيرفيس هتعمل داونلود لروت سيرتيفيكت على الداتابيز، يعني روت سيرتيفيكت على الداتابيز لازم يحصلها داونلود عشان اقدر انا لما اجي اشتغل مع الداتابيز تبعت لي السيرتيفيكت بتاعتها. فاكرين انا موظف البنك وادي الاي دي بتاعي، يبقى لازم طالما هتعمل هي اوثنتيكيشن لنفسها للكلاينت، يعني الكلاينت يقدر يعملها يتاكد من 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 هويتها، يبقى لازم يكون عندها سيرتيفيكت. دي اسمها الروت ار دي اس سيرتيفيكت، لازم تبقى موجوده على البرايمت. سؤال امتحان يا شباب. في حاجه اسمها ترانسبيرنت داتا انكريبشن، دي موجوده بس في الاوراكل وفي المايكروسوفت سيكوال سيرفر. ايه بقى القصه ديت؟ قال لك انت عندك ار دي اس انكريبشن جميل جدا، بس انا كمان انا عندي حاجه اسمها تي دي اي فوق بقى الكلام ده. تعمل ايه بقى التي دي اي ديت؟ ان انا قبل ما اكتب الداتا، يعني انا ككلاينت او ابلكيشن قبل ما اكتب الداتا على الداتابيز بعمل لها انكريبشن وبعدين ابعتها، ولو الداتابيز عليها انكريبشن تعمل لها انكريبشن ثاني. ماشي، فهي فيتشر موجوده ان the client side the data is client side encrypted. client اللي هو مين؟ اللي هو الابلكيشن before being written to the RDS database. ماشي، ما فيش مشكله خالص. TDA for Oracle and MySQL can be simultaneously used مع ال RDS encryption. ما فيش تعارض بينهم. TDA يشتغل ويعمل encryption للداتا، تروح لل RDS راح عملها encryption مرة تانية. طيب في حاجة اسمها IAM database authentication for MySQL and PostgreSQL. في نوعين دول بيسبورت حاجة اسمها IAM database authentication. إيه بقى القصة دي؟ أنا application عايز أشتغل على الداتابيز. اللي بيحصل إيه؟ لو أنتوا خدتوا بالكم لما إحنا عملنا ال configuration، حطينا ان في كان في داتابيز ايدنتيفاير وبعدين في يوزر نيم وباسورد، صح؟ عملناها في الـ في الـ في اللاب. اليوزر نيم والباسورد دول لو موجودين عندي خلاص انا هخش باليوزر نيم ده واعرفه على الابلكيشن، تبعت اليوزر نيم والباسورد، يبقى كده تقدر تستابليش كونكشن مع الداتابيز، تكتب فيها او تقرا منها. كويس قوي. لا انا مش عايز اعمل الكلام ده، يعني انا مش عايز احط يا داتابيز وباسورد في الابلكيشن. ليه يا عم مش عايز تعمل داتابيز وباسورد في الابلكيشن؟ قال لك يا عم مش دي سكيورتي، مش دي فيها مشكله في السكيورتي ان احط الكلام دوت والابلكيشن هتبقى في بابليك سبنت. طب حد عمل هاكينج على الانستنس وقدر يقرا الداتا ديت، مش مشكله؟ مشكله. طب عايز تعمل ايه بقى؟ قال لك احنا بدل الكلام ده ما ينفعش ان احنا نخلي اي ام يخش لنا في الموضوع ويدينا توكن يبقى مثلا فاليد ل 15 دقيقه نكونكت بيها على الداتابيز. قال لك مفيش مشكله خالص، موجوده للماي سيكوال والبوست جري سيكوال. طبعا ده ممكن يتغير ويضيفوا عليها بعد كده مثلا اوراكل وحاجات ثانيه على حسب الـ التطورات اللي بتحصل في اي دبليو اس. فالواحد يشيك لو انت قابلت الكلام ده في الشغل ولا الكلام ده كله، شيك على الداتا على الدوكيومنتيشن، ممكن تلاقوا فيه حاجات تانية اضافت يعني. طيب ايه القصه بقى بتاعت الاي ام اوثنتيكيشن؟ قال لك يا عم ما تحطش على الابلكيشن لا باسورد ولا بس يوزر نيم وخلاص، ما تحطش باسورد، تمام. وحاجه اقول للداتابيز ان يا داتابيز انت هتشتغل الاوثنتيكيشن باي ام اوثنتيكيشن مش بيوزر نيم وباسورد، مش يعني اليوزر نيم لازم يكون موجود بس مش بالباسورد. كويس، هنعمل ايه بقى؟ قال لك في الحاله ديت يبقى انا اليوزر او الابلكيشن يكون فيها اي ام رول او في اي ام بوليسي بتسمح له انه ياخد توكن من ار دي اس. طب اليوزر هيأوثنتيكيت ويبقى معروف، الاي ام بقت عارفه مين هو اليوزر ده او مين هي الابلكيشن ديت. هل ينفع ان انا اخد بقى توكن من ار دي اس؟ يعني لما اجي كونكت اخد من ار دي اس تبعت لي توكن، اعمل ايه بقى بالتوكن ده؟ التوكن ده يبقى فاليد ل 15 دقيقه. اروح باعت بقى اليوزر نيم مع التوكن ويكونوا SSL encrypted في النص، فما حدش يعرف يقراهم ولا ينسخهم، وابعتها للداتابيز. الداتابيز هتكون متسطبه على ان هي بتقبل IAM database authentication. يعني يا لو جالك حد بيوزر نيم معروف عندك لكن بتوكن، يبقى انت تعملي ايه بقى يا داتابيز؟ يبقى انت تشيكي مع ال RDS وال RDS مع ال IAM، هل التوكن ده valid ولا لا؟ لو هو valid يبقى اهلا وسهلا بيك ومرحب. افتكروا يا جماعه ان السيشن دي هتبقى encrypted، تمام؟ يبقى انا كده ما حطيتش داتا باسورد في الابلكيشن، يبقى انا كده سكيورتي افضل شويه. طيب كوبينج وشيرنج داتابيز سناب شوتس. انا بقى عندي سناب شوتس موجوده في اس 3، كويس، في عندي اوتوميتد او مانوال او الاثنين. لا انا عندي اوتوميتد، ممكن الاوتوميتد ما تكونش موجوده. ازاي؟ لو حطيت الريتنشن بيريود زيرو وعندي المانوال او الاثنين موجودين. طب انا عايز اعمل بقى شيرنج للكلام ده، هل ينفع نعمل شيرنج؟ قال لك طبعا مفيش مشكله خالص، ممكن تعمل كوبي وتعمل شير. ليه؟ لان هي بيزد على اي بي اس، والاي بي اس بيسمح بالسناب شوتس وبيسمح بالكوبينج وشيرنج، يبقى اللي يتبني على الاي بي اس يبقى ينفع برضو اشتغل معاه كوبينج وشيرنج. هل الرولز مختلفه؟ تعالوا نشوف. بوث اوتوميتد اند مانوال سناب شوتس كان بي كوبيد، بس في مشكله.
ايه المشكله؟ ان انا لو عندي اوتوميتد ما ينفعش اعمل لها لا شيرنج اس، ما فيش مشكله هنا في الكوبي، ما فيش مشكله. ان ايذر كيس ذا ريزلتنج كوبي هتكون مانوال سناب شوت، يعني حتى لو اوتوميتد وعملت لها كوبي ما ينفعش بقى استخدم ديت عشان اعمل ريستوريشن لبوينت ان تايم. قال لك انسى خلاص، طالما اتشالت من الوصفه بتاعت الاوتوميتد عملت لها نسخه، النسخه بقت مانوال كانك انت واخدها وانت اللي تتحكم تمسحها ما تمسحهاش، انت حر. كوبينج سناب شوتس كان هابن وذين ذا سيم ريجن ان اكروس اي دبليو اس ريجنز، زي بالظبط الاي بي اس سناب شوتس كان ممكن نعمل لها كوبي في نفس الريجن او ممكن اغيرها لريجن ثانيه، ولما كنت اعمل لها كوبي كان ممكن اعمل لها ايه انكريبشن واغير الكي لو هي انكريبتد، او انكريبشن واقول لها ايه الكي لو ما كانتش انكريبتد عشان الكوبي تبقى انكريبتد. تمام. مانوال انكريبتد اور ان انكريبتد سناب شوتس كان بي شيرد. احنا كده خلصنا قصه الكوبي، يبقى الكوبي ينفع سواء مانوال او اوتوماتيك، اعمل لها كوبي في نفس الريجن او في ريجن ثاني ما عندكش اي مشكله. لو هي بقى مانوال انكريبتد، انكريبتد اور ان انكريبتد سناب شوتس المانوال كان بي شيرد وذ اذر اكاونتس، وهينطبق عليهم نفس الشيء. لو هي مش انكريبتد ممكن تعملها برايفت وتشير مع الناس او تحدد الاكاونتس بتاعتك. لو هي انكريبتد يبقى لازم يكون تديهم اكسس على السناب شوت. شيرد سناب شوتس وذ اذر اكاونتس كان اولسو بي كوبيد، يعني لما انا اعمل حد شيرنج للسناب شوت في اكاونت ثاني ممكن هو ياخد بقى ويعمل لها كوبي سواء عنده او يعمل شيرنج للكوبي الثاني. طب الاوتوماتيك باك ابس قال لك لا ما ينفعش تبقى شيرد مع اكاونتس ثانيين الاوتوميتد. طب اعمل ايه بقى في الاوتوميتد؟ قال لك الاوتوميتد ما تعملش. طب اعمل ايه؟ هلف وادور عليها، اعمل لها كوبي واحولها للمانوال، ولما تحولها للمانوال اعمل اللي انت عاوزه بقى، اعملها شيرنج زي ما انت عاوز. يبقى الورك اراوند كوبي ذا اوتوميتد باك اب انتو ا مانوال سناب شوت ذن يو كان شير ذا كوبي. تمام كده يا شباب، احنا الار دي اس قضينا عليها ان شاء الله. نشوف بس اللاب، فاضل اورورا. غالبا على الداتابيس بس النهارده صح، لان مش هنقدر ندخل في الاي ان. لا مش هنخش الاي ان لسه. في بعد الار دي اس في اورورا وفي ريد شيفت وبعدين ال بس احنا يعني احنا دلوقتي ماشيين بالمعدل بتاعنا تقريبا. احنا دلوقتي مخلصين 50 60 سلايد تقريبا يعني. طب احنا المره الجايه استكمال الداتابيز سيرفيس ولا هنكمل الداتابيز سيرفيس وهناخد الاي ام معانا كمان ان شاء الله؟ تمام باذن الله. طيب يعني ممكن نقفل على اللاب ده ولا لسه في حاجه تانية بعد النهارده؟ لا احنا في اللايف بقالنا مع الساعه اللي في الاولى، احنا دلوقتي بقالنا 4 ساعات الا ربع يعني ممكن ماشي. نقول 3 ساعات الا ربع، ممكن معنا ربع ساعه كمان كده. ماشي نخلص اللاب وبعدين نوقف، مش مشكله خالص. ماشي صوت. RDS scaling احنا هنا ممكن نخلص ربع ساعه. تمام يبقى نخلص كمان الديزاين اللي بعديها، يبقى احنا واقفين على الاورورا خلاص يا احمد لما نخلص ان شاء الله. طيب اللاب ده بقى بيتكلم عن ايه؟ هنبص على حته الانكريبشن، هنشوفها هنا يا جماعه اللي انا كنت قلت لكم عليها، ان حسب نوع الانستنس. تمام فهنتكلم دلوقتي على الار دي سكيلينج سناب شوت والسكيورتي، كل بقيه الفيتشرز بتاعه الار دي اس. أنا دخلت برضو ستاندرد كرييت ماي سيكوال، هشتغل على ديف تيست، فيبقى عندي انسنس مختلفة دلوقتي M5 مش T2 مايكرو. بص لو نزلت تحت الباك اب بيحصل ايه؟ عندي الباك اب، لو انت دي الحتة بتاعت الريتنشن اللي شفناها المرة اللي فاتت اقدر اخليها من 0-35 يوم، ما كانش تحتيها انكريبشن، بس عشان المرة دي بشتغل على M تايب انستنس بقى عندي انكريبشن واقدر اعمل انيبل الانكريبشن لو انا محتاج، واقدر اقوم الكي اختاره ان هو الاي دبليو اس مانج او اختار كي من عندي لو انا عاوز اغيره كمان. تمام يبقى الموضوع كله معتمد على الانستنس اللي انت بتختارها. تمام لو رجعت لتيتو مايكرو ونزلت طبعا مفيش هيبقى فيه انكريبشن، خلاص راحت الانكريبشن. ادي الحته بتاعه الماستر الباسورد اللي هنقولها انك انت ممكن تخليها تعمل الـ IAM authentication عشان تبقى تشتغل بالـ مع IAM tokens مش مع الـ passwords، ما تخزنش password جوه الابليكيشن. multi AZ
كل ده كل نفسه الحته بتاعه الداتابيز اوثنتيكيشن انا اظن عدينا عليها ولا هي اللي فوق اعتقد اني عديت عليها اهي الداتابيز اوثنتيكيشن في باسورد اوثنتيكيشن او في باسورد اند اي 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 ام داتابيز اوثنتيكيشن ممكن تشتغل الاثنين او بس تشتغل داتابيز ممكن تشتغل باسورد بس قصدي هذا الانكريبشن موجود تمام فتحط لو عندك الكي تحط الارن بتاعه الامازون ريسورس نيم وادي الانكريبشن اهي هنشيلها وادي القيمه بتاعت الداتابيس تقريبا هتبقى قد ايه ده كله تقريبا نفس اللي احنا اتكلمنا فيه احنا بس نبص على الايدنتيفاير بتاعها وبعدين كرييت وخلاص هذه نفس اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده نبص بس على الموضوع بتاع السكيورتي والريد ريبليكاز والكلام دوت الكوبي والشيرنج هذه دي الحته بتاعه الموديفاي يا جماعه لو انت عايز تعمل لما الداتابيس تقوم لو عملت كليك على موديفاي هيديك الامكانيه انك تغير الانستنس او تغير الاستورج بتاع الداتابيس او يعني احدهما او كلاهما عندك كرييت ريد ريبليكا يا جماعه لو خدتوا بالكم انا من الداتابيس نفسها create read replica يبقى انا عندي الداتابيز منها بقول ان انا عايز اقوم read replica وهي fully managed انا ماليش دعوه بالبروسيس نفسها اقول له بس السبيكس اللي انا عايزها ممكن اغير الكلاس اغير نوع الانستنس لكن ماليش دعوه بحاجه ثانيه طب هل اغير الانكريبشن ولا لا هنشوف دلوقتي ادي read replica داتابيز ايدنتيفاير بتاعها region ممكن اغير region انا عايز يبقى ممكن اقوم في ريجن مختلفه تماما ممكن اغير اهو زي ما انتم شايفين ممكن اغير الانستنس وممكن العب في الاستورج بتاعها كمان يعني ممكن اغير الاثنين دول هل هي مالتي اي زي ولا لا دي اي ريد ريبليكا بعدين الفي بي سي والاكزيستنج في بي سي سكيورتي والكلام ده كله لو غيرت الريجن طبعا هيبقى في بي سي في ريجن ثاني البورت نفس البورت السكيورتي جروبس ممكن اغير السكيورتي جروبس الباسورد والاوثنتيكيشن طبعا هي دي ريد ريبليكا فهي الباسورد والاوثنتيكيشن مش هيشتغل معايا غير لما اعملها بروموشن من ناحيه الابلكيشن يعني لما اعملها بروموت للبرايمري عشان اقدر اكتب واقرا فيها اكونكت عليها لا اسف دي في الريد لازم تكونكت على الداتابيز برضه فيبقى هحتاج الباسورد اوثنتيكيشن واحتاج الاي ام داتابيز اوثنتيكيشن يا اما الباسورد بس او الاثنين مع بعض تمام لان من غير كده مش هقدر اكونكت عشان اعمل لها كويري واقرا منها الانكريبشن هل ممكن اختار الانكريبشن تعالوا نبص انا هنا عندي البوكس بتاع الانكريبشن بالرغم ان الداتابيز الاساسيه مش انكريبتد ودي حاجه عجيبه يعني تعالوا نجرب كده نختارها ونشوف ايه اللي هيحصل ما اعرفش ليه AWS سايباها يعني تمام كل حاجه تمام طب كرييت بقى يلا بقى يقول لك ايه بقى You cannot create an encrypted read replica from an unencrypted database instance. طيب و... يعني انت مخليها لي ليه يعني انا مش فاهم انا ليه بديني الاوبشن واعمل له كونفيجريشن عشان تقول لي ايرور ما تشيله يعني كان بمنتهى السهوله ممكن يشوف ان الداتابيز الاساسيه مش انكريبتد فما يطلعليش الاوبشن فاتت على الديفلوبر بقى اللي كان شغال في الحته ديت يعني هو كان زهقان بقى اخر اليوم خلاص فلازم اشيل دي عشان اعرف اكمل لان هي ما ينفعش تبقى انكريبتد طب انا بقى عندي ريد ريبليكا اهي بقى موجوده دلوقتي تحت الداتابيز وهنا هيقول لي ان دي برايمري ودي ريبليكا فانا اقدر اميز بينهم ما اقدرش اتلخبط بينهم ودي افيلابيلتي زون دي افيلابيلتي زون مختلفه ثانيه وكان ممكن تبقى ريجن مختلفه كمان طب ايه الاكشنز بقى اللي اقدر اعملهم يقول لي بقى ريستور لا ده الداتابيز الاصليه المفروض اختار الريد ريبليكا دي تكست انا بعمل سناب شوت دلوقتي من الداتابيز اللي كنت خلقتها دي مانوال سناب شوت يا جماعه وادي السناب شوت اهي موجوده لسه ما قامتش فمش مبين لي ايه اللي ممكن اعمله بس انا زي ما انت شايف لو هي قايمه السناب شوت خلصت هيبقى عندي ريستور يبقى اقوم داتا كوبي سناب شوت شير سناب شوت مايجريت سناب شوت اكسبورت تو امازون اس 3 دي الاكسبورت يا جماعه دي مع الاوتوميتد ومع المانيوال لو انا عايز ارميها على اس 3 باكت بتاعتي انا ما تبقاش موجوده في الحفظ والصون في اس 3 في مكان انا مش عارفه يعني هي لسه كرييتنج طبعا
طب انا على الريد ريبليكا بقى ايه الاكشنز اللي ممكن اعملهم؟ بص هتلاقي ان موجود انك انت ممكن تعمل بروموت، يبقى ممكن تقوم منها داتابيز، ممكن تعملها ريبوت ديليت او تيك سناب شوت من الريد ريبليكا لو انا عايز، او طبعا ما فيش ريستور تو بوينت ان تايم مش ظاهره، وكرييت ريد ريبليكا من الريد ريبليكا موجوده في بعض الانجنز مش في كل الانجنز يعني، بس كده انت هيبقى عندك الديلي كتير قوي انك انت عامل ريد ريبليكا وبعدين ريد ريبليكا من ريد ريبليكا. ممكن اعمل كرييشن لريد ريبليكا ثانيه لغايه خمسه، ممكن تخلق خمسه ريد ريبليكاز مع بعض. اه جات لي الموضوع بتاع كوبي وشير، هنبص عليه دلوقتي. لو جيت اعمل كوبي هيقول لي ايه بقى؟ هي لو عايز تعمل كوبي لنفس الريجن ولا ريجن مختلفه، تمام؟ وبعدين هيقول لي الانكريبشن بتاع الكوبي، يبقى انا ممكن اغير لو هي ان انكريبتد ممكن اخليها انكريبتد. انكريبتد يبقى انا كده ان انكريبتد حولتها لانكريبتد، يبقى السناب شوت اللي هتطلع عندي الكوبي انكريبتد، اقوم منها داتابيز تبقى داتا. بقدر احدد الكي طبعا. ممكن طبعا تعمل شيرنج زي ما قلنا، وتعمل شيرنج مع اكونتس ثانيين زي الموضوع مش مختلف ابدا يعني. بتكلم كتير انا في اللابس. تمام شير بقى سناب شوت يا جماعه، نفس الفكره بالظبط بتاعه الاي بي اس، ان عايز لو هي بابليك ان انكريبتد اعملها بابليك يبقى كل الناس تشوفها، لو هي برايفت قول لي مين الاكونتس واعمل سيف وانتهى الموضوع. يعني هو الحته بتاعه الاي بي اس متكرره في الاي سي 2، ومتكرره في اللي هو الاي ام اي بتاع الاي سي 2، ومتكرره في الار دي اس كمان، عشان كلهم معتمدين على نفس الفكره EBS volumes و snapshots و copy و share the snapshots دول. clean up بقى خلاص بتاع اللعبة. تمام؟ نعمل السيناريو بسرعة عشان أسيبكم بقى أديكم إفراج النهاردة. ما أظنش إن في حاجة تانية إضافية يعني. أشوفكم. الحته بتاعت الاوت سكيلينج احنا بصينا عليها، ما اظنش احنا محتاجين نبص عليها ثاني يعني. هذه الحته بتاعت الموديفاي، تغير الانستنس وتغير الانجن وتغير الفوليوم نفسه. انك انت ممكن تغير الاي اوبس جنرال لبروفيجن اي اوبس، بس زي ما قلنا بعد كده السكيل يا جماعه بيبقى سكيل اب مش سكيل داون. تمام؟ خلاص انا قلت لك كده تمام، نعمل السيناريو بقى بسرعه في خمس دقائق وبعدين اديكم افراج. طيب السيناريو بتاعنا يا جماعه، design the database tier for a highly available and fault tolerant multi tier web application. web application عايزينها تبقى، عايزين احنا دلوقتي نعمل ديزاين بتاع الداتابيز بتاعتها وهي highly available و fault tolerant و multi tier web application. تمام؟ بس طبعا انا كل بيقول لي بقى multi tier والكلام ده كله ما يفرقش معايا في حاجه، اللي انا بتكلم على السكوب بتاعي الداتابيز ديزاين. The database will also be used by a reporting tool that runs complex queries and table joins against the database. يعني بيقول لي مش بس الابلكيشن، لا ده في كمان reporting tool. طالما قال لي reporting tool يا جماعه يبقى بنتكلم في analytics، يعني عايز حاجه هتقطع الداتابيز وهتقلل البرفورمانس بتاعها. It is required that the reporting tool queries should not impact the database performance. المفروض ما يغيرش الداتابيز performance. Encryption in transit is required between the application and the database. يبقى انا عندي اكتر من حاجه، انا محتاج ان هي هعمل analytics عايزه تبقى multi highly available و fault tolerance، هعمل reporting بيقرا load بيعمل complex queries على database، يبقى لازم اشوف حل، مش عايز اثر على performance بتاع الداتابيز، وعايز يبقى فيه عفوا encryption in transit بين الابلكيشن وبين الداتابيز. اعمل ايه بقى؟ الحل هيبقى ايه؟ ده اللي الشباب هيقولوه لنا. نبص على requirements بسرعه، هم موجودين. database tier design highly available reporting tool will run complex queries، مش عايزه تاثر على performance ماشي. يلا يا جماعه اتفضل يلا شباب، يلا في التعليقات عشان نسيبكم تناموا. في ناس نامت خلاص.
هلا الشباب يقول لك في الاخر خاف على رجالتك يا باشمهندس. ما عنديش يا مرحبين. لا بس انت الموضوع احنا نبدا احنا تقريبا خدنا ساعه يمكن في الاول في بالظبط. طيب الشباب اللي تجاوب عبد الرحمن RDS in multi AZ with async read replica. تمام. حتى بتاعت الان ترانزيت والسكيورتي دي انا فيها ايه ستاند باي داتابيز with MA enabled and read MA اللي هي multi AZ يعني enabled and read replica using TLS SSL. يعني ايه بقى read replica using TLS SSL؟ ما فهمتنيش. انا بقول الابلكيشن للداتابيز تبقى SSL encrypted. ففي حاجه كده انا قلتها في الاخر كان مطلوب تبقى موجوده تبقى داونلودد على الداتابيز. كانت ايه هي؟ صح multi AZ read replica صح، لكن الحته الاخيره with AWS encryption with AWS managed key. خد بالك ان الانكريبشن with AWS managed key دوت at rest، ده مش in transit. and read replica ماشي، يعني multi AZ مع بتاع multi AZ database و replica encryption. لا مش replica encryption، هو الريبليكيشن للريبليكا ده اوتوماتيك انكريبشن، انا ماليش دعوه بيه. انا بكلم على الابلكيشن للداتابيز ازاي يبقى فيه ان ترانزيت اتش تي تي بي اس اس. ما هو ده مطلوب بس ازاي؟ يعني ايه اللي انا المفروض اقوله او ايه الحاجه اللي لازم تبقى داونلودد على الداتابيز عشان تبقى تعمل الكلام ده؟ ايوه الله يفتح عليك محمد ياسين، برافو عليك. ويذ روت سيرتيفيكت صح، اكون انا منزل يعني عامل الكلام دوت فيحصل داونلود للروت سيرتيفيكت على المظبوط اللي هي روت سيرتيفيكت، هي ديجيتال سيرتيفيكت، هي روت سيرتيفيكت. برافو محمد. Multi AZ with encryption download root certificate. مظبوط تمام root certificate. الله ينور عليكم. خلاص تمام بلاش نطول، بس برافو عليكم يا شباب. الناس المفروض نكمل ساعتين كمان يا احمد، المفروض نجيبه. انا لسه الرجاله بتوع اسلام ومصحصحين يعني. لا لا الشباب خلاص مش قادر. روح يا شيخ ربنا ينتقم منك. لا هم توتروا كمان في الساعه الاولانيه فكفايه كده النهارده. طب خلاص نبص على بتاع. مظبوط يا جماعه اللي انتوا قلتوه كله صح. ال RDS يبقى primary stand by وعندي read replica والحتة دي يبقى كده highly available fault tolerant، والحتة بتاعت ال read replica already replication اللي بيحصل لل read replica بيبقى encrypted، انا مش عايز اقلق عليه سواء من يعني هنا multi AZ هيبقى من stand by لل read replica وهيبقى already encrypted. الحتة بتاعت ان اللي انا عايز اسمعها وقالها محمد ياسين وقالها اظن مراد وحد تاني بعديه، انه الموضوع كله انك انت بس عشان لو جابها لك كاوبشن هتقول ان لانك انت ما بتتحكمش في الكلام ده، هي الار دي اس هتروح منزلها الروت سيرتيفيكيت رمياها على الانستنس بحيث انك انت لما تيجي تكونكت عليها يبقى تقدر تبعت لك الروت سيرتيفيكيت وتقول لك انا فلان الفلاني انا ار دي اس انا مش عارف ايه عشان السيشن تقوم. تمام. جزاكم الله يا جماعه كل خير. انا مش زعلان على اللي حصل بس ان شاء الله مش هيتكرر تاني موضوع اللف والدوران دوت. وجزاكم الله كل خير على استمراركم ومجهودكم يعني، وجزاك الله كل خير يا احمد على يعني مطلعين عينيك يعني بمعنى اصح. يعني كيف شلون جزاك الله خير على وقتك انا براقبكم على فكره يا جماعه، مين بيشوف فيوز للفيديوهات ولا لا؟ انا شايف الكيرف نازل فحكم يا جماعه وراجعوا شويه زي ما انتم شايفين الفاوتشرز الامتحان الشغل كل حاجة والموضوع ما هوش معضل فيعني بس راجعوا لأن سبحان الله احنا كلنا بني آدم عنده قدرة يعني لو ما فيش حاجة بتتراجع كله هيتبخر يعني. تمام جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. جزاكم الله خير يا باشمهندس، وإن شاء الله الموضوع الأكزام فاوتشر ممكن ما يبقاش في بعد كده في وقت السيشن، وفي نهاية الكورس ممكن نبقى نخصص يوم كده يبقى سيشن ساعة ونص ساعة مع بعض ونشوف بطريقة ما نحاول نوصل لإستحقاق الفاوتشر إن شاء الله. ان شاء الله جزاكم الله خير وشكرا يا شباب على تواجدكم النهارده. ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم.